الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني. نحن اليوم السبت 9 جويلية 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول الحداثة في الجزائر والتغيير. أعتذر لكل الإخوة والأخوات اللي كانوا يتابعوا فينا منذ قليل على الإذاعة نتاع وطني، كان فيه خلل تقني. المهم اضطرينا على جل باش نخرجوا من البث المباشر على جل باش نصلحوا الخلل التقني هذاك. نحن إذن على المباشر، بإمكان الإخوة والأخوات أن يتابعونا من خلال إذاعة وطني على الموقع الرسمي www.radiowatani.com، أو من خلال الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. أيضا نحن نبث على المباشر من خلال الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، بإمكان الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا يكتبوا لنا تعليقات مباشرة من خلال الصفحة، وبإمكانكم أيضا هو أن تتصلوا بنا عن طريق السكايب مباشرة راديو وطني. إذن الموضوع نتاعنا اليوم هو حول الحداثة في الجزائر والتغيير، مع الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. أخ نوري، إذا ممكن درنا تعريف حول الحداثة، ما هي الحداثة وما هي الأنواع نتاع الحداثة؟ تفضل الأخ نوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، في الحقيقة الحداثة هي من المفاهيم التي ما زال يدور حولها جدال ونقاش واسع في كيفية تحديد وضبط معانيها ومجالاتها وأبعادها بشكل قد يتفق عليه الأغلبية. وهذا الاختلاف في المفاهيم، هذه الاختلافات الشائعة في المفاهيم، يرجع بالدرجة الأولى إلى الاختلاف في الربط التاريخي لظهور هذا المصطلح. فمنهم من يراها طبعا أنها بدأت منذ أواخر القرن 19 في المجتمعات الغربية، وذلك في حقول الحداثة الأدبية على أيدي شعراء فرنسيين، منهم من كان يدعو إلى التحرر من القيود والتقليد والمحاكاة في هذا المجال، ومنهم من يرد كذلك نشأة هذا المصطلح إلى غير ذلك، إلى القرن 15، وذلك أثناء التمرد الذي حدث ضد الكنيسة وسلطتها الروحية. ومنهم غير ذلك، منهم من يربط هذا المصطلح بالقرن 19، وبالضبط بصاحب نظرية ومذهب الشك واستخدام العقل وإعادة النظر في كل الأشياء، هذا المذهب الذي ينتسب إلى الفيلسوف والعالم الرياضي الفيزيائي الفرنسي ديكارت. ومنهم من ينسبه بعصر التنوير في القرن 18، ومنهم من يربطه كذلك بمطالع القرن 20 عند ظهور واكتشاف الأدوات والوسائل الحديثة كالإذاعة والراديو والكهرباء ووسائل النقل المتنوعة. إذن
الاختلاف الشاسع في النشأة في الربط التاريخي لهذا المفهوم هو الذي جعل تحديد مفهوم الحداثة في الحقيقة صعب المنال بالنسبة لوقتنا الحال. ولكن عندما يتطلع الباحث لكل هذه المفاهيم الموجودة بين أيدينا قد يكتشف جانب مهم، هو أن كل المفكرين والعلماء أو الباحثين أو غير ذلك من الذين اهتموا بدراسة هذا المفهوم يشيرون في تعاريفهم ويلمحون ذلك بصيغة أو أخرى مباشرة إلى دور العقل في الحداثة. إذن نستطيع أن نجزم أن الحداثة بالنسبة لكل المفكرين والباحثين لها عنصر أساسي فعال قد يتفق عليه الجميع مهما اختلافاتهم في التعريف، ألا وهو العنصر الفعال وهو العقل الإنساني. وبالتالي نحن كمهتمين بدراسة هذا المفهوم وبتوضيحه يتطلب علينا الاعتناء بالدرجة الأولى إلى هذا العنصر الفعال الذي هو العقل ودوره في الحداثة، وما هي الأساليب والمناهج والطرق والخطوات التي يمكن أن يتحكم بهذا العقل على استحداث هذا العالم القائم. إذن في التعريف اللغوي عندما نقول الحداثة ماذا نقصد بذلك؟ أولا، الحداثة هي اسم مصدر الفعل حدث أو حدث. حدث يحدث حدوثا حداثة فهو حادث، والحداثة عكسها كذلك هي اللا حداثة. والحداثة في المفهوم اللغوي البسيط المعروف في متناول الجميع هو بصيغة مختصرة هو نقيض القديم، كما هو قلنا مصدر الحداثة هو الفعل حدث، فمصدر القدامة هو الفعل قدمة. إذن الحداثة من مفردات الحداثة الموجودة هي الفتوة، هي الشبيبة، هي التولد، هي النشأة، هي العرض، الاستئناف، الجدة. وعكس ذلك هي الهرم، الكهولة، القدم، الشيخوخة وغير ذلك. فعندما نقول مثلا حداثة الشيء معنى ذلك صار جديدا، أي عكس ما كان عليه في السابق. إذن الحداثة هي في التعريف اللغوي البسيط كذلك هي كل ما يعارض القديم، أي هي دعوة للتجديد والإبداع. بالتالي الآن عندما نتطرق إلى المفهوم الاصطلاحي الذي يهمنا كثيرا في هذا الجانب للحداثة، في الحقيقة هناك تعاريف عديدة تدور حول هذه المفاهيم. نستطيع أن يعني نستحضر البعض منها لأننا لا نستطيع أن نتطرق إليها يعني كلها نظرا لكثرتها وشساعتها. فمنهم من يرى أن الحداثة في التعريف الاصطلاحي هي عبارة عن إحداث تغيير في المفاهيم السائدة، هذه المفاهيم السائدة المتراكمة عبر الأجيال، وبالتالي يعني يحدث هناك تغيرات في المجتمع، تغيرات في الإنتاج، تغيرات في الإنتاج الفكري المادي المعنوي تفرض على وجود حداثة في هذه المفاهيم السائدة. هذا رأي يرى الحداثة من هذا الجانب. هناك كذلك آراء أخرى يرى، ومنهم هذا المفكرين العرب في بلاد الإسلام، يرى أن الحداثة هي يعني تكون في الإطار الاجتماعي والسياسي، يعني يقوم على التنوير ويقوم على إعطاء الحريات، أي أن يلمح بحرية العقل وتحرره من سلطنة
أصنام بما يسمونها أصنام العقول، حتى يجعلها حرة تنشط العقل وتفكر من أجل استحداث صياغة أو إعادة صياغة القيم والثقافات والأنظمة التي تنتقل من خلال العلاقات الاجتماعية السائدة، سواء كان ذلك من مستوى التبعية إلى الاستقلال أو من مستوى الاستهلاك إلى الإنتاج أو من الاستبداد والاستغلال إلى العدالة أو من التسلط العشيري والقبلي إلى الدولة الحديثة أو من مستوى الدولة المتسلطة إلى الدولة الديمقراطية. أي بمعنى آخر يرى أن الحداثة هي بشكل بسيط هي الإبداع في كل مثل هذا الأمور، حتى لا نبقى يعني في أيدي التبعية، أو هي كذلك بمعنى آخر أيضا هي تنشيط العقل واستخدامه في كل المجالات، حتى لا يعتمد فقط هذا العقل ويتعود على النقل. يعني بمعنى آخر حتى نوضح ذلك أكثر، أي أن الحداثة هي حالة ولادة جديدة، استحداث الأمور والأفكار والمفاهيم والمعارف والعلوم والأدوات والوسائل والمعاملات وغير ذلك من الأمور الأخرى المرتبطة مباشرة بالإنسان وعلاقته مع المجتمع. ولنوضح مثال بسيط حتى يعني نقرب هذا المفهوم للجميع، عندما نرجع مثلا إلى منتصف التسعينات أو أواخر التسعينات، عندما كان أول إنتاج لجهاز التليفون اللاسلكي بما يسمى عند الكثير الآن بالبورتابل مثلا، فأول جهاز تليفون كان قد ظهر هو كان يعتمد على المكالمة أو إرسال بعض النصوص المكتوبة لسماس مثلا. إذا رجعنا إلى المفهوم لهذا الجهاز في ذلك الوقت هذا هو المفهوم، لكن الآن قد تطور وتغير وهناك إنتاجات جديدة، هناك حداثة لهذا الجهاز، فبالتالي هذا المفهوم يجب عليه أن يتطور، لا يبقى مثل المفهوم الذي كان سائرا قبل، لأن الآن هذا الجهاز أصبح لا يقتصر فقط في مفهومه هو فقط في المكالمة وإرسال يعني النصوص المكتوبة، وإنما إرسال الفيديوهات على المباشر كذلك، يعني الاتصال بالإنترنت، التبحر في الإنترنت وأمور أخرى كثيرة. يعني إذن هذا المثال حتى نوضح ما يريده البعض في مفهوم الحداثة، أي الولادة الجديدة للأمور والأفكار والمفاهيم والمعارف والعلوم والأدوات وغير ذلك. إذن الحداثة كذلك هي بشكل مغاري هي إعادة النظر في كثير من الأشياء، ولذلك نجد أن مفهوم الحداثة يحمل مضمون عملي تقدمي يكون دائما مقترا بالتطور والتقدم. يعني عندما نستحضر هذا المفهوم الحداثة نكون نقصد بالذكر أو 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 يعني نسعى لنرى مباشرة بالمجال المستقبلي التطوري التقدمي. هذا ما لدي أن أقوله حتى لا يعني أكثر على الإخوة الكرام ربما في هذا الميدان. نوري إذن باختصار يعني باش نبسطوا الأمور للإخوة خاصة من محدودي الفهم، يعني ربما كاين بعض الإخوة اللي ما عندهمش دراسات عليا أو ربما ما يحسنوش اللغة العربية وبالتالي تستشكل عليهم هذه الأمور، نبسطوا الأمور. يعني إذن باختصار الحداثة تعني تطور وتعني التجديد. الآن بعد ما عرفنا هذا التعريف هذا نتاع الحداثة، هل ترى فيه أنواع؟ الأخ نوري في انتظار ربما يزيدوا يلتحقوا بنا إخوة آخرين ويزيدوا يشاركوا معنا ويزيدوا ينورونا، هل ترى فيه أنواع للحداثة؟ وقبل ما نعود نرجع لك الكلمة الأخ نوري، نذكر كل الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا الإذاعة نتاع وطني
والإخوة اللي راهم يتابعوا فينا أيضا على صفحة نتاع المصالحة الجزائرية في الفيسبوك، أننا على المباشر. نحن اليوم السبت 9 جويلية 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول الحداثة في الجزائر والتغيير. بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا من خلال المداخلات نتاعكم، من خلال التعليقات نتاعكم، من خلال التفاعل نتاعكم بصفة أو بأخرى، سواء عن طريق السكايب راديو وطني أو من خلال صفحة نتاع الفيسبوك اللي راها موجودة تاع المصالحة الجزائرية. أيضا بإمكانكم هو أن تتفاعلوا مباشرة عن طريق الصفحة نتاع الفيسبوك من خلال البث المباشر اللي الآن راهو على صفحة نتاع الفيسبوك. إذن نحن على المباشر، كل الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الصفحة نتاع الفيسبوك اعذرونا على هذا التأخر لأنه صار فيه خلل تقني. بإمكانكم هو أن تنشروا الصفحة هذه نتاع البث المباشر من خلال البارتاج هذاك في الصفحات نتاعكم، لعل فيه إخوة راهم يتابعوا في الصفحات نتاعكم، وهكذا إن شاء الله من صفحة لصفحة لحتى باش يعم التسجيل. نحاول نجمع أكبر عدد ممكن من الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا، وباش نفيدوا بعضنا البعض من خلال هذا التفاعل الإيجابي. إذن الأخ نوري، ما هي الأنواع نتاع الحداثة؟ بالنسبة للأنواع، هي في الحقيقة كذلك كثيرة ومتشعبة. نستطيع أن نذكر بعض الأنواع منها، مثلا كالحداثة المعروفة، الحداثة الشعرية. وهذا المجال يعني خاصة الناس اللي عندهم يعني اهتمام بالشعر يعرفون ما قصد هذا الكلام. هناك الحداثة كذلك المعروفة بالحداثة الأدبية. هناك كذلك الحداثة المعروفة بالحداثة العلمية وكل ما ينتجه العلم والتكنولوجيا. هناك الحداثة الفنية، وهي كذلك مختلفة ومتنوعة. وإذا أردنا أن نذكر مثال على ذلك، في السينما مثلا، ما تنتجه من أفلام حديثة تعتمد على تقنيات جديدة من حيث التركيب والتصوير والإنتاج، قد تعطي للصورة السينمائية شكل يكون أكثر إعجابا وأكثر تأثيرا. الحداثة الثورية في خاصة بالفكر مثلا، في المجال الفكري، عندما تنشأ حركات ونظريات وأفكار جديدة تحاول أن تغير من بعض الأمور والأفكار والتصورات. هناك كذلك نستطيع أن نقول الحداثة المتميزة أو الحداثة الفريدة من نوعها. هذه الحداثة المتميزة نستطيع أن يعني نجدها مثلا في اليابان مثلا، وما قامت به بالمعجزة اليابانية من الإبداع في المجال الإلكتروني. فهذه الحداثة التي أنتجها اليابان في الميدان العلمي الإلكتروني أعطى صورة جديدة للعالم، وغير وقلب كل الإنتاج بصفة عامة والإنتاجات الموجودة في جميع الميدان في العالم بأسره. بالتالي هذه الحداثة هي متميزة، موجودة أو يعني يتميز فقط بها المجتمع الياباني. الحداثة المحلية إن صح التعبير كذلك، هناك حداثة قد تكون تخص بمكان معين أو منطقة معينة أو بلد معين أو يعني قوم معين أو ما شابه ذلك، يعني تكون تابعة وناتجة من صلب ذلك المكان أو من صلب تلك المنطقة أو من صلب تراكمات المحلية التي تنتمي لتلك الجماعة أو تلك الجهة. بالتالي هناك كذلك، ما دام هناك حداثة محلية، هناك حداثة دخيلة أو حداثة مستوردة، وهي كل الأمور التي تتسلل، يعني الأمور التي تأتي من الحداثة التي تتسلل إلى مجتمعاتنا من خلال تعاملاتنا مع الطرف الآخر في الميادين المختلفة.
الحداثة المشتركة، أي أنها تأخذ من الحداثة المحلية وتأخذ كذلك من الحداثة الدخيلة أو المستردة. وهذا النوع قد يكون في غالب الأحيان تكون هناك حداثة موجودة، حداثة واعية، أي تأخذ ما هو يعني يلائمها ويكفيها ويناسبها. كذلك نستطيع أن نقول هناك حداثة متأنية وهناك حداثة متسرعة، يعني هناك حداثة أصحابها يقوم على التأني وعلى التمعن وعلى الدراسة، وهناك حداثة متسرعة، يعني إنسان يأخذ كل ما هب ودب ويمشي ولا يفكر ولا يعطي أهمية. نستطيع كذلك أن نقول هناك الحداثة في الفقه أو الخطاب الديني، يعني بالرغم أنه في مصطلحه الخاص هنا يقصد به ربما بين قوسين الاجتهاد. وبطبيعة الحال الاجتهاد إذا كان جديا وشاملا هو بالضرورة يأتي بجديد، وبالتالي يستحدث أفكار وتصورات ومفاهيم في الخطاب الديني وفي الفقه، المجال الفقهي الذي يسمح بهذا الميدان الاجتهادي. إذن هناك كذلك الحداثة في الإعلام، نسمع ويقول تجديد الطاقم الفني واستحداث الأدوات والوسائل والأساليب في 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 مجال معين من الإعلام أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو ما شابه ذلك. الحداثة في الممارسات السياسية بالنسبة، سواء كذلك كان ذلك بالنسبة للسلطة الحاكمة أو للمعارضة، وهذا ما نراه في كثير من الدول العالم اليوم، كيف تستحدث الوسائل والأساليب الجديدة في خطاباتها السياسية وممارساتها السياسية تجاه المواطنين، عكس ما نراه مثلا في مجتمعاتنا الجزائرية، ما زال مقيدين بأساليب وممارسات سياسية قد ترجع إلى القرون الوسطى. الحداثة المتعفنة إن صحنا التعبير هي، يعني أقصد بها قد تكون تأخذ من الطالح بكثرة، يعني تتسارع وتأخذ وتروج وتأخذ كل من الأمور التي فيها حداثة يعني بالطالح. وهذا ما يقدر نعطيه مثال، مثلا نراه على سبيل المثال من إعطاء حقوق باهظة وقوانين صارمة تجاه أصحاب مثلا بما يعرف الآن بالشذوذ الجنسي، ويرسمون لهم حريات ورخص ومساعدات باسم الحداثة والحضارة. إذن هذا ما أردت أن أضيفه بعض النقاط في أنواع الحداثة، وأترك لك الكلمة الأخ نادر. نعم، شكرا الأخ نوري. فقط برك الأخ نوري كملاحظة على جل باش ننبهوا بعضنا البعض فقط، يعني مش ربما مرات هو أن الإنسان تكون هكذا كزلة لسان ربما ما يدير لهاش اعتبار أو ربما ما ينتبه لهاش. كثيرا ما أسمع وكثيرين يرددون هذه الكلمة نتاع حبوا يرجعون للعصور الوسطى. طبعا العصور الوسطى بالنسبة للفرنسيين وبالنسبة للأمريكان وبالنسبة للألمان وبالنسبة للغرب بصفة عامة، العصور الوسطى بالنسبة لهم هي عصور الظلام بالنسبة لهم هما، لأنه هذه المسألة انتهى العصور الوسطى. العصور الوسطى الأمة الإسلامية هي لم تتعلم الشعر في 1818 حتى جاء بودلير وجاء واسمه يعني في هذه القرون، هذه ما يسمونها هما القرون نتاع الحداثة هذه. هو لما قلنا القرون الوسطى أخ نوري اصبرني برك ننبه لهذا المسألة خاصة الشباب، ماشي ليك انتايا، نتحدث مع الشباب اللي ربما راهم يسمعوا فينا. كاين بعض من الناس هما دوك لما يتحدثوا على الحضارة ويتحدثوا على الثقافة ويتحدثوا على الأدب ويتحدثوا على مسائل كثيرة يربطوها بهذه الثورة الفرنسية، وكأنه ما قبل الثورة الفرنسية يقولوا هكذا ناس حابين يرجعون للقرون الوسطى. وش هي القرون الوسطى؟ القرون الوسطى دوك لما يقولها واحد قوري
والله يقول واحد امريكاني ولا الماني ماهوش مسلم ممكن تسمى جائز الكلام نتاعو، لانه هو ينظر لهذيك العصور هذيك بالنسبه ليه كانوا المسلمين كانت في يدهم الاندلس. لكن لما يقولها انسان مسلم شويه دوك لا ربما زلت لسان عادي، تسمى انه الانسان هو ربما يقول هكذا زلت لسان، لكن لما تكون اعتقاد حاجه خطيره كبيره. خطر عليه المسلمين راهم درك لما تروح تشوف للادب وتشوف للشعر وتشوف للغه وتشوف للتطور كثير من الاشياء. يعني ناخذ كمثال فقط هذا المساله نتاع الكاميرا، الكاميرا اللي الان راها الناس تصور بالكاد دي، والله حتى الان نحن على المباشر الان نتحدثوا على الفيسبوك وعلى الاذاعه نتاع وطني، نتحدثوا بهذه الرقميه ونتحدثوا بهذه التكنولوجيا الجديده اللي احنا ندخلوها في الاطار نتاع التطور. ولكن الاساس نتاع هذه الاشياء هذه هو الحساب. الحساب شكون اللي داروه؟ داروه هذا الناس اللي جاوا بهذه الحداثه، او داروه الناس اللي هما كانوا في القرون الوسطى؟ لازم الناس تاخذ هذه المساله بعين الاعتبار. درك لما يقولها غير مسلم هذه المساله نتاع العصور الوسطى ربما واحد، ولكن نحن كمسلمين احنا نعتزوا باللي القادة نتاعنا وباللي الرجال سواء كانوا امازيغ ولا كانوا عرب ولا كذا ساهموا في الاطار هذا، سواء في العلم الاجتماع ولا في التاريخ ولا في الحساب ولا في الرياضيات ولا في الجبر ولا في مسائل كثيرة. وكل هذه التراكمات هي اللي جات فيما بعد جابت هذه الحداثة. لولا الحساب ولولا كثير من الأشياء راه الناس راه مازالت في مانيش عارف واش. إذن هذه المسألة لازم ننتبه لها فقط، يعني ننبهوا بعضنا البعض لهذه المسألة، لأنه كاينين الناس اللي عندهم هما عداء للإسلام وعداء للعروبة، هما يستعملوا مثل هذه الأشياء كأنه العصور نتاع الظلام، العصور نتاع الجهل. الجهل بالنسبة لكم انتوما، انتم كنتوا جاهلين، كنتوا لو تشوف دوك مثلا الناس يتحدثوا على قضية نتاع المرأة ولا هذيك عطاو لها باش تنتخب مانيش عارف انا في سنة 1945 ولا. ولكن احنا المرأة بالنسبة لنا احنا كمسلمين، احنا راه عندنا المرأة مكرمة، وعندنا راها كاينة صورة نتاع النساء وراها صورة نتاع مريم، ما عندها أكثر من ذوك 14 قرن. إذا كان ذكرهم هما بعض المسائل راهم درك، لأنه هما لما نتحدث ماشي نتحدث من راسي هكذا كبارك، نتحدث لأنه أنا راني نقرأ في الجامعة وقريت مع ناس جامعيين سواء ألمان ولا إنجليز ولا مانيش عارف كذا، كثير محتارين من هذه الوطنية هذه المتطرفة هذه، محتارين منها. درك انت لما واحد يحكيها لك حتى انه يسأله، مرة نسألني واحد قال لي زعما كأنه نوع من التهكم هكذا ولا مش عارف، قال لي يا هل ترى العرب هذو فيما يتعلق بالشعر بدأوا قبل القرن 18؟ قلت له روح طالع التاريخ، قلت له العرب كانوا يديروا في الشعر هذا قبل الإسلام. يكفيك هو أنه قلت لك روح تبحث عن الشعر الجاهلي. إذن هذه المسألة فقط يعني كتنبيه لبعضنا البعض في هذه النقطة نتاع القرون الوسطى، هما لما يقصدوا بها المسلمين، ما مش يقصدوا بها أرواحهم هما. لكي لا يتحدثوا على أرواحهم يقولوا لما كانوا في القرون الوسطى كانوا في عصر الجهل في عصر الظلام لما كانوا مانيش عارف كذا. لكن احنا كمسلمين القرون الوسطى كانت الاندلس، وكانت كثير من الجامعات كانت دون ان ننظر ونذكره في المغرب وفي تونس وفي العراق في بغداد وفي مصر وفي كذا. والحمد لله كثير من العلوم اللي كانت موجوده ويستطيع الانسان هو انه يبحث على هذه المسائل. إذن نذكر كل الإخوة والأخوات باللي الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحداثة في الجزائر والتغيير. الحداثة كما قلت باختصار هي التطور وهي التجديد، ويستطيع
أي جزائري وجزائرية وأي واحد من الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا، مش بالضرورة هو أنهم يكونوا جزائريين، يبحثوا في هذه المسألة. الإخوة اللي ربما ما فهمتوش هذا المصطلح باللغة العربية، ربما تكلموا بالفرنسية، نقولوا لا مودرنيتي. لا مودرنيتي يستطيع هو أن الإنسان ربما يبحث عليها، ربما يلقى بعض المعلومات هكذا في الانترنت، حتى باش هو يكون ملم ولو يعني بصفة مختصرة بالموضوع، او يستطيع هو انه يترجمها بلغة اخرى بالانجليزية او لغات واحدة اخرى، اذا كان هو راه ما يفهمش اللغة العربية وما يفهمش الفرنسية، ربما يفهم بلغة اخرى الانجليزية او اي لغة واحدة اخرى. اخ سمير من امريكا، مرحبا بك أخ سمير، عيدك مبارك وكل عام وأنت تأكل في الفقوس والدلاع. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله، وش رأيك؟ الحمد لله بخير، عيد سعيد وعيد مبارك لكل الإخوة الجزائريين. نحيي كذلك راديو وطني، نقول لهم عيد مبارك، والإخوة اللي موجفين يعني عرفناهم بفضل هذه القناة، الأخ نوري بعثوا لي كامل تهاني وأنا ما كانت عندي فرصة أنني نجاوبهم، ونقول لهم كامل تقبل الله منا ومنكم، الأخ مولود، الأخ عبد القادر، وجميع الإخوة اللي يعرفونا، وبارك الله فيكم. نور الدين، عندي تدخل وتعقيب لو ممكن. نعم، الأخ تونسي، الأخ عيسى، الأخ عبد السلام الشريف، كل الإخوة اللي مالفين يشاركوا معنا. الله يبارك فيك، صحيح. للأسف ما سمعتش التعريف، ولكنني خديته مش قلت أنت الأخ نور الدين، لأني ظنيتك راك تصلح في المشكل، ما ظنيتش أنكم خلاص صلحتوه. فحقيقة ليته كان يعني مفهوم أو تعريف الحداثة يعني يدور حول مفهوم التطور. لو يكون هكذا، لو يكون هذا هو التطور فقط، هذا المعنى راهو قديم، يعني قديم بقدم الإنسان. الإنسان اللي كان زمان يستعمل غير الخشب، ومن بعد اكتشف الزراعة، وبعد ذلك اكتشف المعدن، يعني مع كل تحول، مع كل اكتشاف راهو يتطور. فلو بهذا المعنى يعني ما كانش مشكل، وهذا يسمى تطور. أنا عندي حقيقة، أنا عندي أزمة وتحفظ كبير حول المصطلحات، ولكن حدث بالمفهوم اللي قلت أنت الأخ نور الدين، ماشي هذا هو التعريف، ماشي هذا هو التعريف، ما نلقاهوش في عند الناس هذوما اللي المفكرين اللي راهم يتكلموا ويهضروا عن الحدثة هذه. أنا عندي واحد الناقد عربي ودكتور عربي وأديب ومفكر يفرق بين، يشوف الأصل. أولا احنا كعرب نور الدين، نعم، مفكرين تاعنا راهم فقط يترجموا من عصارة جهود وأفكار الغرب هكذا. نعم، وهذا الناس قبل ما ننطلقوا هكا نمشوا حبة حبة، هادو من الناس المفكرين اللي هم في الغرب ما راهمش يفكروا بطريقة وين تخدم الإنسانية كامل، يفكروا حسب مجتمعهم، حسب مجتمعهم الخاص، حسب ظروفهم هما، حسب تقاليدهم هما، حسب ديانتهم هما، حسب تفكيرهم هما. وما يختلفش أننا، ولو أننا نشترك معهم في أننا كائن واحد، مخلوق واحد، هما إنسان وإحنا إنسان، ولكن ما نتقسموش الأفكار، ما نتقسموش الحريات، ما نتقسموش الدين، ما نتقاسموش التقاليد، ما نتقاسموش حتى في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بيننا. يعني كاين بون شاسع، ليت المفكرين تاعنا يراعيوا هذا الشيء، ولكن هما ينقلوا فقط هكذا، وحتى في فن الترجمة يزيدوا يعملوا أخطاء كثيرة. أنا عندي لهنا لقيت أن الدكتور محمد مصطفى هدارة رحمة الله عليه يقول، يفرق بين كلمتين باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، modernity ومودرنيزم. أنا نحكي بالإنجليزية. هو عنده هذا الدكتور يقول modernity يقصد بها المعاصرة،
والمعاصرة عنده هي إحداث تغيير وتجديد في المفاهيم السائدة والمتراكمة عبر الأجيال. نتيجة هذا التغيير يكون نتيجة لتغيير اجتماعي أو فكري أحدثه اختلاف الزمن. وهذا رانا ندورو حول التطور. هذا هو هكا يعرف المودرنيتي. وهذا الدكتور راهو بارع في الأدب العربي وبارع كذلك في اللغة الإنجليزية. الحمد لله. عنده المودرنيزم. الدكتور توفى في 1997. عنده المودرنيزم يقول حسب تعبيره تعني الحداثة. هو عنده الحداثة، يعني المودرنيزم هو الحداثة التي هي عنده مذهب أدبي أو نظرية فكرية. هذه النظرية تدعو إلى التمرد على الواقع والانقلاب على القديم الموروث بكل جوانبه ومجالاته. حط عليها 70 سطر. هذه يعني الانقلاب على القديم الموروث بكل جوانبه ومجالاته، وهذا هو مفهوم الحداثة. يعني مشي هذاك اللي قلت انت هي النظرة التطورية. هذا هنا ما راناش يعني نتكلموا عن الحداثة، نتكلموا عن التطور، وهذا أمر عادي. ضرورة الإنسان يقبلها الإنسان. مستحيل تجيب واحد الآن يقول لك أنا نستعمل الجمل، يقول لك أنا ما نستعملش الهاتف، أنا نعيط فقط يسمعني صاحبي، ما نستعملش الهاتف، أو لا أدري هكا أمور، يقول لك ما نستعملش أنا مكبر الصوت، أنا نأذن غير بصوتي، ما نستعملش مكبر الصوت. هو كون تكون بينه وبين واحد غير 10 أمتار، كون يكون جدار كبير أو عمارة ما يسمعش الآخر. فمفهوم الحداثة أنا اللي كي بالمطالعة تاعي هو يا أستاذ هو الانقلاب حقيقة، وكل حاجة موروثة عن الأجيال القديمة كسوة تكون دين أو علاقة اجتماعية أو اقتصادية يبدلوها كامل، ويعني دون حدود دون ضوابط، ولو يكون دين يعني يعفسوا كلش، ولو ندرسوا المبادئ تاعها نقاو الحرية المطلقة. أو ربما أشار الأخ نور الدين إلى الأخ نوري إلى بعض منها هذوما المثليين داخلين في الحداث في مفهوم الحداثة. مستحيل رجال الكنيسة يكون عندهم قوة في المجتمع الكنسي هنايا أنهم يمنعوا الرجل أنه يتزوج مع الرجل، باش بمفهوم الحداثة قولهم أنتم راكو قدم يا وخلاص، هذيك البايبل الإنجيل خلاص، هذيك مجتمعات قديمة. فمفهوم الحداثة اللي أنا طالعت عليه أنا نشوفه يدور حول هذا يا أخ نوردين، هو الانقلاب على الموروث، قضية مفاهيم القديم كامل. قضية مفاهيم الأخ سمير. نعم نور الدين، أنا هذا شو حبيت تنقل لك. لو تنسب التعريف تاعك اللي قلته أنت لأي واحد أنا موجدتوش. لا لا لا، هو شوف لي حد الآن ما كانش كما راهو قبيل تفضل الأخ نوري في بداية البرنامج، ما كانش مفهوم محدد يعني قال مثلا تقبل به هكذاك وخلاص. كاين عدة مفاهيم وكاين عدة تعريفات، كل واحد كيفاش ينسبها. واحد ينسبها للقرن 18، واحد ينسبها للقرن 17، واحد ينسبها للقرن 19 إلى غير ذلك. واحد ينسبها إلى مفكر فلاني، الآخر يزيد ينسبها إلى مفكر علاني، ولكن هما يعني خلاصة هكذا متفقين على بعض المسائل، من بينها استخدام العقل، من بينها تطور، من بينها المعرفة، من بينها الحداثة هذه بصفة عامة. درك قضية نتاع التوظيف نتاعها، نتاع اللي هذه انت راك تحكي عليها، هذه قضية نتاع التوظيف نتاع هذا المفهوم هذا نتاع الحداثة. فيه من هو يعتبرها من أنها توجه معين أو تيار معين ويقصد به كذا وكذا وكذا وكذا، فيما آخر يعتبرونها من أنها مفهوم يعبر عن النهضة ويعبر عن التطور ويعبر عن التجديد إلى غير ذلك من المسائل. المهم إحنا نحوسوا ما ينفعنا من هذه الحداثة في الجزائر. إحنا كجزائريين بعد ما درنا تعريف نتاع هذا الحداثة وعطينا بعض النماذج نتاع الأنواع نتاع هذه الحداثة، كيفاش درك احنا كجزائريين
في الجزائر أن ننظر لهذه الحداثة هذه، كيفاش أولا جات هذه الحداثة وش هي الأهداف نتاعها. يعني هل ترى هي الحداثة جات هكذا، جات من أجل علاجها باش تحارب الجهل، جات من أجل باش تحارب الشعوذة، جات من أجل على جل باش تخرج الناس من الظلمات إلى النور، جات قال مثلا على جل باش يتطور الطب، جات تطور الصحة بشكل عام، جات باش تطور الرياضة، جات على جل باش هي تصلح هذه الأمور هذه، قال مثلا فيما يتعلق بالنقل، فيما يتعلق بالأدب، فيما يتعلق بالتربية بشكل عام، في كل المجالات. والهدف نتاعها وش هو؟ تفضل الأخ سمير. نعم الأخ نور الدين. نور الدين مصطلح الحداثة مصطلح يهف بزاف. نور الدين أنا نشوف أننا ما نستعملوش بالنظرة اللي راك أنت تشوفها أنت، على الأقل خلينا هذا الحوار باش الناس يتسمع وتشوف، يعني نوافقك ولا ما نوافقكش، مهم مليح تتعدد الآراء. نعم. المفهوم اللي قلته أنت الأخ نور الدين ماشي هو الحداثة. الحداثة حتى عند الغربيين اللي يسموهم التنويريين، إما هذوك الناس اللي كانوا موجودين في القرن 18 أو 17 أو 19 اللي هما حطوا التعريف تاعها، يتفقوا يا نور الدين على أنهم يثوروا، نور الدين ما عندهم حتى حدود، يثوروا على الماضي. وكي نقولوا زعما يستعملوا العقل، نور الدين ما يحطولوش حدود. الثورة على الماضي العقل، يعني ربما خلينا ما نحكيش أنا على الكنيسة وش كانت تدير في العصور الظلمية اللي كنت تتكلم عليها، كانت الكنيسة دايرة على العجب. خلينا نشوفوا الحضارة الإنسانية اللي كانت توجد في القرون الوسطى، اللي كانت متكونة من الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية يعني الإسلام كيفاش، هل يعني خلى العقل حجبه ما خلاش يخدم؟ لا بالعكس، ولكن خلاه يخدم في الجانب المشاه في العالم، عالم الشهادة. أما العالم الغيبي ما خلاهش يخدم فيه، ما يقدرش عقل، مستحيل أي عقل مهما كان ذكاؤه مهما كان يعني نماؤه، مستحيل أنه يخوض في أمور غيبية لا يدركها، ما كاش يعني حاجة غير محدودة. يعني كأنه كاس، لو نمثل هذا العقل هذا بكاس، كاس اللي يرفد لتر واحد من الماء، أبدا مستحيل تحط له لتر ونصف أبدا في أي العلوم، لا في الرياضيات ولا في الهندسة، ما يقدرش يرفد هذاك الشيء. فنفس الشيء العقل، العقل عنده حدود في يعني في العالم الغيبي ما كاش، ما نستعملوش العقل فيه. فما يخليناش اهتمام فكر الحداثي هذا أو النظرية نظرية الحداثة أنها نقولونا تستعمل العقل وتحرو تخليها تجبدنا. لا بالعكس يا نور الدين، أنا يا في اطلاعي شفت في الحداثة هي تكسر كلش، تكسر كلش عن الماضي، ما تخلي له حتى يعني كما قلت لك الحرية المطلقة. العقل عنده حرية مطلقة، يعني وراح انه وقعوا الان في تناقضات، في تناقضات. هادو الان الزواج المثليين هنا في امريكا، انا كيف اجادل هادو المثليين بعد ما عندهمش بزاف، مؤخرا فقط اللي يعني شرعوا لهم، انا اجادلهم وقول لهم يا سيدي معليش، ولا الراجل معليش يتزوج بالراجل يا اخي، وراه المانع ان يتزوج الراجل الاب ببنته، وراه المانع. ها يا سيدي كلش متوفر، كما متوفر فيكم ما متوفر في هذا الراجل يتزوج ببنته، واش فيها كي الام تتزوج وليدها؟ هل كاين حاجب؟ ما كاين حتى حاجب يمنع. هاي نحطوا كاع الكتب نرموها نحطوها على الهامش ونخلو عقلنا ونخلو يعني الحرية نتاعنا هي اللي تحكم، وعقلنا ما يمنعش انسان ومتزوج بانسان. وحتى سبحان الله يعني سمعت امريكي يقول لهم ما لا انا بالحرية تاعي انا كذلك نتزوج بالكلب نتاعي، وراهم واقعين فيها في المانيا سبحان الله. فانا وشاني نور الدين الناظر وناظر هنا انه مفهوم الحداثة مفهوم خطير جدا، يعني لازم أخ سمير. لازم نحددوا شنو هو، اسمح لي نور الدين. لا غير صبر، لازم نحددوا شنو هو. احنا انا يعني الكلام اللي نهضر دقيقه نور الدين، انا ما رانيش ضد التطور، ما رانيش ضد استعمال العقل،
ما رانيش ضد اننا نحسنوا الحاله اللي راهي الان رانا فيها، نحسنوها، نخترع اكثر، نكتشف اكثر. انا ما رانيش ضد هذا الشيء. انا ما قاليش ربي ما تروحش للمشتري، ما قاليش ربي ما تروحش للشمس وروح القاع المحيط شوف واش فيه، ما قاليش ربي ممنوع عليك انك تبحث في ذات الانسان كيفاش تصلحه، كيفاش تداويه، كيفاش تكتشف الامراض، كيفاش تعالج الامراض. نو الحمد لله رب العالمين، هذا التطور، هذا الاكتشاف، وهذا كاع راح يعود بالمصلحه على الانسان طبيعه الحال، باش يدفع عنه الشر ويجلب ليه الخير. ولكن انا نقول مفهوم الحداثه اللي اثارها التنويريون بين قوسين من ماركس وكانت واسماء واحد اخرى، هما كامل يتفقون يا نور الدين حول واش قلت لك انا، انهم ينقلبون على كل ما هو موروث، وكأنه ما دام الزمن ماشي زماننا فكل الموروث غير صالح. الان نحن عندنا عقل، هم رجال لهم عقل ونحن لنا عقول، احنا نحلوا مشاكلنا الانيه بعقلنا ونشوفوا احنا واش يخرج علينا. وهذا العقل لازم يكون حر، ما يشدو، ما يكونش خاضع تحت سلطه اي واحد، يعني ما يحكم فيه سلطان، ما يحكم فيه دين، ما يكونش يعني تحت وصاية أي واحد. وهذه هي الحرية اللي يقصدوها. هذا والله تعالى أعلم نور الدين. نعم، شكرا الأخ سمير. الأخ نوري إذا كان تحب تعلق على الكلام اللي كان يقول فيه الأخ سمير واللي قلته أنا، تفضل الأخ نوري. نعم شكرا. هو فقط إشارة إلى ما قلته أنا وذكرته يعني في من خلال كلامي وما كنت أقصد به بالعصور الوسطى. فأنا من خلال كلامي وكل الناس اللي هم مطلعين بطبيعة الحال على التاريخ نتاع القرون الوسطى، هذه حسب نيتي طبعا وحسب سياق كلامي، عندما أنسب ظلام للقرون الوسطى أكون أقصد ذلك مباشرة بالمجتمعات التي كان فيها يعني يسود فيها ذلك الظلام، ولا أقصد العالم بإسره. وعندما أتكلم بالتنوير في العصور الوسطى كذلك نقصد كذلك المسلمين ومن كانوا ينشطون على ذلك، حتى نوضح الفكرة. ولربما يكون أحسن أن يعني نخصص بالكلام، وعندما نقول مثلا الظلام نقول العصور الوسطى في المجتمعات الغربية، حتى يكون كل محدد وواضح. لا الأخ نوري، دوك نعاود نرجع الكلمة. أنا علاش قلت لك على جلب، فقط على جلب باش نرفعوا اللبس. أنا عارفك باللي ما راكش تقصد هذاك الكلام، ولكن مش الكلام مش لك أنت، للإخوة اللي خطر عليه شفت هذا المصطلح هذا يستعملوه ناس هكذا دائما في القنوات الفضائية. ولما راني نتحدث مانيش نتحدث على القور أنا، ومانيش نتحدث لنا على الأجنبة، نتحدث تحديدا على خوتنا الجزائريين. كاين منهم اللي ربما راهو ما على بالوش، ربما سمع الناس هكذا فقط قال العصور الوسطى تسمى هو العصور الظلامية وما يقصدوا فيها، لكن كاين ناس اللي يستغلوا في هذه المسألة ويربطوا فيها شكون يقصدوا هما بالعصر الظلامي، العصور الظلامية يقصدوا بها هما الظلاميين. شكون هما الظلاميين؟ هذو اللي هما راهم يهضروا الإسلام وراهم يهضروا، دونك هما يستعملوا في هذا المصطلح في استعمال مغرض. وأنا حبيت على جل فقط في هذا البرنامج حتى باش نوضحوا لهذه المسألة، حتى باش الإخوة ياخذوا الاحتياطات نتاعهم، سيما من الصحفيين ولا من هاد الناس اللي راهم ينشطوا في بعض وسائل الإعلام، وحتى تكون كثقافة عامة. ربما فيه بعض الشباب هكذا اللي ربما ما عندهمش إلمام ولا ما عندهمش معرفة بهذه المسائل، ياخذوها بعين الاحتياط هكذا، يديروا عليها بحث والله باش حتى باش في المستقبل تكون لهم يعني دخلة في إطار تاع الثروة اللغوية نتاعهم. والله تفضل الأخ نوري. نعم، بالنسبة لما تطرق إليه الأخ سمير من خلال المفهوم تاع الحداثة، أنا ربما حسب ما فهمت يعني الكلام الذي يريد أن يقوله الأخ سمير، ربما ما عرفت ربما لكن فهمت جيدا، هو الربط بين الحداثة والتطور. أنا كنت ذكرت في السابق في التعريف أن مفهوم الحداثة مقترن بالتطور والتقدم، أي أن الحداثة هي عبارة عن الطاقة التي يستهلكها
التطور والتقدم. يعني ما يكونش هناك تطور وتقدم بدون حداثة. يعني ما يجيش إنسان يقول ناخد التراكمات اللي موجودة في الماضي نتاع 5 قرون ونمشي للتطور مباشرة بدون وجود حداثة. هي يعني همزة الوصل، هي الوسطية، هي الحركة الفعلية، هي النشاط الذهني الفعلي، هي الطاقة التي يستهلكها باش تقدر توصل للتطور، ويعني هي مقترنة بالتطور والتقدم. هذا حسب يعني ربما نقدر نوصل للمراد الذي كان يريد قصده به الأخ سمير والله أعلم. الآن ما عرفتش إذا كان مرة للسؤال المباشر اللي هو نفس السؤال اللي وجهته للأخ سمير فيما يتعلق بالجزائر الأخ نوري. نعم، أولا بالنسبة إذا كان السؤال يقصد في المجتمع الجزائري بالنسبة للحداثة، هي في الواقع في مجتمعنا الجزائري هي غريبة بكاملها. يعني هناك آراء، هناك يعني تصورات، كل واحد كيفاش ينظرها. كاين إنسان اللي تخوف منها، يشوفها على أنها شيء مرهب، غادي يقتل كل شيء، الماضي يقتل الدين يقتل كل شيء. كاين اللي يشوفها يبقى يرجف منها، يشوفها على شغل كيما نقول احنا شيطان أخرس. وكاين اللي يشوفها لا، ضرورية وواجبة ويجب الاعتناء بها. يعني هناك نظريات، والفرق بين هذا وذاك أن هناك فهم للحداثة غير متفق عليه، وكل واحد عنده فهم ربما يختلف عن الآخر. هناك من يرى الفهم نتاع الحداثة من جانب، يعني من جانب معين قصير في زاوية معينة، ويراه أنه لما نتكلم عن الحداثة فنقصد بذلك فلان أو فلان أو شيء معين، أو نريد هدم شيء معين، وبالتالي يحدث ذلك الصراع. فبالتالي هذا يحدث عندما يكون الطرف الآخر متشبع بشكوك أو ظن أو نقص في الفهم والإدراك أو عدم التفعيل الحقيقي للنشاط الذهني نحو الأمور والقضايا المقصودة بالحداثة، وبالتالي ينشب ذلك الطرف الآخر خوف وقلق وانفعال غير في محله، يتغلب عليه أحاسيس ويجعله غير قادر على استيعاب الإشكالية المطروحة بالميزان العقلي وبالمنطق. إذن هذا هو لب الموضوع الموجود في مجتمعاتنا بصفة عامة. يعني نعم، هناك خوف وهناك حذر وهناك انتباه، ويجب الحفاظ على الموروث الإيجابي والصحيح. هذا أمر مفروغ منه، لا جدال فيه، ولكن هذا لا يعني أن كل ما نملكه من الأفكار والتصورات والمفاهيم وغير ذلك في شتى الميادين والمجالات كلها صحيحة ومضبوطة ووضعت في قائمة الأرشيف، وبالتالي هي غير قابلة للنقاش والتجديد. لأن التغيرات والمستجدات والاكتشافات المختلفة قد تقلب الميزان للكثير من الحقائق والمفاهيم والتصورات. ولكي نفهم ذلك أضرب مثال على ذلك. قد يصدر الحاكم القاضي مثلا، نعلم بأن الجهاز القاضي له جهاز، له كفاءات، له شرطة بوليسية، له استحقاقات، له أدوات وسائل، ومع ذلك في نهاية القمر يعتمد القاضي على كل هذه الكفاءات وهذه المهارات وهذه الأدوات الحديثة، ويصدر أمر قضائي تجاه متهم بحكم معين، ويساق إلى 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 السجن، ويضع هذا الحكم في قائمة الأرشيف. ولكن بمرور الزمن قد تكتشف وسائل أخرى أو أدوات أخرى قد يعني تضع تلك القضية في إعادة النظر، ويتطلب على القاضي التحقيق وفتح القضية من جديد. وفي كثير من الأحوال قد يصدر حكم بالبراءة للمتهم الذي قد قضى العديد من السنوات في القضبان. إذن هذا المثال الذي ضربته ينطبق نفسه على التصورات والمفاهيم والأفكار وغير ذلك. إحنا عندما نقصد بالحداثة نقصد الفروع
المتغير التي لا يمكن أن تكون ثابتة. وضربت ذلك مثال في السابق على مفهوم الجهاز تاع التليفون البورتابل كيف كان في السابق وكيف هو اليوم وكيف سيصبح بعد 20 سنة. هذا المفهوم سيتغير، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أغلق وأمنع إحداث جديد لهذا المفهوم أو إحداث جديد للأفكار أو للتصور. أخ نوري، خلينا نضع نقطة باش نمروا للمسائل اللي بعدها. خلينا نقولوا فيه فريقين، فريق يستعمل في الحداثة بشكل إيجابي، وفيه من يستعمل في الحداثة بشكل سلبي. ندخلوها في إطار الحداثة، في إطار الأنواع نتاع الحداثة. إذن كاين خلي نقوله الحداثة الإيجابية والحداثة السلبية. حداثة الإيجابية بالمعنى نتاع التطور ونتاع التجديد ونتاع كل ما ينفع الناس، وفي المقابل هذه الحداثة السلبية نوضعها بين قوسين تاع الناس اللي يستعملوا في هذا التطور، يعني كأنه هذا تاع المودرنيزم هذا في الاتجاه السلبي، بحيث هو أنه قال مثلا أنت لو كنت تجبد له آية تاع قرآن ولا حديث يهودي يقول لك روح أنت يرحم بابك، أنت راك عايش في القرون الوسطى، فهمت؟ ثم هو يستعمل لك هذه المسألة بهذا الإطار هذا نتاع العقل ونتاع المودرنيتي، هذه يستعملها لك هو في شكل سلبي، بحيث هو أنه يفزد ويدمر، يدمر في الأسرة ويدمر في المجتمع باسم الحداثة. باسم الحداثة يعني لما تتكلم عليه يقول لك أنت هذوك الناس كانوا في ذاك الوقت كانوا يأمنوا، ولكن دوك خلاص دوك في اطار هذه نتاع حريه العقائد وفي اطار كذا وفي اطار كذا. نو 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 نو، الشيء اللي انت راك انت تعتقد فيه هذاك راهو قال ما على باليش انا، يجيب لك حاجه من العلوم الحديثه هذه ويقول لك هذيك راها خزعبلات. دوك مثلا كاين الناس اللي انت دوك مثلا تتحدث له على الجنه والله على النار والله تتحدث له على يوم الحساب والله يوم القيامه والله كذا، ما يأمنش بها، ما يأمنش بها. إذن هو يضر بالحريات نتاع الآخرين باسم الحداثة. يعني لما تحدث له نتاع على هذه الأمور هو يقول لك تسمى هذه كراها نتاع أساطير الأولين، فهمت؟ هو يضر بالحريات نتاعك يعني نتاع، ولكن هو يدير وش حب، هو يدير وش بحب باسم الحداثة وباسم العقل، ولكن انت ممنوع عليك باش دير واش تحب، لانك انت لو كان انت دير واش تحب تعتبر من انك راك انسان منحط وانسان متخلف وانسان عايش في العصور الغابره. تفضل الاخ نور. نعم، هي هذه الامور سمعناها من مسؤولين سياسيين بارزين في المجتمع الجزائري على المنصات، منهم من كان يقول انتهى عهد ما قال الرسول وما قال الله وما قال الرسول، وكما قال البعض يعني أمور أخرى في هذا المجال. وإحنا يعني لا يجب أن نهتم بما يقوله البعض في هذه الأمور، لأن الحداثة ليست هذه أو ليست الكلام، هناك كلام من هو يعني كل واحد ينادي بما شاء، ولكن نحن نهتم بالمفهوم الحقيقي والمعنى الحقيقي وضرورة الحداثة في المجتمعات وفي تطور المجتمعات. بالتالي عندما نتكلم على المجتمع الجزائري، الحداثة الموجودة فيها هي عبارة عن مجموعة من السلع والمواد التي يمكن استيرادها من موطنها الأصلي مثلا، وهذا الأمر جعل منا أناس ومواطنين نلهث وراء عمليات الاستيراد للسلع والمواد المتميزة بالحداثة، ومتجاهلين في نفس الوقت القدرات الذاتية التي نملكها، وبالتالي لكي نعمل على الاستنهاض من أجل تطور وتحسين الحياة الإنسانية. بالتالي عندما نقارن أنفسنا نحن في المجتمع الجزائري مثلا بمجتمعات أخرى في مثل هذا الأمر الذي تكلمنا عليه، وكيف تتعامل مع السلع والمواد الموصوفة بالحداثة، فنجد مثلا المواطنين في الصين أو في كوريا لا يأخذ بتلك السلع على أساس الاستيلاء فقط، بل يحاول مباشرة أن ينافس ويبدع في ذلك الإنتاج
بشكل آخر، وبالتالي هو في نفس الوقت يساري الحداثة فكريا وتطبيقيا عن طريق إعادة إنتاجه بصيغة مختلفة توالمه. وأما نحن في مجتمعاتنا نفتقد لهذه الخاصية، وبالتالي نقتصر فقط على الاستهلاك والاستيراد والبقاء في الانتظار إلى حين أن يصدر إنتاج آخر أو منتوج جديد لاستهلاكه والتباهي به، ونبقى هكذا ندور ومحصورين في عجلة الاستهلاك ولا نخرج منها. فعندما نعود مثلا إلى النظر كيف وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 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 اكتشاف ما هو خارج الغلاف الجوي والوصول إلى الكواكب إلى ما نراه الآن، هذا يدخل في أمر الحداثة مثلا. فهي استعملت خبراء وعلماء نازيين كانوا أسرى عندها في الحرب العالمية الثانية، وهذا الخبراء العلماء كانوا هم الذين يقومون على إنتاج واكتشاف الصواريخ التي كان يعتمد عليها هتلر لكي يضرب إنجلترا، كانت على ما أظن تسمى بصواريخ V2 بالفرنسية، ولكن لم يتوصل هتلر على ذلك لأن الوقت حاسمه وخسر في الحرب. فلما جاءت أمريكا ونجحت في الحرب وأخذت العلماء النازيين الذين كانوا مختصين في صنع تلك الصواريخ فاستعملتهم واستحدثتهم في المجال العلمي، وبذلك الصاروخ وصلوا إلى ما نراه اليوم النازا والاكتشافات العلوم الأخرى. إذن هذا الجانب انتع الحداثة ودوره في الاكتشافات والتطورات حتى كيفاش نوضح. أما ما نراه في مجتمعنا الجزائرية يعتمد على الاستهلاك في كل شيء، حتى في الخطاب السياسي، حتى في الخطاب الديني، كل شيء يأتي من الخارج، كل شيء هو مستهلك. يعني ما عدناش مدارس، ما عدناش علوم قائمة تدعو إلى النظر وإلى الاكتشاف وإلى استعمال الحداثة كطاقة من أجل اكتشاف وتنوير العقل. هذا ما نريد أن نقول فيما يخص مجتمعنا الجزائري. نعم، شكرا الأخ نوري. إذن الإخوة والأخوات اللي التحقتوا بنا الآن، نحن على المباشر على إذاعة وطني، حيث سنناقش موضوع الحداثة في الجزائر والتغيير. الإخوة اللي راكم موجودين في الصفحة نتاع الفيسبوك أيضا، كيف كيف بإمكانكم وأنه تعلقوا أو بإمكانكم وأنه تشاركوا معنا على السكايب راديو وطني وتفيدونا بالآراء نتاعكم. وإذا كان ما تحبوش تشاركوا معنا بالصوت، على الأقل سيدي اكتبوا لنا تعليقات هكذا حتى باش نتعرفوا عليكم، أيضا نعرفوا بلي راهم إخوة راهم يتابعوا فينا من ولايات مختلفة، من مدن مختلفة، من عواصم مختلفة. تعليقات نتاعكم راه رايحة تشجعنا، ما تبقاوش غير فقط تتابعوا فينا هكذاك كيما هذاك الإنسان اللي راه يشوف الناس بلي جمال هذوك. تحسونا أيضا على الأقل هو أن الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا، خاصة من الناس اللي مولفين تتابعوا فينا الإذاعة تاع وطني وتشاركوا فينا، يعني أضعف الإيمان يا سيدي. أنقل الرابط، دير بارتاج تاع الصفحة تاع البث المباشر حتى الإخوة اللي ربما في الصفحة تاعك، إلى عندك واحد من الأصدقاء تاعك والله من الزملاء تاعك، لا ربما تشجعوا على جلب هو يشارك معنا في الحوار أو يشارك معنا بتعليق برأي، بنصيحة، بملاحظة، بانتقاد بناء، حتى باش إن شاء الله نساهموا مع بعض في تنوير الرأي العام. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر، والموضوع تاعنا هو يتعلق بالحداثة في الجزائر والتغيير. إذن كان الأخ نوري تفضل دار تعريف للحداثة وتحدث أيضا بشكل مختصر على الأنواع نتاع الحداثة. هل ترى ذرك الأخ سمير الأنواع هذه اللي كنا نتحدث فيها نتاع الحداثة؟ قال الحداثة في الفن، الحداثة في السياسة، الحداثة في الرياضة، الحداثة في التكنولوجيا، الحداثة في كل المجالات يعني اللي موجودة في الجزائر. هل ترى هذا الحداثة اللي كنا نتحدث عليها، هذه الأنواع اللي كنا احنا نتحدث عليها في الجزائر، يا هل ترى
الجزائريين والجزائريات راهم هما ينظروا لهذه الحداثة بهذا الشكل، ولا راهم ينظروا لها هما بالشكل السلبي اللي كنت انت تحدث عليه منذ قليل. تفضل الأخ سامير. نعم الأخ نور الدين، نعاود نقول الفكرة اللي قلتها مع الأول، وراح كل مرة يكون عندي تدخل هكا راح يكون تنوع إن شاء الله، وكل ما يكون عندي تدخل راني رايح نعاود نصيغها بصيغة واحدة أخرى إن شاء الله، حتى بالك نوصلوا ونتفاهموا، وإن شاء الله يسمعنا المستمع يشوفنا أننا يعني منفتحين على كل آراء. حدثنا بلغة الواقع الأخ سامير، خلينا من الكتب، بلغة الواقع المواطن الجزائري كيفاش راه هو ينظر للإنسان هذا، نقوله المودرن باللغة اللي راها موجودة في الشارع. يا هل ترى هو الإنسان اللي يدير السفيفة هذيك في راسه؟ يا هل ترى هو اللي راسه مليان بالمعلومات ومليان بالوسمو، ولا الإنسان اللي حفف تحفيفة نتاع رونالدو؟ الحداثة في الجزائر كيفاش راه يشوف فيها المواطن الجزائري؟ كيفاش يشوفوا الإنسان المتحضر، الإنسان الحداثي، هذا الإنسان المتطور؟ يعني ترى في الإنسان اللي عنده معلومات، يعني ترى الإنسان اللي راه هو مواكب العصر، أم الإنسان هو اللي حفف تحفيفة من النوع الفلاني ويدير النظارات من النوع الفلاني ويلبس ويمشي بالنقال الفلاني إلى غير ذلك، بلغة الواقع في الجزائر. نعم نور الدين فهمت السؤال تاعك، ولكن انا نشوف من جهه اخرى، معليش هكا باش تتنوع. ما دامنا رانا نتحدثوا بطريقه اكاديميه نور الدين ماشي هكا طريقه فوضويه، راني نعاود نزيد نقول ان تعريف الحداثه ماشي هي المفهوم اللي يعني رانا ندندن حوله، وما يحق الناس اننا نستعمل مصطلح، نجيبوا مصطلح هكا معروف عند العلماء أهل الفن هذا أو الفلاسفة عنده مفهوم وحنا نستعملوه بالمفهوم اللي احنا نحبه. ما نقدرش مثلا نجيب أنا مفهوم مثلا البيع والشراء وأنا نقصد به، لا نقصد به الصداقة، لا كي نقول البيع والشراء باين نعطيك سلعة تعطيني المقابل تاعها، مقابل تاعها يكون مال أو يكون شيء آخر، هذا هو البيع والشراء. ما نقدرش نستعمل مفهوم تاعي هنايا ونخلي الناس تفهم باللي بيع والشراء هو هذاك المفهوم اللي نحطيته. فخلينا نكونوا أكاديميين، مفهوم الحداثة ماشي هو مفهوم التطور اللي رانا نهضروا عليه، وهذا المفهوم تاع التطور يقبله كل إنسان، طغريزة عند البشر. نحطوا الدين على الهامش، نحطوا كل مخلوق يتسمى بشر عنده حب تطور، هذاك يديره وحده، يشوف حاجة تنفعه يديرها، هكذا يشوف حاجة تنفعه يديرها. زمان كان يبني بالحطب، اكتشف الاسمنت ولا يبني بالاسمنت، القى مادة واحدة اخرى يبني بالمادة واحدة اخرى، كان يستعمل الحديد القى باللي الحديد ثقيل يستعمل البلاستيك او النيلون. فهكذا العقل البشري يقبل التطور، ما كاش يعني تلقاهم ناس قلال جدا في المعمورة كامل، قلال جدا يعني 0.0001 اللي تلقاهم يشدوا في التقاليد. ربما كما هنا نشوفوا في أمريكا كاين ليزاميش، دوك ليزاميش راهم قاعدين حتى الآن مازالوا فوق العود والشريطة، حتى الآن مازال تقاليدهم قديمة جدا، حتى الآن نساهم يلبسوا كما وقت ليكو بويزمان هكا، ولو يجي للمدينة يجيب اللبسة تاعو، ما يلبس لبسة واحد أخرى ولا كوستيم كرافاتة ولا لبسة كما يقولوا كولا كاتريكو عادي، ولا لا لازم قمجة ولازم بروتال سروات بالبروتال والشابونة هذيك تاع لي كوبوي، ماشي الشابونة العادية، الشابونة أخرى. فهادو ناس يحبوا يشدوا في النمط تاعهم وتقاليدهم وعادتهم، ولكن هادو مقارنة بالإنسانية كامل نسبة ما نقولكش ضئيلة، ربما ما نحسبوهاش كامل. فالعقل البشري يقبل التطور وما يحتاج أننا نقوله هذا الشيء. فربما المفهوم لك تقوله ماشي ربما، أكيد هذا هو المفهوم لك تقوله التطور. كيفاش العبد الجزائري يشوف التطور؟ هل يشوفه غير في لاكوب تاع راسه يحس أنه تقدم، أو يشوف أنه يشد طفلة
يمشي مع طفله برا هكا برا تسو ويقول اني متطور، او يشوف انه مثلا يشري اخر سياره، يشري اخر طراز من السياره يقول اني طورت، وكانها ثقافه استهلاكيه. فماشي هذا هو مفهوم الحداثه، هذا كلام اخر. ما دام الموضوع يا نور الدين الحداثه، فالمستمع لو غدا يقرا الموضوع هكا ويجي يسمعنا نتكلموا في كلام اخر، ماشي هذا هو المفهوم. انا على هذه، على اسمح لي نور الدين، انا على هذه انا اثير هذا المفهوم تاعك انت الاخ سمير. راه كاين، قلت لك عده تعاريف، راه كاينه عده تعاريف، ما لازمش انت تحصرها في شيء، وراه كاينه عده تعاريف يا رجل. معليش نور الدين، خلينا معليش معليش، احنا رانا نسمعوا في راي واحد اخر، ولكن لازمك انت ايضا في المقابل تقبل بالراي الاخر. هاي انا مشو اكاديميين نور الدين، اعطوني واحد من علماء التنويريين بين قوسين دائما نستعملها، اعطوني واحد من العلماء التنويريين اللي يعرف الحدث بمفهوم التطور. ما كاش، انا ما نستعجلش، ما نقولش ما كاش. هاوليك انا في الوقت اللي نكون نهضر، انتوما شوفوا ديروا جوجل ولا شوفوا الكتب اللي قريتوها، جيبوا لي واحد عرف يعني الحدث بالتعريف يعني بمفهوم التطور. لحسب نتاعك انت يا انت ذوك، منذ قليل كنت ديجا التعريف قلت لي ما سمعتوش نور الدين. انا نمشي معاك، يعني درك الاخ نوري محسوب درك هو كان يهضر من راسه، يعني جاب هذه الامور هذه، جاب المعلومات هذه من راسه. لا شك هو انه راهو طالع كتب، لا شك هو انه راهو طالع دراسات، لا شك هو انه راهو عنده مراجع، لا شك هو انه راهو دار بحث في هذه المساله، ما كانش يتكلم من راسه. نعم نور الدين، انا وش راني نقول لك، خلي باش المستمع يعرف باللي راه كاين تسجيلات. ما كانش غير نور الدين، دقيقه ارجوك، راهم كاينين مفكرين راهم بحثوا في هذه المسائل، وراهم تحدثوا، راهم كاينين مفكرين، راهم موجودين. ادخل للموقع نتاع اليوتيوب تلقى فيه برامج كثيره، تستطيع انك تسمع الاركون، تستطيع هو انك تسمع الدكتور هذاك عبد الوهاب المسيري هذاك نتاع مصر، كاين واسمه، راهم علماء ومفكرين تحدثوا في هذا الامر. وقلت لك انا بانه هذا التعريف ما كانش تعريف محدد، قضية هو أنه كي الناس اللي يستعملوا فيها استعمال إيجابي بمعنى أنت التطور وبمعنى أنت التجديد والاستخدام العقل، هذا مش العيب فيه، مش العيب هذا أنت على استخدام العقل. وش هو كاين بعض المسائل اللي ضرك مثلا العقل هو ما يقدر لهاش، هاي المسألة ونراها العيب مش في استخدام العقل. يعني نعطيك كمثال، مرات واحد يقول لك انا اخويا انا ما كانش حاجه اللي انا ما فيهاش استخدام العقل، تقول له ايه معليش يا سيدي راني معاك، اوكي يا اخي عندك عينين تشوف. لو كان نقول لك دوك انا هذا واشي، تقول لي انت باللي قال مثلا هذا هاتف نقال، صح اوكي راك تشوف مليح، هذا واشي هو بحر، صح اوكي راك تشوف، هذا شكون هذا اخوك، ايه مليح راك تشوف، اوكي اسكو راك تشوف الهند، اسكو راك تشوف الهند، اسكو راك تشوف الاسترالي، ماكش تشوف فيها، لماذا ماكش تشوف فيها يا اخي؟ كنت تقول لي درك انت باللي هاك تشوف البحر هاو قدامك، وهاني كنت نقول لك انا باللي هذا وهاتف نقال كنت تشوف فيه قدامك، لماذا ماكش تشوف الهند، لماذا ماكش تشوف الاسترالي، لماذا؟ لانه عينيك عندهم حدود. كذلك بالنسبه للعقل، العقل مش 100% يمشي، عنده حدود. ولا بروف باللي كلمة العقل راها يقول لك وعقلها وتوكل، عقلها وتوكل، ما جاتش غير هكذاك برك. العقل كلمة العقل راها تعني في اللغة العربية نتاع تسمى شيء، يعني كما نقولوا عنده حدود، ما كانش اعقلها معناتها اربطها، يعني باش تشوف اللغه ما راهش جات غير هكذاك برك. ما راناش نتكلموا الاخ سمير غير هكذاك برك من روسنا، المساله هذه احنا على جال باش نطرحوا موضوع على الاذاعه نتاع وطني، نطرحوه بهدف النقاش، نطرحوه بهدف ازاله اللبس على كثير من الامور، نطرحوه بغيه نتاع تصحيح المفاهيم، نطرحوه من اجل الرد
أيضا على الناس اللي راهم يشوهوا في التاريخ، وراهم يشوهوا في الثقافة، وراهم يشوهوا في كل شيء، نطرحوه أيضا، نكسر هذا الرداء اللي راهم موجودة في القنوات وموجودة في الإذاعات، نطرحوه يعني من مختلف الزوايا، وحابين نتناقشوه. ولكن في المقابل الأخ سمير، لما نكونوا نتناقشوا، معليش احنا دوك راني نقبل بالراي نتاعك، هذا اللي انت اللي راك تقول لك تقول به، ولكن انت ايضا في المقابل لازمك تقبل بالاراء نتاع الاخوه الاخرين، وكلنا نكملوا بعضنا البعض. تفضل الاخ سمير. نعم الاخ نور الدين، انا هذا واش هذا ما دعوت له. راني نقول الاخوه اللي راهم يكتبوا في الفيسبوك او لم يتابعونا في الفيسبوك او حتى اللي راهم يشاركوا معنا، يعطونا ينسبوا هذا مفهوم التطور ويربطوه بالحداثة، ومن من العلماء أو المفكرين من قال بذلك، هكذا باش نكونوا أكاديميين. أنا هذا واش قلت يا نور الدين، أنا ما نعارضش، أنا لهنا آخذ ماذا بيا واحد يجيب لي باش نقراه وناخذه ونشوف كيف، يعني نقول كاين ناس حقيقة، كاين مفكرين راهم يشوفوا أن مفهوم الحداثة هو تطور، ولكن ماشي هذا هو. انا بين يدي الان علماء الغرب اللي هما اللي اخترعوا، هما اللي خلقوا هذا مصطلح مودرنيزم، هذا هما ما جايش من عندنا، احنا ليس من حضارتنا، احنا فقط رانا ناخذ منهم ونترجموا هكذا. فهذا واش دعيت انا، ماشي ما انت لو كان انت الان تقول لي هاوليك العالم الفلاني ها واش قال، او المفكر الفلاني ها واش قال، انا نقول لك لا انا هذا لا ارضى به، انا مانيش لست هكذا نور الدين الحمد لله. ففقط باش نكونوا اكاديميين، ناخذ الفكره من عند صاحبها، من عند صاحبها، بعد ذلك نبلوروها ونتناقشوا حولها. المهم الاخ سمير هو انك انت ما تبعتش البرنامج منذ البدايه، لو كان لا 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 نور الدين، تبعت انت، الله ما كنتش فاهمني واش راني نقول نور الدين، معليش برك ما كنتش فاهمني واش راني نقول، معليش مش مشكله، ما فيش مشكله الاخ سمير، خير. تفضل تفضل على جنب، خليني لا لا خليني في الجزائر أجيب. حدثنا على الواقع في الجزائر الاخ سمير. نعم هذا الموضوع الواقع. هذا نتاع الحداثه دوك، كيفاش المواطن الجزائري هو كيفاش راه ينظر لها؟ هل ترى ينظر لها بالمفهوم نتاع التطور، بمعنى انك لما تقول انت مثلا انسان مودرن، تقول انت انسان متطور، انسان مودرن، انسان راه ماشي مع والله راه مواكب العصر نتاعو، والا راه كاين مفهوم سلبي لاستغلال هذا الموضوع؟ نعم نور الدين، انا نشوف ان الجزائر بكونها بلد غير منتج للاسف، غير منتج فكريا، غير منتج ماديا، غير منتج حضاريا، غير معطاء، بل هو مجتمع مستهلك، بل هو مجتمع واقع تحت سيطرة سياسية، وين يسود فيها الاستبداد، تنعدم عفوا وتنعدم الحرية، الحرية مقيدة، يعني مقيدة تقييد عجيب غريب. ف ما كان حتى تطور، لا أتكلم عن الحداثة، فحتى المفكرين الجزائريين ما خاضوش في هذا المفهوم، وعطاونا يعني بلوروه وعطاونا وجهة نظرهم للأسف. فأنا واش نشوف مع احتكاكي وتعاملي مع غيري من الجزائريين، نشوف أن الجزائريين بعض الجزائريين خداو هذه الأفكار، وين ولاو يرموا الموروث، خاصة يقول لك أسباب تخلفنا هو الموروث الديني، وحده تلقى ناس واحد أخرين يقولوا كذلك كل ما ينسب إلى العرب، كل ما ينسب إلى العرب هو سلبي، ما عملت يعني الجنس العربي والجنس الإسلامي ما عملوا ولا حضارة، ما عملوا ولا تقدم، هم فقط رعاع ما يصلحوا لأي شيء. ويقولوا أن كل ما يجي من الغرب نعم ذلك هو الحضارة. فشوف يعني السذاجة أفراد هذا المجتمع للأسف، كيفاش ولات تعالج أمورها.
وما يخفاش يعني هذا ليس غريب لما يكون مسؤول في الجزائر يقول أنه خلاص زمن قال الله قال الرسول، أو وزير داخلية نسمعه يقول واللي حب اللي حاب يقعد في قل هو الله احد خاله قل هو الله احد، ما فهمناش واش دارت لنا قل هو الله احد، وعلاش واش دارت لنا، ها اللي يقعد في قل هو الله احد واش يصرالو لما يكون سلال يتكلم بهذه الجمله؟ واش تستنى من واحد كيما انا هكا شعب بسيط شعبي بسيط، واش تستنى مني نقول؟ فحقيقه رانا في تصارع وتجاذب ما راح يدينا لحتى بلاصه، رانا في نقطه الصفر. هاد الأفكار اللي دخلت علينا للأسف ما بلورناهاش، للأسف ما درسناهاش بدراسة أكاديمية، دراسة يعني محايدة مجردة من العواطف، مجردة من أي سلطة هكا اللي تمنعنا. فقعدنا عايشين في فوضى حقيقة. أنا نشوف باللي الحداثة أثرت، مفهوم الحداثة أثرت حتى عند بعض الناس اللي نشوفهم سبحان الله، بعض الناس اللي نشوفهم محسوبين على أنهم مثقفين، ناس محسوبين على أنهم مثقفين يقولون أن الله عز وجل مثلا في القرآن كي يذكر القصص، كذكر القصص قصص الأنبياء وبعض قصة نوح مثلا، يقول لك ذكرها، هذا مفكر يقولها، يقول ذكرها على سبيل التسلية فقط باش يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي حقائق. واو، شوف العقل يقول لك هذا زعما او عاقل. علاش؟ لانهم علماء الجيولوجيا داروا مسح لكل الارض، ما لقاوش ان الارض تعمرت بالماء، وحتى سفينه نوح ما تكزيستيش. اذا ما شاء الله، شوف العقل كيف ينتج، اذا القصه ما كاش منها. فهمت شنو نقول؟ وصل عقل بشري مسلم يقول هذا الكلام، يقول ان القصص، اما استنتج نتيجه ان القصص اللي في القران ما كاش منها، ليست هي حقائق يعني ما تكزيستيش، هي فقط ذكرها ربي على اساس تسليه. وهذا يواكب بين قوسين، راح يواكب الحداثه، او جاب فكر مليح، وهنا ما يتعارضش العقل والنقل ما شاء الله. فانا نشوف الاخ نور الدين اننا في فوضى الجزائر، للاسف في فوضى معرفيه، فوضى اقتصاديه، فوضى سياسيه، وهذا متوقع بطبيعه الحال، والله تعالى اعلم. نعم، شكرا الاخ سمير. الاخ اللي دخلت معنا الان اللي ترمز الاسم نتاعك بلال، هكذا مرحبا بك الاخ الكريم. الو الو، الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بلال، مرحبا بك. وي السلام عليكم، وي الاخ نور الدين، راني جوست نسمع فيكم برك، انتبه في الحصه على السكايب. عندك الفيسبوك؟ واه عندي الفيسبوك. تقدر تسمع الاخ بلال على الفيسبوك؟ راه مي درت على، ما حبيتش تخرج على الفيسبوك. ممكن بالك جاتك ثقيله. لا 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 لا، كاينه، ممكن بالك رحت للصفحه القديمه بالك. ممكن هكا، باسكو سي لا بروميير فوا نتصل بكم على الفيسبوك، نظري نسمعكم على اليوتيوب. ها، وشوف الاخ بلال، هاي الصفحه نتاع المصالحه، هاني بعثها لك الصفحه نتاع. وبارك الله فيك على المبادره هذه. تقدر تشوف تسمع مباشره، نديرو في البث مباشره على الصفحه نتاع المصالحه، تقدر تسمع او من خلال الاذاعه نتاع وطني. ايضا تقدر تسمع مباشره الاذاعه نتاع وطني. انت راك تستعمل في الهاتف ولا تستعمل في النقال؟ انا استعمل في النقال. الهاتف، هاتف النقال. اوكي، هاو الرابط نتاع الهاتف، ربما ايضا تقدر تلقى اشكال في الفيسبوك. هاو الرابط نتاع الهاتف، لانه كاين لي زابليكاسيون يختلفوا بين الهاتف نتاع النقال وبين الجهاز تاع الكمبيوتر، وحتى نتاع المتصفحات هذيك نتاع الانترنت، كاين متصفحات اللي لازم لك بلوجينز هكذاك على جال باش تقدر تسمع. المهم، هاني عطيت لك الرابط الاخير، هذاك خاص بالهواتف النقاله، تقدر تضغط عليه على جال باش بدون ما تدير ابليكاسيون، ولا تقدر تسمع مباشره على الهاتف النقال تاعك. بارك الله فيك. وإلا تحب تبقى معنا انا ما عنديش اشكال، فقط طفي الميكروفون برك.
يعني مطفيه هاي مطفيه اوكي، الشيخ. طفي الميكروفون باش ما يكونش تشويش برك. مشكل مشكل يعني مطفيه شكرا، ديه. شكرا بارك الله فيك، الاخ بارك بلال، الله فيك حبيبي، شكرا السلام عليكم. الاخ بلال. اذن الاخوه والاخوات اللي راكم تتابعوا فينا على الاذاعه نتاع وطني من خلال الوسائط المختلفه ومن خلال الصفحه نتاع الفيسبوك تاع المصالحه الجزائريه، نحن على المباشر اليوم السبت 9 جويلية 2016، الموضوع تاعنا هو حول الحداثه في الجزائر والتغيير. بامكانكم هو انه تتصلوا بنا على المباشر من خلال سكايب راديو وطني وتشاركوا معنا في هذه البرامج ونفيدوا بعضنا البعض من خلال هذه المعلومات ومن خلال هذا النقاش الأخوي. فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع كيفاش ينظروا الجزائريين والجزائريات للموضوع نتاع الحداثة، بطبيعة الحال كون هو أنه جزائري وكون هو أنه ابن الجزائر وتربيت في الجزائر، فيه كاين الناس اللي ما على بالهمش اصلا بهذا الموضوع، ما على بالهمش به لا من حيث المعرفه ولا من حيث الفكر هذا اللي راهم جا به تيار ولا جات به حركه، ما على بالهمش بهذه المساله نهائيا، وهذه داخله في الاطار تاع الوعي، يعني ما عندهمش وعي بهذا الموضوع. وكاين الناس اللي هما ينظروا للتطور هذا نتاع انه الانسان راهو كما يقولوا في البلاد بالمصطلح هذاك اللي مانيش عارف لا راه مازال يمشي في الجزائر نتاع لا تشيتشي هذاك، يشوفوا هذاك هو الانسان المتطور، يعني شغل راهو يلبس مليح ودار نظارات مليح ويمشي مشيه من نوع خاص وعنده ذوك الان هاتف نقال من نوع خاص وعنده فتاة من نوع خاص وكذا، وراهو هو انسان متطور وكذا. ولكن النظرة هذه نتاع التطور الحقيقية اللي هي تجي نتيجة نتاع تراكمات معرفية، ما تجيش غير هكذاك، تنطلق من تلقاء نفسها، تنطلق من خلال تراكمات معرفية وتراكمات اللي تحدثنا عليها بالشكل الإيجابي في الموضوع نتاع التراكمات في الجزائر والتغيير، تجي نتيجة نتاع تراكمات معرفية. والحداثة فيه تيار اللي هو يستعملها ضد الدين ويستعملها ضد الإسلام ويستعملها ضد التاريخ، ويحب هو يحدث بها رجات ويحدث بها هزات في المجتمعات الإسلامية المحافظة، يعني عن طريق ما يسمى هذه بالحداثة يحبهما يكسروا الحرم في الأسرة ويكسروا الحرم في المجتمع، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق الإنترنت الآن اللي راه صارت وسيلة فتاكة تدخل للبيوت، ربما في وقت سابق كان فقط الجهاز نتاع التلفزيون، بحيث هو أنه قال مثلا الأخ أو الأخت أو الأم أو البنت أو العم أو الخال أو الجدة أو الجد أو كذا، ربما إذا كانت فيه لقطة مش مليحة قال مثلا في التلفزة والله يطفيوا التلفزة أو ربما يبدلوا لاشان أو كذا أو كذا. ولكن الآن راه ربما في البيت نتاعك سوق راهو عامر وانت ما على بالكش، لماذا؟ نتيجة نتاع الحرية ونتيجة نتاع التطور هذا اللي راهو الآن موجود، يعني تقدر انت راك في الدار نتاعك وبنك راهو هاز الهاتف وراهو يدور راهو يحوس، ما تقدرش انت دوك انت كل واحد تروح تدير له انت بوليسي قدام راسو، راه بنتك راه تدور في سوق وبنك راه يدور في سوق ومرتك راه تدور في سوق وانت ما على بالكش بالحرية هذه وبالتطور هذا. إذن فيه ناس اللي راهم يستعملوا فيه استعمال إيجابي، وفيه ناس اللي راهم يستعملوا فيه استعمال سلبي. إذن في هذه المسألة لازم الإنسان يديرها بعين الاعتبار. لا شك هو أنه هذا التطور هو ما يجيش هكذاك، يجي نتيجة نتاع دراسة ونتيجة نتاع معرفة ونتيجة نتاع علم ونتيجة نتاع خبرة ونتيجة نتاع نظرة مستقبلية ونتيجة نتاع تشخيص ونتيجة نتاع تجارب وإلى غير ذلك. إذا هذه المسألة نتاع الحداثة في الجزائر مع الأسف الشديد، يعني نقولوها بكل أسف، ما هيش في متناول كل الناس، فيه ناس يعني اللي ربما راهم داروا دراسات او ربما داروا ابحاث او ربما كذا، ربما فاهمين هذه المسألة هذه
ولكن ماشي في متناول الناس كلها، ولا بد وعي الجزائريين والجزائريات خاصة في ظل هذه التكنولوجيا وفي ظل هذه الثورة الرقمية، لا بد عليهم هو أنه يبحثوا في هذه المسائل حتى باش يعرفوا الخلل وين راهو. راكم تشوفوا كل مرة نجيبوا موضوع من المواضيع ونشوفوا باللي الخلل راهو غير زايد يتراكم. نحاولوا إذن من خلال هذا النقاش الأخوي، إذا كان فيه إخوة راهم يسمعوا فينا على الصفحة نتاع الفيسبوك، أيضا يزيدوا يجتهدوا هما ينقلوا الرابط نتاع الصفحة نتاع الفيسبوك، والإخوة أيضا اللي راهم يسمعوا فينا على فري بوكس، خاصة الإخوة اللي راهم موجودين في فرنسا، يحاولوا هو أنه يجتهدوا يبلغوا الإذاعة للأقارب نتاعهم للأصدقاء نتاعهم، حتى باش إن شاء الله نجمع أكبر عدد ممكن من الجزائريين، وتستعمل هذا الإذاعة نتاع وطني في خدمة الجزائر والجزائريين. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا أيضا من خلال الإذاعة، وربما راكم مرتبطين بالصفحات نتاع الفيسبوك، كل واحد منكم يجتهد ينشر الرابط نتاع الإذاعة حتى باش نجمع أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات، وباش نساهموا مع بعض في النقاش هذا الأخوي، وننفع بعضنا البعض. إذن الإخوة والأخوات، نحن على المباشر في موضوع الحداثة في الجزائر والتغيير، معي الأخ نوري من إسبانيا والأخ سمير من أمريكا، وزاد التحق بنا الأخ بلال من الجزائر. إذن ناقشنا في المحور الأول، درنا تعريف للحداثة وتحدثنا على الأنواع نتاعها بشكل اختصار، كيفاش جات الحداثة وكيفاش تهدف بطبيعة الحال كما قلنا، ونزيد نعاود نكرر من أن الحداثة هذه فيه اختلاف حول التعريف نتاعها. فيه ناس اللي ينظروا لها على أساس أنها تطور، وعلى أساس أنها تجديد، وعلى أساس أنها كل ما هو حديث، وفيه ناس ينظروا لها على أساس أنها تيار، وعلى أساس أنها حركة تهدف إلى التمرد إلى الانقلاب على كل ما له علاقة بالإسلام وبالأخلاق وبالذوق وكذا. إذن فيه اختلاف في هذه المسألة نظرا نتاع الجزائريين والجزائريات. احنا ماذا بينا باش الإخوة والأخوات اللي راكم تسمعوا فينا تعطيونا الوجه نتاع النظر تاعكم، كيفاش الجزائريين والجزائريات ينظروا لهذه المسألة، سواء من خلال سكايب راديو وطني، يعني من خلال البث المباشر هذا، تجيو تشاركوا معنا وتسمعوا خوتكم اللي راهم يسمعوا فينا على الإذاعة نتاع وطنية أو على صفحة نتاع الفيسبوك، أو من خلال التعليقات بإمكانكم هو أنه ديروا تعليقات. كنت قبل البداية نتاع البرنامج درت تسجيل فيديو من خلال الهاتف النقال، وفيه مشاركات يعني ما شاء الله، يعني أكثر من 40 واحد اللي شاركوا في التعليقات يعني في خلال فترة وجيزة، ولكن للأسف الشديد بعد البث المباشر هذا ما تعليقات ما كانش، يعني ربما فيه الأخ محمد، أعتقد شكرا الأخ محمد المتابعة. المهم رانا ننتظر في التعليقات نتاعكم، إذا كان ممكن هو أنه تفيدونا ربما بعض المسائل اللي احنا ما ننتبهوا لهاش والله. وأيضا المهم ربما أيضا العامل هذاك نتاع التأخر عن البرنامج ربما أيضا ساهم بشكل سلبي، ربما كان إخوة اللي تابعونا تقريبا لمدة ساعة كان فيه خلل تقني، ربما أيضا طولنا عليهم ولا ربما راحوا. المهم ننتظر إذا كان ربما يلتحقوا بنا إخوة آخرين. إذن ما زلنا على المباشر في موضوع الحداثة في الجزائر والتغيير. نعود نرجع لك الأخ نوري، ربما راك استمعت للأخ سمير، إذا كان ممكن هو أنه تضيف بعض الأشياء فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونمشي للنقطة اللي قبل الخلل، هل ترى فيه حداثة في الجزائر يعني بالشكل الإيجابي؟ نعم، بالنسبة دائما كما ذكرنا في بداية الحصة، وكنا ذكرنا بلي أن الحداثة هي مفهوم جد واسع ولا يمكن تحديده، يعني كل واحد الآن يبغي يجتهد في الموضوع هذا غادي يلقى صعوبة تامة في تحديد المفهوم. كاين مفهوم مفاهيم عديدة جدا، وكنا ذكرنا السبب لأن كل واحد يردها
لحقبة معينة، فمنهم من يرد حتى للفلسفة اليونانية كذلك. وهذا هو السبب اللي يعني ما قدرش يتحدد هذا المفهوم، ربما بمرور الزمن في المستقبل سوف يمكن يعني حصره في مفهوم يقدر يتفق عليه البعض. ولكن أنا لمحت المهمة لقضية مهمة، هو أن كل الإنسان يتطلع على المفاهيم الموجودة المختلفة. الآن مثلا قد يجد 50 مفهوم 100 مفهوم كلها مختلفة، ولكن كان عنصر فعال يتفقوا عليه هو العقل. يعني كلهم لازم يكون العقل باش تكون حداثة. بغى يفهمها هذاك بالطريقة هذيك، ولا هذيك الطريقة ألف، وهذاك زاد وهذاك بي، ما يهمنيش، كاين عنصر يتفقوا عليه هو العقل. فأنا نبهت لهذه القضية، حنا نجتهد على العقل وضرورته في الحداثة وما يعمل به في التطور. إذن هذا الجانب اللي يتفقوا عليه حنا نهتم به لأنهم كلهم يتفقوا عليه. أما الآن إلى كل واحد مشى أخذ مفهوم معين وحشرحوا فيه، ولا خذ خدام مفهوم كذلك وحشرحوا فيه، مع كثرة المفاهيم راح نبقى في صراع. إذن هذا الجانب لاني بغيت نوضحه كيعني نقطة حتى نزيح الالتباس حول هذا المفهوم. كان جانب معين بالنسبة لنا كمسلمين، ربما كان بعض الناس يقول لك هذه الحداثة هي مفهوم غربي، هذا حسب المفهوم الغربي أو حسب بعض الناس الذين لم يعتنوا بدراسة المفهوم. لأن في المقابل هذه الحداثة موجودة عندنا في الإسلام، لأن الآن إنسان كيتكلم على الاجتهاد. واش معنى الاجتهاد؟ واش هو الاجتهاد؟ يعني كيجي تبحث عليه، هو استعمال العقل، هو الاجتهاد من أجل أمور جديدة، اكتشاف جديدة، من أجل فقه جديد، من أجل فلسفة جديدة، من أجل شعر، معرفة، كل شيء. هذه الأمور هذا يعتبر اجتهاد، وكان ذلك قد حدث في العصر العباسي، في العصر الأموي، في حقوبات زمنية تاريخية كذلك معروفة، في العصر الأندلسي. كل هذه الاكتشافات كانت عن طريق الاجتهاد، وهذا هو المفهوم الذي يطابق المفهوم المعروف الآن عند الغربيين بالحداثة مودرنيتي. إذن حتى لا نخلط ونقول باللي الحداثة هي ضد الدين وتهدم الثروة يعني الموروث الديني وكذا، هذا هناك جانب أو هناك جهة معينة تروج لهذا المفهوم حتى يطغى ويهمل جانب الاجتهاد والحداثة. إذا أردنا مثلا في الناس الذين يهتمون بالجانب بتاع الفقه الديني والخطاب الديني، إذا بغاو باش ما نسموش أسيدي حداثة، نتفقوا نسموه اجتهاد. فماذا قدم الاجتهاد في الفقه والخطاب الديني؟ الأخ نوري هتسمعوني؟ نعم. الأخ نوري صبرني برك فقط على جل باش نوضحوا هذا المسألة. كاين بعض الإخوة اللي هما ربما يعني يمشوا بالنية نتاعهم ويقرأوا فقط يعني دون استخدام العقل، يلقى هو قال مثلا واحد من الناس هذو الدعاة والله هو راه جايبها على الناس هذو ما يسمى بالحداثيين، هذو الناس اللي فيهم يعني خلينا نسميه الأمور بمسمياتها العلمانيين، فيه ناس اللي هما ينظروا للمسألة نتاع الدين هذه خاصة في إطار نتاع الاستغلال هذاك نتاع الدين هذاك، يعني وكأنه الإنسان هو يمشي فقط على النقولات يعني دون استخدام عقله. هذا واقع، هذا واقع نرني نتحدث عليه، خلي نسميه الأمور بمسمياتها حتى باش ننزعوا اللبس، لأنه احنا نحوسوا على المعرفة ونحوسوا على الدين الصحيح ونحوسوا على استخدام العقل استخدام صحيح. يعني إذا كان الإنسان اللي راه يستخدم العقل فيما ينفع الناس، وكان اللي راه يستخدم في العقل فيما يضر الناس. احنا درك كاينين الناس اللي راهم درك هما علمانيين، سواء كانوا مسلمين ولا كانوا غير مسلمين، كاينين اللي راهم درك هما مثلا مسيحيين وعلمانيين، كاينين اللي راهم هما يهود وعلمانيين، كاينين اللي راهم هما درك من جهات مختلفة بوذيين، المهم. وكاينين هذو الإخوة المسلمين اللي راهم درك هما كاينين منهم اللي دعاة بزناسة بزناسية،
تلقاه راهو داير قصر عايش في عيشة نتاع فرعون، وتلقاه هو راهو يستعمل لك في بعض الأمور هكذا نتاع الدين من أجل طلسمة العقل. هذه حقائق ما راناش نتهمه في الناس، حقائق موجودة على أرض الميدان. كاينين الناس اللي هما ما عندهم حتى تجارة إلا بالدين، ما يعرف حتى حاجة من غير الجامع، ما يعرف ولو ما يعرف حتى حاجة من غير الجامع. لماذا؟ لأنه بالجامع وانت قال الله وقال الرسول هو يضميني على الناس، هو يستغل هذيك العواطف نتاع الناس من أجل باش يمشيهم، هو يا إما أنه يلم دراهم، يا إما هو أنه يبيع عنده حاجة راهو يبيعها، يا إما ويا إما ويا إما، ما عندوش غير الجامع، ما عندوش غير ناس هذوك اللي هما يخدرهم بقال الله وبقال الرسول. بالتالي ذرك كاين في المقابل ناس أيضا هما يستعملوا في هذه ضد الدين. عوض هو أنه قال باللي يا أخي أنا راني مانيش ضد الإسلام، أنا راني مانيش ضد الدين، أنا مانيش ضد ربي، أنا راني مسلم وراني صحيح العقيدة، ولكن في المقابل راهم كاينين الناس راهم يتجروا بالدين، راهم يستغلوا في الأمور هذه نتاع الجهل نتاع الناس، وراهم داروا تجارة، وراهم داروا قصور، وراهم داروا كذا. احنا ما راناش ضد الدين، احنا رانا ضد هذا الناس اللي راهم يتجروا بالدين، ونوقف لهم في الإعلام، ونوقف لهم بالقانون، ونوقف لهم بأي وسيلة، لأنه هذا الناس هذو راهم مجرمين، هذو مش دعاة، هذو مجرمين، هذو راهم يستغلوا في الدين من أجل مصالحهم الشخصية، من أجل على جل باش هما يديروا يعيشوا عيشة نتاع الغرب، ولكن باستعمال كلمة الصحابة. فهمت؟ تلقاه هو يقول لك باللي راهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق، وكان واسمه عثمان بن عفان كان ينفق، وكان عثمان بن عفان يدير في الجيش بالأموال نتاعه وكذا، كله من أجل باش يخدرك باش تروح انت تمد القوت نتاع ولادك، تمدوا في سبيل الله، وما تحاسب ما والو، تقول له أعطيني فاكتور يقول لك روح اكتف الحيط، اكتف في ورقة نتاع سكر. فهمت؟ هذو يستعملوا في الدين من أجل على جل باش يظلوا عباد الله. ولكن في المقابل أيضا فيه ناس هذو اللي هما يستعملوا في هذا الحداثة من أجل على جل باش هما ينحيوا الحشمة، من أجل على جل باش هما يكسروا الأسرة، من أجل على جل باش يدمروا القيم نتاع المجتمع. إذن فيه ناس يستغلوا في الدين، وفيه ناس يستغلوا في الحداثة، وإحنا ما رانا لا مع هذ الناس اللي راهم يستغلوا في الحداثة على جل باش يضربوا في الدين وباش يضربوا في الأخلاق، ولا رانا مع هذ الناس هذو اللي راهم هما يستعملوا في الدين على جل باش يطلسموا العقول ويخدروا الناس باسم الدين. حنا نحوزوا على الاستخدام نتاع المنطق، استخدام العقل في الاتجاه الإيجابي. إذن فيه ناس، هذه باش توضح لكم هذه المسائل جدا، فيه ناس وفيه فيه ناس اللي راهم يستعملوا في العقل استخدام إيجابي. معليش يا سيدي، أنا نتساءل حتى في الوجود نتاع ربي، نتساءل يعني ترى موجود ولا مش موجود بالعقل، ونحاول هو أنه نلقى واحد اللي قنعني. بيجيش يجي واحد أنا ذرك هو يستعمل لك الدين من أجل على جل باش هو ما عنده لا حجة ولا عنده إقناع ولا عنده كذا، ويستعمل لك هو في هذه المسائل نتاع الدين كله، وكأنه الدين حصر نتاعه ملك نتاع باباه، هو راهو المسلم الحقيقي، وهو راهو اللي راهو عنده العقيدة الصحيحة، وانت راك على ضلال مبين. وفي المقابل هذاك اللي راهو هو يشوفك باللي انت هذا الإنسان اللي راهو هو يعبد في ربي، يشوف فيه كأنه راهو إنسان مريض في عقله، إنسان متخلف، كيفاش حاجة ماكش تشوف فيها وانت راك تعبد فيها، كيفاش انت تأمن بالخزعبلات، تأمن انت بالغيب، وتأمن انت بكذا، وتأمن كذا، وانت بالأكذا. إذن فيه وفيه، احنا كاينين الناس اللي راهم مدرك هما دعاة، ولكن لقاو هذ الناس العلمانيين لأنهم يستخدموا في العقل، ولكن يستخدموا فيه في استخدام سلبي، قاعدين هما تسمى كأنهم جايينهم حجز على جل باش يدعيو،
وفي المقابل هذوك ثاني ايضا هذ العلمانيين يشوفوا من انه هذ الدعاة هذو ايضا ثاني راهم جايينهم حاجز، هما راهم في اثنين، لانه لو كان جات النية نتاعهم هما الخدمة نتاع العباد، وراه المشكل تكون انت علماني ولا راك انت اسلامي، انت راك تدعي لربي تدعي فيه على حق وتستخدم العقل لاستخدام حقيقي، وراك انت ماكش تستعمل في الدين على جال باش تتاجر به، وراه المشكل نمشي وندعي ونستخدم العقل ونتحدث بالناس وندعيهم بالتي هي احسن، ونحاول هو انه نقنع هذه الكفره ونقنع هذه المشركين ونقنع هذه الملاحده بالعقل وبالمنطق وبالحجه وبالدليل وبالمعاملات وبالافعال على ارض الميدان. ولكن كاينين الناس اللي هما يستعملوا في الدين، راهو هو خادمها للطناطن، ويجي هو يغلف لك هذيك الامور تاع الدين على جال باش انت تثق فيه، ومن بعد انت تسلم له الرقبه نتاعك باش هو فيما بعد يدير فيك واش حب. وكاينين ايضا ناس اللي هما مع الاسف الشديد حبا في الدين وحبا في الاسلام، هم يتبعوا في الدعاه حتى اذا كان راهم مدينهم للجحيم. يا خويا خدم عقلك قبل ما تروح انت تمشي في اتجاه، قبل ما تروح انت تمشي في حركة، قبل ما تروح انت تمشي في اطار هكذا، خدم عقلك وابحث. والان الحمد لله راه الامور متوفرة، راه كاين كتب، ما تبقاش انت تمشي في عالم فلاني وراه هو مديك وقاعد انت تمشي، ما كاينش. كل كلام انت الناس يؤخذ منه ويرد، الا الناس اللي راهم مكلفين بمهمه من عند ربي، راه جاتهم عن طريق الوحي وراه عندهم المعجزات، لانه النبوه هذه قدر اي انسان يدعيها، راه مسيلمه وقال باللي راهو كان نبي. كاين الناس راهم مؤيدين بالوحي ومؤيدين بالمعجزات. إذن لازم تتوضح لكم هذه المسائل الاخوه والاخوات، فيه ناس اللي هما يستغلوا في الدين من اجل تذوق انت. الناس راها حروب شاعلة في سوريا وفي ليبيا، الناس راها تجتهد على جل باش توقف هذه الحروب، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الكتابة أو عن طريق مانيش عارف أنا، يستعملوا في وسائل من أجل عجل باش يطفيوا هذه الحروب ويوقفوا هذه الحروب ويوقفوا هذا النزيف الدموي. وواحد يلا روح راهو يلتي فيك، قال واشي الحائض لازم لها لما تجي تصوم كذا، ولما تجي انت تلبس التقشير تاعك، ومن بعد انت لما غسلتوش روح انت بدل وقاعدين هما الامه ماشيه للواد، وهما قاعدين يلتيو في الامور بامور قادره ربما تكون الانسان راهو مثلا هذيك هي السنه الاولى نتاعو في التعلم نتاع الامور. والله يا صاحبي أمه راها رايحة للواد، راها دماء، راها بحار من الدماء، أنهار من الدماء في ليبيا وفي سوريا وفي كذا، ساهم على جل باش أنت توقف هذا الدماء. وفي المقابل أيضا هذا الناس هذو الدماء راها تجري والمجازر راها كل يوم، هو أيضا يجيب لك مسألة وهاو الداعية الفلاني راهو قال لك بول البعير راهم يدويو به، ويستعملوا في هذه المسائل لإظهار على الناس هذو المتدينين كأنهم ناس لا يفكرون وما عندهمش عقل وناس ما مش متطورين وناس ما مش فاهمين. حتى صرنا نشوفوا يعني بعض الأخوات يشوفوا إلى واحدة كأنه راهو راسها زعما شغل ما عندهاش الشعر أو ليست جميلة أو ليست كذا وليست كذا، وإنما تلبس في الحجاب هذاك على جل باش تغطي الـ 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 الشكل نتاعها. ولما صاروا دركم يشوفوا في هذه الأخوات اللي راهم يدخلوا للإسلام من الألمان ومن النرويج ومن السويد ومن كذا، يوليوا هما يغموا هذيك الأمور هذه، وربي راهو يفضح فيهم كل يوم بهذا المسائل هذه اللي راهم ما يستخدموا فيها. إذن فيه استخدام إيجابي وفيه استخدام سلبي. تفضل الأخ نوري، ومعذرة كنت خذيت من وقتك الكلام على جل فقط على جل باش ننور بعضنا في نفس الوقت باش نوضح هذه الأمور هذه ونغلقوا هذه الثغرات حتى باش ما يتسلوش هذه الناس اللي راهم هما يدخلوا بين الظفر واللحم. تفضل الأخ نوري.
نعم، هو في الحقيقة الإنسان العاقل إذا كانت جات جهة أو طائفة معينة أو فلان وقال باللي هذه الحداثة مثلا الحداثة الإيجابية، الحداثة الفعلية، الحداثة المنطقية، الحداثة العقلية اللي نقصد بها بطبيعة الحال، يقول لك باللي أنها يهاجم، يقول لك هذا شيء يهاجم الدين وغير مقبول وربما يقول لك حتى حرام، حنا نقول له صح أوكي متفاهمين معك ما كان حتى مشكل، نتركوا هذه الحداثة حرام سيدي كما راك تقول، أعطينا الاجتهاد نتاعك في المقابل، يلا هو عرينا على درعك. إذن هنا أعطي المقابل، ياك الاجتهاد موجود في 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 معروف وموجود وعمل به المفكرين والفقهاء والعلماء كلهم ينادون به، إذن وعلاش ما تديرش به؟ إذن أنت لك ما تدير لا بالاجتهاد وما تسمح بالأحداث بالحداثة، فأنت واش تكون؟ ورينا واش تكون أنت يعني، وأي جهة تنتمي؟ هذا هو يعني السؤال الإنسان اللي قد يطرح في هذا المجال. الآن هناك بعد الآن الإنسان يقدر يفهم، إن لم تجدد وتستحدث الأمور بنفسك، أي أنت بنفسك من خلال الاطلاع على الموروث نتاعك والعلاقات نتاعك وما شابه ذلك، وجمدت يعني الحداثة أو الاجتهاد إذا بغيتوا نتفقوا على هذا المصطلح، فلا شك أن هناك غيرك سوف يفرض عليك أن تستهلك الحداثة نتاعك. هذا أمر واقع، يا تنتج الحداثة نتاعك بنفسك يا راه غادي يجي واحد هو راه ينتجها ويصدرها لك ويفرض عليك باش ديرها، وهذا الأمر الواقع اللي رانا عايشين في المجتمع الجزائري. نشوفوا كيفاش الناس راه تمشي في الأمور تاخذ من هنا وهناك، أمورك أمور لا دخل لها لا في القيم نتاعنا ولا في الأخلاق ولا في الثقافة ولا في الموروث. هذا لماذا؟ لأنه هاد الناس ما حدثوش، ما داروش حداثة تناسب الموروث نتاعنا، ما داروش اجتهاد يساري الموروث نتاعنا، وخلاه الناس عايشة في ضغط إلى أنه يعني ما قدروش يصبروا، ولازم بمرور الزمن والتغيرات التي تحدث أنهم يعني يأخذوا من الحداثة المستوردة. إذن الحداثة هي في الواقع هي ليست مصالحة كي الإنسان يجي ينظر لها بالمنظور النظري، أي أنك أنت إذا بغيت تدير حداثة يعني لأمر ما، لمفهوم، لتصور، لفكر، بالضرورة أنك تلقى هجومات، هذه تلقى شوف. وللأسف الشديد يعني الناس هادو هم اللي راهم يعانيو، كان شحال من مفكرين موجودين الآن على الساحة يريدون تصحيح مفاهيم خاطئة عندنا في الدين الإسلامي، مفاهيم نصبوها لنا في الكتب التي يتشبث بها بعض الدعاة الذين هم لا يقرؤون جيدا تلك الكتب ولا يعني يستوعبونها جيدا وينسبونها إلى بعض المفكرين. ونضرب المثال على ذلك، أطلع على كتاب ابن القيم الجوزي كتاب الروح، الإنسان العاقل والإنسان المطلع في الفكر يعرف أن هذا الكتاب ما هوش كلام 100% ابن الجوزي، فيه أمور دخيلة، وبالتالي نصبوا لنا دعاة وأناس من خلال هذه الكتب التي طبعوها من زمان إلى زمان ودخلوا فيها أمور أخرى، ونصبوا ناس هم الذين يشتغلون وهم بقوا يتفرجوا من بعيد، يعني ما لازمش يجتهدوا، كان الناس في الواقع هم اللي راهم يجتهدوا. فبالتالي هذه الأمور كلها لازمها انتباه، وبالتالي الحداثة عندما قلنا الحداثة استخدام العقل، هو كل شيء لما تراه يعني كتبه فلان أو قاله فلان أو قلتها أنا أو قاله الأخ نور الدين أو قاله غيرنا، ما ولوش يعني الإنسان يأخذه هكا، كما لازم يستخدم العقل ويشوفه أنه يعني واقعي حقيقي ينتمي إلى جهة معينة ينسب إلى جهة معينة موضوعي، هذا هو معنى استخدام العقل. وبالتالي كما كان يتكلم الأخ نور الدين، كل واحد مسؤول على نفسه، الإنسان اللي ربي كرمه بعقل وبالتالي تلقاه فقط يتبع ما يحوش يستخدم العقل ما يحوش يتعب، فلما يصير الموقوع يقع في واد عند يجي المحاسبة نتاعو ربي يقول له واش أنا أعطيتك عقل، أعطيتك عقل ما شاء الله لماذا ما استخدمتوش، فالتالي ما ينومش نفسه، هذا هو يعني المسؤولية على من تقع. فالحداثة هي في الواقع هي انشقاق، يعني كي نقول انشقاق في حدث في حدث لازم يوقع في لازم يكون هناك تجديد، هو انشقاق لأنها تنشأ عن طريق أو عن طرق معرفية
لم تكن مألوفة، وكأنه شيء جديد حدث، وبالتالي تلقى لك الهجومات وتلقى لك يعني كيفاش يعني ما شايفينش هذه الأمور ما مألوفاش. ولكن هذا الانشقاق ليس معناه كما يراه بعض المتشددين وبعض يعني اللي عندهم النظرة الضيقة هو التمرد وهو الثورة وهو القضاء على الدين وهو القضاء على الموروث وما شابه ذلك، وإنما هو فقط تعديل وتجديد لأمر أو لشيء أصبح في الواقع غير قادر أو لا يتفاعل مع الواقع المعاش. أنت تشوف حاجة، تشوف منش عارف، تشوف أداة أي شيء قديم عنده 20 سنة صحيح ما ولاش يمشي مع الواقع المعاش، تبقى تقول لا تخليه كما كان حتى نموت، لازم تجده، دخل عليه أدوات، حوش كيفاش تأقلمه مع المتطلبات. هذا هو يعني معنى الحداثة، يكون في الأدوات، في الوسائل، في المفاهيم، المفاهيم تتطور، في الأفكار، الأفكار تتطور، في المعارف، ما هوش نفس المعارف اللي كانت موجودة في القرن الثالث الهجري نفسها المعارف اللي موجودة الآن، في التصورات نفسها، في الفكر بصفة عامة. إذن هذه النظرات الضيقة التي يعني تبقى تحاول أن تبقى ألف أو لا شيء، يعني لازم نتجاوزوها، يعني لا تتطور المجتمعات بهذا الشكل ولا تسير بهذا الشكل. وبالتالي عندما نتكلم عن الهدف الرئيسي من الحداثة هو مبني على التطلعات المستقبلية، يعني كيفاش تربط الحداثة بمفهوم التطور كما ذكرنا، مقترن بمفهوم التقدم والتطور. لأن الهدف الرئيسي نتاع الحداثة، أنت عندما تريد تجديد شيء معين سواء في الفكر سواء في أي شيء كان، في الأدوات، أنت ماذا تريد؟ أنت يكون عندك تطلع للمستقبل، تعرف باللي هذا الأمر لو كان ما يكونش فيه تجديد ما نقدرش نفكر لما بعد 20 سنة و 30 سنة، لأنه يصبح غير ملائم، راح يموت. وبالتالي هنا واش راح تدير؟ أنت تحاول أن تربط ما هو سابق وما هو موروث وما هو مكتشف الآن في الواقع الحالي ومنتوج جديد في الواقع الحالي ومضاف كذلك إلى الموروث، وما هو يعني داخل في الطموحات المستقبلية. هذا هو النظرة الشمولية للحداثة. فإذا الآن شاف الإنسان هذا النظرات الضيقة، كل واحد يعني هو ما عندوش نظرة، عنده نظرة ضيقة، وبالتالي أخ نوري خلينا هضروا بلغة الواقع، ناخذ كمثال ونسميه بعض الأسماء حتى باش ما نبقاوش نضروا في الكلام العام هذا. ناخذ مثلا السعودية مثلا، القضية هذه نتاع المرأة والرخصة السياقة، فيه بعض المشايخ اللي هما يشوفوا الأمر هذا من أنه هو بداية نتاع سفور وبداية نتاع تمرد، وهذا راهو هذا تسمى راهو هذا الحداثيين هذو اللي هما يعطيو الفرصة للمرأة، فهمت؟ يعطيو الفرصة للمرأة معناتها هو أنه راهم يشجعوا في المرأة لأن تتمرد على الرجل، عندهم النظرة هذه نتاع ماكر. هذا الشيخ هو بالذات يعني درك أنت المرأة لما يتعلق الأمر برخصة نتاع السياقة تجيب انت هذا الموضوع هذا انت من انه فيه ناس الليبراليين وفيه ناس فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وتحاولوا انك تستعمل اي حديث او اي حاجة اللي ما من شأنها هي انها تغلق هذا الباب هذا، صح؟ اوكي، بالمنطق هذا غدو انت لما راه عندك مرأة راه رايحة تزيد، شكون راح تجيب؟ راح تجيب مرأة ولا راح تجيب رجل؟ هذ الناس هما إذن هما ما عندهمش علاقة بالعقل، هذو يستعملوا في بعض المسائل من أجل لجم الشعب، من أجل تركيعه، من أجل على جلب باش يبقى كل غنم حتى لا يستخدم العقل نتاعو. إذن فيه ناس هما يستعملوا في هذه المسائل ويلقوا فتاوى ويلقوا دعات وكذا، رانا شفنا مرأة الآن جات هذه الثورة الرقمية رانا نشوفوا فيهم قاسما بالله، دون وأنه غير واحد غير شفته غير هذا الأسبوع
والله العظيم غير تقول انت فرعون، فرعون برك. تدخل واحد القصور تشوف، نقول لك الكراسي ذيك منمقه، وواحد الواحد الحاجه مكذا يا صاحبي. هانا نشوفوا درك في شعوب، يعني انتم درك قاعدين، هانا نشوفوا فيهم كي يجيو لهنا هما ولادهم، نشوفوا فيهم كيفاش يجيو لفرنسا وكيفاش يروحوا للاسويس وكيفاش راه، هانا نشوفوا فيهم. يعني انتم محرمين على الناس حتى تنفس، وانتم عايشين كذا. يعني شوف هذا التناقض اللي راه موجود. يعني انت تمنع في المرأة في السعودية من أجل على جلباش هي ما تسوقش، وتدعم في نظام في مصر اللي هو يدير في ليلة علوي تبت تشطح في الكباريات. يعني هذا منطق؟ هذا عقل؟ هذا دين؟ هذا وش هو هذا؟ إذا لازم الإخوة تفهموا هذه المسائل جدا، ماشي أي حاجة تقراوها والله تشوفوها في كتاب والله هذيك ديروها من المسلمات. خدم عقلك يا صاحبي، عقلك خدمه، وعقلك خدمه في الاتجاه الإيجابي. كاينين دعاة راهم خادم عند الاستعمار، راهم خادم عند الحركات الصهيونية. لازمكم تفهموا هذه المسائل جدا، ويستخدموا فيهم بالدين، بالدين يستخدموا فيهم لضرب الإسلام، ضربوا في العمق. ويجي هو يقول لك باللي حديث، وحذاري هذاك هذاك راه إنسان مشعوذ، حذاري هذاك راه مضر بالدين، وحذاري وحذاري. خدم عقلك يا صاحبي، خدم عقلك. مشي كاين الناس اللي راه مضركهم يضر بالدين، ولكن هاني عطيت لك انا غير فقط هذو مثالين على جل باش. ثم الانسان لما يكون يتكلم بالادله وبالحجج، مش غير فقط هكذاك كلام من اجل الكلام. كاين ناس راهم يضربوا في الدين، يضربوا فيه في العمق نتاعو باسم الدين. وكاين ربما تقدر واحد علماني راهو ربما هو في نفسه راهو ربما راه مفرط في صلاته، راهو مفرط في دينه، راهو كذا، ولكن قادر ينفعك بأفكار، قادر ينفعك بأشياء. خذ الشي اللي ينفعك منه، والشي اللي يضرك منه حطه أكوتي، أرميه في سلة المهملات. وأعتقد هذه هي قمة الاستخدام نتاع العقل. كل ما جاء شيء إيجابي ينفعك في الدين نتاعك، وينفعك في الوطن نتاعك، وينفعك في الأسرة نتاعك، وينفعك في تاريخك، ينفعك في كذا، استعمله. كيفاش تلقى انت واحد لبس لك القندورة من الصين، والسواك من باكستان، والاديداس من ألمانيا، والتقاشر من فنزويلا، وما على باليش اسمه، ويجي تراه بن عليك، ريح ترونكيل برك من الترهبين تاعك. احكي اشياء اللي راهو درك يقر بها العقل، ما تجيش تترهبن باسم الدين. الاسلام دين مقدس فوق الرأس تاعنا. إنسان اللي راح له العقل تاعه وش قاعد له؟ يصير مجنون. وش قاعد له؟ بكري كنا احنا نسمعوا للسحر، قال لك ها واحد داروا سحروا له ها وداروا، ذكرنا شنو ولنا صرنا نشوفوا في الدعاة يديروا في طلاسم لهذا العقول، طلسمة هذا الإنسان هذا اللي بلاد تحرق، هو يدعي فيك على جل باش انت تروح تصلي وتبات الليل وطول وانت قايم، أمة تتحرق، أمة تتكسر، أمة تتقزم، أمة تتخرب، آلاف المؤلفة، الملايين المملينة من الناس اللي راهم يموتوا، نساء حمل تبقر البطون نتاعهم، أطفال يعذبون، ناس راها تاكل في الجيفة، ناس تاكل في الحشيش، تاكل في التراب، وناس قاعدة في القصور وقاعدين بالمكيفات وقاعدين على القنوات الفضائية، مدين أمة مدينها للواد. وذوك الآن راه عندهم صفحات على الفيسبوك والله، ويظل نهار وطول هما يلتيو في الناس به، قول استغفر الله وقول الحمد لله وقول استغفر الله واستغفر الله، وقاعدين روح استغفر ربي، حبس الدماء اللي راها تسيل، حبس الدماء اللي راها تسيل، سوريا تذبح، ليبيا تذبح. هذا هو الإسلام،
خوتك يعذبون، خوتك يقتلون، مجازر كل يوم، ما قاعدين يزم. معليش يا سيدي، ذكر الناس بالاستغفار، ذكر الناس بالوسمو. بصح هادو خوتك، كيفاش انت عايش عيشة الملوك وعيشة القياصرة وخوتك يذبحون وقاعد انت تدي في الدرهم على القنوات الفضائية وفي المسلسلات وفي البرامج وفي كذا؟ هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. تفضل الأخ نوري. نعم، هو في الحقيقة الإنسان يعني الذي يعني النبي هو يعني هذه الأمور أمور لا تغيب عنه. وكما هو معروف يعني أي إنسان الآن مثلا ينظر إلى 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 المجتمعات الإسلامية بصفة عامة، ومنها الجزائر كذلك، يعني كل ما نراه وكل ما نلاحظه وكل ما هو واقع هي كلها مآسي وكلها تخريب ودمار في كل المجالات، هذا لا ينكره أي أحد، وهي دائما متكاثر. وفي المقابل الأخ اللي دخلت معنا طفي الميكروفون من فضلك باش ما يجيش تشويش، تفضل الأخ نور. وفي المقابل قد يظهر لك داعي أو إنسان معين على المنبر ويقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام. فإن كنت تقصد نعمة الإسلام هي أنت تخصك أنت يعني بصلاتك وبصومك وببيتك وبأسرتك فهذا شيء، وإن كنت تقصد نعمة الإسلام هي النعمة التي تعم على المجتمع والأمة الإسلامية فهذا شيء آخر. فبالتالي الواقع شيء وما تقوله شيء آخر. إذن هذا الجانب الذي ذكرته، يعني الإنسان لازم يطرح تساؤلات على نفسه، لازم يلقى حل، لماذا نحن بهذا الشكل، لماذا نحن بهذا الانحطاط، لماذا نحن في يعني استمرارية للانحطاط والتأخر والتخلف والانحلال الخلقي والفساد وكل ما شابه ذلك. هذه التساؤلات لازم الإنسان يطرحها في نفسه. احنا مسلمين يعني، ورغز قلوب لمسلمين، والإسلام لا يدعي لهذه الأمور. إذن هناك مشكل مطروح، هناك مشكل قائم. فأنا أرى حسب رأيي أن المشكل القائم ليس هناك اجتهاد للتراكمات، وبالمقابل المفهوم للاجتهاد حتى ربما باش ما يهاجمونيش الناس المتشددين هو الحداثة بالمفهوم العلمي القائم. إذن هاد الناس اللي يعتبروا واحد يعني هم أصحاب الاجتهاد، أصحاب العلم في الاجتهاد، علاش ما يجتهدوش باش ينوروا هاد الأمة ويحوشوا كيفاش يعني هاد المفاهيم التي ورثناها عبر النتاج الفكري التاريخي، كيفاش نحوشوا يعني نقحوها وكيفاش يعني نحوش نطوروها ونجدوها حتى أنها تساير العقليات نتاع اليوم. فأنت ضرب مثال بسيط، هناك مفكرين الآن على الساحة موجودين يريدون فقط تصحيح بعض المفاهيم، والله إلى تشوم كيفاش يهاجموهم وكأنهم شياطين، وهم فقط يريدون أن تصحيح مفهوم، يقول لك هذا 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 يدعو إلى الكفر، هذا يدعو يعني ضد السنة، هذا ضد كذا، وهذه كلهم دعاة، يعني ناس ما تعرفوش منين يجيو، عندهم نظرات نتاع الضلال، يبغون الناس تبقى في الأمة تبقى في الخمول، والناس تبقى عايشة في الأفكار المظلمة، وبقى يعني ما هكذا تساق الإبل. اتركوا الناس تفكر بعقولها، أنت لست مسيطر على أي أحد، كل واحد عنده عقل يفكر به مسؤول عليه، اتركوه، اتركوا الحريات الفكرية. هذا يعني في ما يخص هذا الجانب، حتى لا نطيل الكلام في هذا الأمر بالنسبة للاجتهاد أو الحداثة بالمفهوم العلمي السائد. إذن الآن مش عارف الأخ نور الدين إلى أن مر النقطة نعم أخرى أو يعني نمشي للخلل. الأخ سمير كش ما تحب تزيد ولا؟ سمير. نعم الأخ نور الدين، ما فهمتش واش من نقطة كنا نحكو عليها حقيقة. كنا نتحدثوا على هذا الوسمو دائما في موضوع نتاع الحداثة،
في موضوع نعم تحدثنا احنا على الجزائريين تفرعت بعض المسائل منها انت هي جت من خلال النقاش يعني انت اثرت بعض المسائل وانت لم تثرها من راسك. المسائل هذه راها مطروحه في المجتمع نتاعنا الجزائري ومطروحه ايضا في مجتمعات اخرى وحنا حبينا على جلبش احنا ما لا مع هذاك النوع اللي راهو يستخدم في هذا الحداثه ضد الاسلام وضد كل ما هو اصيل وكل ما هو كذا ورانا ضد ثانيه هذ الناس اللي راهم هما حابين يعطلوا العقل وحابين يعطلوا كل الناس اللي يجوا يتحركوا هكذا والله يجوا يفطنوا الناس والله يجوا وعيهم ايضا قال بلاك حل عينيك بلاك هذو راهم يستخدموا في هذه الامور على جال باش يضربوا الدين وكذا وكذا وكذا. اذا احنا ما رانا لا مع هذوك ولا مع هذوك احنا رانا نحوسوا على جال باش ننهضوا بالامم نتاعنا ننهضوا بهذه الدول تاعنا ننهضوا بالاقتصاد ننهضوا بكل شيء ونحوسوا نستخدموا العقول تاعنا نحوسوا نستخدموا هذه التكنولوجيا هذه وماناش نحوسوا هو انه يبقاو ناس يترهبنوا علينا باسم الدين من اجل ضرب الدين. احنا الناس اللي راهم درك مثلا هما يوعيوا الناس بالحشمه ويوعيوا الناس بالاخلاق وبالقيم هذو ناس فوق روسنا هذو نقبلوا لهم روسهم صباح وعشيه سواء كانوا دعاة ولا غير دعاة. ولكن في المقابل هذا الناس اللي هما يستخدموا في الدين من اجل الضرب الدين ويستخدموا في الدين من اجل تعطيل العقول هذا الناس ايضا هذو لا فرق بينهم وبين الناس اللي راهم يستخدموا في اشياء ضد الدين راهم نفسهم راهم هما اصدقاء تسمى شغل متطرفين منا ومتطرفين منا موش حتى متطرفين لانه كاين مرات هو انك تلقى انسان هو متطرف ربما نتيجه حبه للدين ربما يلحق هو الواحد الدرجه من هذيك المغالات هذيك ويولي يدخل في اطار تاع التطرف. يوم المشكله مش في هذو المشكله راه في ناس ما يتاجروا بالدين يتاجروا به دايرينو كوميرس. يعني تخيل انت دوك الان راك شفت ربما راه حتى الظاهره راه عندكم في امريكا ربما راه منتشره راه صارت الان الناس تلقاه واحد يبيع لك في الكاشير ودير لك حلال 100% راك شفتها حلال 100% هذا مش يتاجر هذا هو يتاجر بالدين حلال 100% وكانه راهو بعث له استغفر الله يا ربي بعث له ربي تيكستو قال له باللي والله بعث له الكاشي وقال هاو الكاشي نتاع الحلال 100% قال صاحبي باللي راهو ذبح حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. قول كلام اللي عقل اللي عقل يقبله قول كلام اللي المنطق يقبله كيفاش داير لي انت كاشير وحاط لي فيه طابع حلال 100% محل تجاري يبيع فيه اشياء قال حلال 100% ادخل غمض عينيك ويعطيك بالكتبيات وخرج حلال 100% هو مانيش عارف بالك لا هو راه يجيب حتى في المشروع وراه يجيب لك فيه اشياء. إذن الأخ سمير إحنا رانا نحكي في هذه المسائل وهي كلها متعلقة بهذا الموضوع. يعني إحنا ذوك مثلا ذوك جبت لك أنا هذه القضية نتاع الكاشير هذه راه داخلة في الإطار نتاع الموضوع نتاعنا نتاع الحداثة. إذن هذه الإشكالية اللي راها موجودة ذوك الأخ سمير هذا الشيء اللي إحنا ذوك رانا نقدمه فيه كاين خلل ذوك في هذا الموضوع نتاعنا اللي يتعلق بالحداثة. يعني هل ترى ذوك راهو الخلل في الجزائر بحكم هو انه احنا رانا نتحدثوا على الحداثه في الجزائر الخلل هو في المواطن. المواطن هو ما عندوش علم ما عندوش درايه ما عندوش وعي. يا هل ترى الخلل في وسائل الاعلام ماهيش قايمه بالدور تاعها بالعكس راه هي تساهم في التضليل نتاع الشعب ومتواطئه مع هذ الناس اللي راهم هما يضربوا في القيم نتاع الشعب. يا هل ترى الخلل في المسؤولين نتاعنا مسؤولين نتاعنا ناس أميين وناس أكل عليهم الدهر وشرب وما عندهمش هما علم وما عندهمش معرفة ما مش فاهمين للعالم كيفاش راهو يجري بالتالي راه منهم اللي راهو صالة عميل للبلاد نتاعو وما على بالوش. يا هل ترى الخلل في الأسرة الجزائرية ماش قايمة بالدور تاعها بحيث أنها ماش قايمة بالدور تاع التكوين ونتاع التربية. يا هل ترى الخلل في النظم يا هل ترى الخلل في الدعاة هذو ما راهمش
يدعيوا للدين الإسلامي الحقيقي، وإنما راهم يستخدموا في الأهواء نتاعهم، وراه منهم اللي ربما راه عنده الأنا وربما راه عنده كذا والزعامة والمشيخة وكذا وكذا وكذا. ولحقنا احنا لهذا المستوى الخلل وين راهو الأخ سمير، أو الخلل في هذا الناس هذو اللي راهم درك هما رافعين الشعار هذا نتاع الحداثة إلى غير ذلك. نعم الأخ نور الدين. طيب أنا يعني حقيقة كنتما تدندناني في موضوع ماشي متعلق بالحداثة حسب وشوط لي عقلي، سأستخدم عقلي بطبيعة الحال كما منهار عرفت عقلي، منهار بلغت. شفتكم تهضروا عن الدين ما شفتوش، ما عندوش علاقة مع الحداثة، فكنا نقدر نخصصوا له ندوة وحده نتكلموا عن الدين، عن البزنسية في الدين، هل الدين يتطور أم لا يتطور، هل يتعارض النقل مع العقل، هل الدين يحجب العقل، هل يعني أمور هذو اللي كنتوا تتكلموا فيها كنا قادرين، من هم المعارضين للدين وعلاش يعارضوا الدين و و و، ولكن الحداثة أمر آخر. ولكن معليش ندخل راسي وين دخلتوا راسكم، انا الكل ما رانيش نستعمل عقلي، وعلاش اني نهضر؟ واش اني نهضر انايا؟ كش واحد قال لي قول واش اني نقول، وعلاش راني نفكر في انا انت والاخوه المستمعين، وعلاش انا نفكروا في الجزائر ما نش نستعمل عقلنا؟ علاش الناس راهي تطرطق روحها، علاش حنا ما نطرطقوش روحتينا ما نش نستعمل عقلنا؟ العقل هذا اللي راني نستعمله هو راهو يقول لي انني لازم نمشي طريقه اكاديميه كي نحل الحاجه. آه انا انتم راكم بلسانكم تقول اسمح لي احضر الدين. لا لا ما كنعطيك الكلمه، دوك نعطيك الكلمه مادام راك تحكي انت على العقل، ومادام شكون نجبد لك انا درك، فقط كنت نتحدث على شيء ونجبدوا لك دوك انت قبيل كنت تحكي على الادله وعلى شكون نجبد لك غير مثلا مقطع هاو مقال درك نبعث لك الرابط نتاعو اقراه. يقول لك هذا اسمه في المقال، ويقول أحد الباحثين في معرض حديثه عن الحداثة، الكلام نفسه اللي انت راك تهضر فيه، كمنهج فكري يسعى لتغيير الحياة، إن من دعاوي أهل الحداثة من دعاوى أهل الحداثة أن الأدب يجب أن ينظر إليه من الناحية الشكلية والفنية فقط، بغض النظر عما يدعو إليه ذلك الأدب من أفكار وينادي به من مبادئ وعقائد وأخلاق، فدام النص الأدبي عندهم جميلا من الناحية الفنية فلا يضير أن يدعو للإلحاد أو الزنا أو اللواطي أو الخمريات أو غير ذلك. عوض القرن، الحداثة في ميزان الإسلام، صفحة 47. نفس الكلام اللي راك تهضر فيه انت. ما رانيش نهضر من راسي يا الأخ سمير، تفضل. أنا وش الفكرة؟ عطينا فكرتك يا نور الدين. من بعد عاود تسمع الكلام تاعي. نو سمعت كلامك نور الدين، ما مديت لي والو، واش راك تقول؟ انا عارفه. هذا يا نور الدين، هذا في المفاهيم تاع الحداثه اللي تلخبط فيها، ونتحدى واحد يقول لي لا لا، ودوك نخوض لهذه النقطه. تلخبط فيها الحدثيون او التنويريون بين قوسين العرب والمسلمين وحتى الغربيين، تلخبطوا حاجه يرحم والديكم. ها دوك نهضروا بالعقل، حاجة ما نعرفوش وشنو هي، كيفاش نهضروا فيها؟ شكون عنده العقل ويقول لي بلاكة تاع ستوب راني نشوف فيها؟ لو كان ما نعرفش ما هي البلاكة تاع ستوب، كيفاش نهضروا شنو هي؟ هل هي ملعقة؟ هل هي بركة سباحة؟ يا عباد الله، أمر ما عندوش مفهوم ما نقدروش نهضروا فيه، ومن بعدك نولوا نقولوا الحداثة هي كذا، وحنا ما نعرفوش أصلا شنو هي الحداثة. من المفروض انا كي نقول الحداثه، المستمع اللي يسمعني تكون عنده فكره عن هذه الكلمه الحداثه، ولكن رانا متفقين انها ما عندهاش مفهوم. كل علم يا عباد الله، كل علم عنده حد، حد ما عندها تعريف. اول حاجه يا اخي كل الندوات اللي نديروها نبداو تعريف كذا او معنى كذا. لو ما يكونش عندها هذا المعنى، لو ما يكونش عندها التعريف، فالهضره تاعنا تكون بلا بلا وحده، ويخلط يخلط النجوم مع الرمل. اسكو سمعت التعريف نتاع الموضوع هذا ولا ما سمعتوش يا نور الدين؟ انا يا ما سمعتوش، ولكن انا عندي تعريف. انا علاش حبيت نسمع؟
حبيت نسمع باش ندي ونجيب نشوف واش من فكره انا ناخذ فيها. معليش ما نقدرش انا ندخل بمفهومي انا. من بعد لا 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 اسمع اسمع نور الدين اسمع خلينا نمشيو بتكنيك مليحه تقنيه مليحه. ارى كانك تلومني انا لانني ما سمعت. انا لا نعرف ما مانيش نلوم فيك يا الله. انا اللي قريت. انا نعطيك مفهوم الحداثه عند كارل ماركس، نعطيك مفهوم الحداثه عند كانت. هادو هما الناس اللي جابوا الحداثه يا عباد الله. حرام عليا في المنهج العلمي. قلت لك يا حرام. قلت لك اسمعوني نور الدين خليني نهضر الله يسرك. حرام في المنهج العلمي العقلي التجريدي، حرام في اللغة الأكاديمية أن واحد يحط مفهوم وأنا ناخذ هذاك المصطلح الكلمة ونهرب على المفهوم تاعو. يمكن أنايا لما نكون قارينه في العلم، قارينه زعما هو يكون فيلسوف أنا نكون فيلسوف، هو يكون عالم تاريخ أنا نكون عالم تاريخ، أنا أنتقده فهنا نكون يعني بذلت واجتهدت. انا انتقده ونقول كان من المفروض الاستاذ اللي خلق هذا العلم على هذا المصطلح كان من المفروض يعرفوه هكذا وهكذا وهكذا. فمن بعدك انا نتبنى هذاك الانتقاد، ولكن ما نقولش بلي انا اللي اختلقت هذا المصطلح، لا خلقوه هذاك اللي قبلي وانا انتقدته. هذه الطريقه الاكاديميه. وعلى هذيك قلت لكم جيبوا لي واحد قرأ افتح ديكسيونير اون فرونسي شوف سي كوا مودرنيزم. من قال بلي الحداثه هي مودرنيتي؟ لا، مودرنيتي هي الصفه فقط، الفعل مفهوم ومعنى الحداثه. الناس الغربيين اللي داروها هما يترجموها ب يعني الكلمه هي مودرنيزم. سي سا. وعلاش نخوضوا حنايا في هل يتناقض مع العقل؟ ما حقيقة واش ذكرت انت عن هذاك المقال اللي الان قريته لنا وما ذكرتش من صاحب هذا شكون اللي داروا هكذا زمان يعني كانوا يحصروا الحداثة، مفهوم الحداثة في الجانب الأدبي فقط، الجانب الأدبي. وخلينا باش نفهموا المفهوم، قلنا يا اخي جا من الغرب لازم نشوفوا الحالة الاجتماعية كيفاش كان الغرب، حتى الفكر الغربي أو مفكريهم جابوا هذا المفهوم الحداثة. يقول لك خلاص شنو هذه الكنيسة؟ تقول لي كنيسة كانت تقول مجرد أن الواحد يشري حاجة، تشري كيلو سكر وكان تشري ب500 تبيعه ب600 حرام. هذا واش كانت تقول لهم الكنيسة؟ حقيقة كانت محجرة على عقولهم. الكنيسة تقول له كان البابا يقول له انت تدخل الجنة انت تدخل النار، تحب انت ندخلك للنار خلصني تشوف نشري لك مرص تراب في الجنة. هاوش كانت تقول يعني كوارث حقيقة. كانوا عايشين تحت الهيمنة حتى يعني الامبراطور او حتى سلطان او حتى ملك يحط البابا قدامه، يحط البابا قدامه يعني بعد ما يكون السلطان يكون البابا، ويخاف ياخذ قرار لو كان ما يوافقش عليه البابا. لازم نمشوا بهذه التطورات، والا ما نقدروش هكا رانا في 2016 نقولوا الحدث 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 وحنا ماناش فاهمين التداعيات تاعها كيفاش تخلقت، ما هي الظروف اللي كانت جايه فيها. ومن بعد نقولوا واحد يقول لك لا هذا حرام هذا حلال، ما منصوطينش هكا. شكون من المسلمين يقول لك ما تخدمش عقلك يا انسان، ما لازمش تعرف نتيجه 1+1، او ما لازمش تعرف كيفاش تخرج من مشكل، او ما لازمش تعرف كيفاش تخير بين وشنو هو صلاحك. من قال بذلك يا عباد الله؟ ما لازمش يعني كاين تهم غير واقعه حقيقه على المتهمين، ما لازمش ناخذوها حنا رانا عاقلين يا عباد الله. ما لازمش نرفضوا هذاك العقل تاع الاسلامي ولا رجل الدين اللي يقول اسمع كل واحد يمشي عقله هذاك انسان زنديق وكافر. شكون من المسلمين عم يقول هكا؟ قلال. او لا يعني يا ربي في الدنيا الان في 2016 ما نلقاو حتى واحد. ومن الجهه الاخرى العلمانيين اللي يقولوا ولا ما نعرف انا تنويريين بين قوسين، التنويريين معناتها كل حاجه جايه من الغرب هي نور. وعلاش واش كنا احنا وشنو؟ انا ما عنديش عقل، وعلاش الغربي ينتج وانا ما ننتجش؟ وعلاش نتبع برك؟ ما عنديش عقل انا نقول سنة انتقد. اسمح لي سي محمد عطيتلي فكره، عندي عقل انا بلغت سن التمييز نهار كنت في عمري 7 سنين. خليني نميز، نعرف صلاحي، عندي قيم نمشي عليها،
عندي أعراف نمشي عليها. حقيقة الحداثة هي اللي جابت هذه المجتمعات وين لحقت فيها. هذا مفهوم الحداثة. فكيفاش تقول كان حداثة إيجابية وحداثة سلبية؟ مفهوم الحداثة اللي خلقوهم ماليهم نهار خلقوا مفهوم الحداثة، هذا الكلام اللي نحن نقوله دوكا يستطيع أي واحد يتحداني. اللي خلقوا الحداثة جابوها بشرها وبخيرها. ما لازمش كي نشوفوا حاجة مليحة مثلا نلقاو كلمة عقل نقولوا ما شاء الله، كما كي نلقاو كلمة إسلام ونلقاو واحد بقى مسلح نقولوا ما شاء الله. لا ما احنا ما راناش طنوها يا عباد الله. ماشي كل واحد يستعمل كلمة قال الله قال الرسول نقولوا الله أكبر راني نتبعوه. لا فكذلك العقل، ماشي كل واحد يستحسن العقل نقول والله حاجة مليحة. كالعسل، العسل لما يكون فيه السم ما يوليش عسل، لازم نقولوا بلي ياسر محمد هذا مش عسل، ولو أنه يبان لنا عسل، ولكن مجرد قطرة تعسم فيه تهلك تقتل. هذا يشني نقول الناس اللي خلقوا الحداثة خلقوها هكذا، خلقوها المودرنزم يقول لك لازم تحرر العقل وحدة، لازم تعيش في حرية مطلقة. يعني ما كاش حرية، حرية مطلقة ما عندها حتى قيد، ما يقيدها لا دين. خلينا ما نستعملوش العلماء اللي بزنسوا بالدين، انا حنستعمل الدين، دين تاع ربي. يعني لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعايش الان ويقول واحد لا ما تديرش هكاك، يقول له لا انا حر، يقول له يا رسول الله ولا يا محمد ترك ضد الحداثه. سي صح، هذا هو مفهوم الحداثه. فما لازمش ندخلوا الدين ونقولوا ناس متشد الدين او الناس يعارضوا. يا عباد الله سبحان الله، لو كان هكذا من رفع الحضاره الاسلاميه؟ شكون دليله انه كتابات موجوده، كتب موجوده، محاضرات موجوده، روح انت ماذا يقولون في اركون، ماذا يقولون في غيره. يبدو لي من انه راك مرات تقول بعض الاكل الاشياء هكذا كانه نور الدين. اركون دوك نقول لك اركون حداثي، صحيح حداثي. محمد اركون واش يقول لك؟ كيف يعالج النص القراني؟ هل تعلم يا نور الدين؟ يعالج النص القراني كغيره من النصوص الادبيه. تعرف شو معناتها؟ معناتها نصوص ادبيه يعرض عليها النقد، يعرض عليها ضعف الفكرة، يعرض عليها أي شيء ما يعرض على النقد، على المقال الأدبي أو نص أدبي. هكذا يرى محمد أركون النص القرآني، هكذا يعالجه. احنا كمسلمين، أنا أنت، هل تقدر تقول في أي آية جبدها من القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس تقول لا ما تدخلش في رأسك تتعارض معه؟ علاش انت لما اسمح لي احنا دوك تما رانا نتناقشوا في هذا الموضوع، لماذا انت لا تقرا هذه القراءه هذه اللي قالها اركون كلها تقراها يعني بدون ما تسيء الظن؟ لماذا ما تقولش من انه مثلا النص هذا نتاع الايه باش واحد يوصل المستوى من يعني الادب من اللغه، يلحق الواحد المستوى باش يقدر هو مثلا يفسر آية قرآنية. يعني مثلا لو واحد يعطي لك آية قرآنية ويقول لك مثلا فسرها لي، لو كان ما يكونش عندك علم باللغة العربية وتكون تفهم انت المعاني انت اللغة العربية وتكون فاهم السنة وفاهم الحديث ولحقت إلى مستوى يعني كبيرة، ربما تقدر تفهم الفهم نتاع الآية ذيك، تفهمها غلط، تفهمها ربما عكس بالشي اللي جات ليه. لو كان ما تكونش انت على بالك بنت المحكم والمتشابه وعلى بالك انت بالاسباب انت النزول وتعرف انت المدغم وتعرف انت فهمت الوقف وتعرف انت المد وتعرف انت هذه المسائل هذه، يعني العلوم انت القرآن والعلوم انت الحديث وتعرف انت هذه المسائل كامل، لماذا انت تقراها قراءة طول هو انك انت لانك ربما قادر يكون المستوى نتاعك في الادب يكون هابط، لذلك انت لما يقول هو كلمه هذيك ربما انت ما تفهمهاش، يفهموها ناس مفكرين. نعم نور الدين، انا حنجاوبك ولكن هذا راح يكون بعيد عن موضوع الحداثه.
لا 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 لا، في الدين. الموضوع نتاع معليش الحداثة. حنا لانني ذكرت لي محمد اركون، يعني قلت لك محمد اركون حدثي هاوليك وتنويري هكا يقولوا عليه، هاوليك كيف يعالج النصوص الحريه ذات هذاك الشيء. المسلم كيف يرى، ما كاش مشكل اي واحد يستعمل عقله اسمح لي يا ابو، لا 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 لا، اخ سمير معلش، يعارضني ما كاش مشكل. اخ نعم، سمير، هل ترى هو خرج من الاسلام؟ لا تسأل السؤال، وانا وهذا نسأل الموضوع ناقش. نسأل علاش دوك، لو كان دوك لما دوك مثلا هذا الشخص هذا اللي راهو يلحق هو لهذا المستوى، هذا تسمى اللي ينحي هو القداسة على القرآن، واللي هو ينظر للوسمه، معناته هذا باللي لا يؤمن بالقرآن، هذا لا يؤمن بالله، هذا لا يؤمن بالإسلام، هذا لا يؤمن بيوم القيامة، هذا لا يؤمن بالحساب وبالعقاب وبكذا. لا 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 إذا لا، كان هو ليه راهو مسلم، إذا كان راهو هو مسلم، بالتالي راهو هو من حقه، ما دام راهو ابن تيمية هذا راهو درك هو يفكر، من حق أركون باش يفكر. وإذا كان راهو هذا محمد بن عبد الوهاب راهو يفكر، من حق أيضا واسمه هذا أركون باش يفكر، لما لا؟ يا نور الدين، رانا نخلطوا هنا، رانا نخلطوا نور الدين، راك تخلط نور الدين. وعلاش نخلط؟ كيف هذوك انا نقدر والله راه لي نسمع قنبله ذريه والله ولا راه نروح لي نخلط ولا نو نو نور الدين، لازم نحترموا الاختصاص يا سيدي. نحي ابن تيميه، نحي اي واحد. انت نور الدين، انت خباب نور الدين، انا نسمع لك نهار دير تفسير بتفسير القران العظيم وتخرج كتاب، انا نقراه لما نور الدين خبابه تكون عنده الأدوات، يكون مؤهل أنه يفعل هذاك الشيء. إيه ماكش، راني نفس الكلام اللي كنت نقول لك فيه درك أنا، نفس لحظة الكلام. لحظة، هل محمد نور الدين، خلينا طول، أنا خليني نجاوبك على سؤال واحد. قلت لي السؤال الأول، أعطيك لي 4 أسئلة. قلت لي ربما محمد أركون عنده الحق. نور الدين، في الإسلام كل مسلم يعرف ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربي حط لنا العقل تاعنا في أمور قلنا ما نديباسيوهمش، ما نقدرش أنا نكذب، نعامل القرآن كتاب الله المقدس نعامله كنص أدبي وأنتقده، أنتقد هذا اللي هو يقول القرآن كلام الله، لا يقول ومن أصدق من الله قيلا. وعلاش هو راه ينتقد في ربي؟ ما راهوش ينتقد في ربي، ما راهوش ينتقد في الرسول، والدليل في ذلك هو أنه لا 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 لا، لا. شوف اسمع، لا ليش خليني نهضر، ليتك تتبع كلامي. أنا قلت لك يعالج القرآن الكريم على أنه نص أدبي فقط، حر محض، يعتريه ما يعتري كل النصوص الأدبية من نقد، ينقد كذلك. او ماشي مفهوم، انا نقول نعاودنا باش تعاودش تدور لي وتقول لي شحال تقول لي. النص القراني نص مقدس، واش يقول ربي هذاك هو؟ اي جيبوا لي اي عقل تاع مسلم كافر مسيحي ملحد، جيبوا لي اي عقل يقبل واحد انه هذا الرب اللي قالنا عبدوني وندخلكم الجنه وندخلكم النار، يقول واحد من انبياءه ذبح وليدك بالموس. قولوا له اسمح لنا انت ارهابي. لا لا، باغي نخدم عقلي هنايا. قولوا له انت ارهابي وياك راح تذبح وليدك، والله ما نتبعك. هذا واش يقول العقل ولا لا؟ لا، لماذا سلم ابراهيم عليه السلام؟ سلم واش قال له؟ ما قالوش مين باربي، وحي جاته رؤيا فقط، او جاي العيد الكبير ونتفكروها. هذه هي عقيدة المسلم. ربي سبحانه كي قلت لي انت يا قال المتشابه، واش قال؟ كيفاش عباد الله العلماء كيف يتعاملون مع المتشابه؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. زيد كمل الآية. وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا الرب اللي أنا نهضر عليه أصلا باش واحد يعرف ربي لازم يخدم عقله. يا عباد الله، هذا الطرح تاع ان يا الدين يحجب العقل ما اخ يكزيستيش. خلينا باش نفوتوا النقطه هذه، شوف اسمح لي. إيه انتو ما خطوا في موضوع اصبرني، كان ما تخوضوش فيه، انا نجاوب لا عليكم. لا 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 لا، من حقك على جل باش تعلق، ومن حقك على جل باش تدلي بالراي نتاعك، وانا راني نطرح في التساؤلات من اجل تنشيط الحوار، ومن اجل ايضا اعطاء وجهه نظر واحده اخرى.
درك انت هذا لما تقول جبد انت درك الايه هذه انت ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا راه مش انسان جهل، هذا راه انسان مفكر تتفق مع الاطروحات نتاعو او تختلف معاه. دوك كاين اللي راه هو ينظر للاسلام ينظر ليه بنظره نتاع قداسه كما نظره العجيز هذيك نتاع مسلمين مكتفين وخلاص، ولكن كاين اللي راه ينظر ليه بنظره لو كان ما هذه العلوم هذه اللي راه وصلت الناس باش وصلت للقمر، وصلت الناس درك الان راهم رايحين للمريخ، راهم ديجا حد وفريق على جال باش يروح للمريخ، دوك ماشي حتى يوصلوا للمريخ من بعد تجي تقول لي يا ربي راهو قال في القران الكريم عندها 14 قرن راهو قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات في الارض من اقطار السماوات والارض فانفذوا. روح للمريخ، روح اخدم المركبه الفضائيه، روح اطلع للمريخ وشوفه، روح اطلع للقمر وشوفه. دوك انت ما تجيش دوك تقول لي باللي درك هذا الانسان هذا راه ممكن هو راه يعالج في المساله هذيك بنظره فلسفيه. كاين واحد اللي درك مثلا يقدر لك هو دوك مثلا يشوف لك القران بشكل ادبي، يشوف لك القران بشكل فلسفي، قادر هو يخرج لك الازمنه يخرجها لك من القران. لو كان ما درك تلقى ناس اللي راهم يفكروا وتلقى ناس اللي راهم دركوا ما لحقوا الى درجه من العلم ومن النسمو، مش بالضروره هو انه دركا يكون هو راهو يبات الليل وطوله هو قائم ويبات الليل وطوله هو صائم. صح كاين اختصاص، اصبرني 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 الاخ سامير، كاين اختصاصات معاك، كاين اختصاصات معاك، كاين ناس مختصين سواء في الامور هذه نتاع السنه والحديث ولا مختصين في الامور يعني هكذا الشرعيه، هذا امر مفروغ منك. ولكن قضيه هذه نتاع انا منش نحكي لك على دوك مثلا هذا انسان راهو في اليوتيوب كما راهو كاينين واحد المشعوذين هكذا مازال ما يعرفش الفرق بين المؤنث والمذكر والله، ويجي يهضر لك هو في امور مانيش عارف انا نتاع تفسير ونتاع كذا. هذا راهو انسان راهو كان يقرا في السربون، ما راهوش انسان قال اسمه نختلف معاه، ما نقبلش بالامور اللي جاها، ولكن في المقابل ما لازمش تنظر ليه على نظره احتقار ونظره ازدراء. والله يا نور الدين ما نزدراء وعلى هكا، وعلاش تقول حاجه ما تكزيستيش يا نور الدين؟ لازم تطرح طرح في محله، ما تطرحش حاجه لم اطرحها. لم انا ما قلتش، انا قلت لك محمد اركون كافر باش تسالني ولا كافر ولا لا، لا انا قلت لك ما يسواش، ما قلتش انا هذا الامر يا نور الدين. لا سيدي باستخدام العقل، باستخدام العقل انت دوك لما تقول تقول استخدام العقل، انا من نقول الناس ما تستخدموش عقلكم؟ علاه غير محمد اركون اللي عنده عقل؟ علاه غير هو اللي مفكر؟ علاه كل نتاج محمد اركون فكري هايل؟ كما انه نفس السؤال وجهه لابن تيميه، كل نتاج فكره مليح؟ وعلاه هكا؟ وعلاش نقولوا حاجه ما قلناهاش؟ صح سيدي، صح سيدي. لا 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 لا، رانا في النقاش، في النقاش ورانا في صلب الموضوع، انت برك راك شويه مكهرب، من بعد عاود اسمع الحوار لا ما تقول لا نور الدين ما تقول شوف شوف ما تتخباش مورا، اسمح لي ما تتخباش مورا من بعدك سمع الحوار. راني نسمع وراني نتبع نور الدين، راني نسمع وراني نتبع، راك تقولني ما لم اقل. راني نتخبي من ورا الحدثه. انا انت ذكرت لي محمد اركون، انا قلت لك هذيك الحادثه كيف يراها محمد اركون؟ معليش درك انت حدنا الخلل، حدنا الخلل الاخ سمير. إيه وين راهو الخلل؟ قطعتني في فكري. خلل راهو في ما لا 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 تحشر، خليني نكمل حتى ارجوك، لا تحشر الحداثه في صراع بين عرب مسلمين وبين غرب او بعض المسلمين ليأخذوا الفكر من الغرب، ويكون هذا الصراع أنه نرسموها شغل مسرحية كاراغوز، أن العرب والمسلمين يقولوا لا لازم خلاص حجب عقولكم، ما لازمش تفكر، لازم تكون كالحيوان، والأخرين يقولهم لا لا استخدموا عقولكم فكروا. سبحان الله نور الدين، هذاك الكلام اللي كنت تقوله على هذوك الدعاة، علاش الناس كامل ما طردكش روحها؟ علاش الناس كامل ما راحتش لسوريا وردت السلاح؟ يا سبحان الله، وعلاش كنت تطرحوا هذا الطرح؟ علاش كنت تخوضوا في نقاط كنا نقدروا نخوضوها في بلاصتها، نحكوا على الدين ما نهضروا على الدين؟ صح علاش حنايا رانا اليوم ندرسوا في حداثة
حتى الان هكذا زود سوايع 22 دقيقه غير عندنا يا مازال ما حطينا لها وما نلقاولهاش مفهوم وتعريف ونجبدوا منا وهذا يقول بول بعير وهذا كيقول سواك واش هاد الفوضى وشنو هاد الفوضى سبحان الله وعلاش علاش نخلقوا صراع وين ما كاشو ما كاشو خلل وراه خلل راه الخلل راه في البرنامج الخلل في الميكروفون خلل في انا الخلل وين راه ها يا سيدي خلل في موضوع الحداثة خلل وين راهو حدد لنا الخلل وين راهو حقيقة أنا كما قلت لك أكاديميا أنا سمير لاني نهضر ربما راني غلط هكذا أنا لاني نهضر نشوف أن هذا الموضوع موضوع الحداثة لم يبلور بعد حاجة واحد فينا ما يعرفها واللي كل واحد يهضر فيها راه يحطها كما يحبها هو أكاديميا لازم نشوفها كما حبها مولاها اللي يحطها هو الأولاني فما نتكلم ما نشوفش كما نحب أنا كي نتكلم عن حاجة شيء واسمه كأس لازم نكون في موضوع الكأس ما نهضرش على البيدون على الدلو ونخلط المفاهيم لازم نعالج أمور بطريقة أكاديمية علمية ننقل الصراعات نعالج المد والجزر في التيارات اللي كاينه ما كاش مشكل ولكن هكا نشوف أنا الأمور أنا نشوف هذا الفكر هو حقيقة خيبنا دخل علينا كأمة إسلامية وإن في وقت ما كانش الأمة الإسلامية ما عندهاش حراس اللي يكونوا على الحدود يمحصوا كل الأفكار كي نقول حراس نقصد مفكرين يمحصوا كل الأفكار ويمحصوها بما أتاهم الله عز وجل من علم بما يعرفونه عن واقعنا الذي يختلف عن واقع الغير ويأخذ الصالح منها وما يفيدنا وما يطورنا وما يجعلنا في أمان وما يقدمنا وما يزدهر في حياتنا ينقلب علينا بالخير فقط رانا ناخذ عصارة يعني بما فيها المليح يعني والطالح بما فيها الصالح والطالح ونقولوا نعم لأنهم رانا نشوفهم متقدمين إذن لو ننتهج هذا المنهج نربحه أنا ما رانيش نشوف هذا هو المشكل هذا هو الخلل في الحداثة الخلل في الحداثة أصبح بين المسلمين من يسب الصحابة يقول لك رجال هما وعلاه وش فيها وعلاه هما رسل رجال يا أخي غلطوا عليه ما يغلطوش الحداثة هذه خلقت من المسلمين من لا يقدس الوحي من يرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يراها ماشي في الوحي وين في الواقع أن كل طوائف المسلمين من نهار تخلقوا الطوائف من نهار جاءوا الخوارج بعدهم المعتزلة والشيعة تبلورت من بعد وكل الطوائف يرون أن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة وين جاءوا الناس الآن يقولوا القرآن فقط على خطش السنة يهضروا فيها الناس ومنتوج بشري ويغلطوا الصحابة وشكون قال وهما ديجا أصلا ضربوا مع بعضهم بعض وما شاء الله خدموا عقلهم وجابوا لنا هذه النتيجة أنا هذا وش نشوف هذا وش عملت للحداثة الحداثة ليست هي التطور مرحبا به التطور هي في طرف الإنسان كما أن الإنسان ما يقدرش يقعد بلا ما ينام كذلك التطور فطرة في بني آدم ميزابار بغض النظر عن دينه وعن لونه عن شكله عن جنسه ذكر أو أنثى وحده يتطور المرار اللي راه تفتل بالطريقة التقليدية لو كان تلقى يكتشفوا لها طريقة أخرى روبو يفتل تقول أنا نريح وعلاش أنا نقعد نفتل هكا كون عي روحي ها روبو بيدو يفتل لي وهكذا تطور واحد ما يجي ضده
ولكن ليس الحدث هي التطور. انا هذا واش انا نشوفه الاخ نور الدين. نعم شكرا. لان الموضوع ما عندوش مفهوم. على هذيك انا شغل اليوم ماشي حصه تاع حمل الخلل ولا الحصه تاع واسمو هذاك الاتجاه المعاكس. لا 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 وبارك انا في برنامج تاع اين الخلل اين الخلل، لانه كاين هناك اشكال موجود لما نطرح موضوع في برنامج أين الخلل، بمعنى أنه كاين هناك إشكال. الدليل في ذلك هو أنك أنت عندك رأي وأنا عندي رأي والأخ نوري عنده رأي والإخوة اللي راهم يسمعوا فينا أيضا عندهم آراء، ولا شك هو أنه هذا الموضوع هذا فيه خلل. درك قضية نتاع الاستعمال نتاعو، كاين فيه من يستعمل فيه في اتجاه إيجابي وكاين فيه من يستعمل فيه اتجاه سلبي، وكما قلت لك منذ بداية نتاع الحديث نتاعي وكما كان تفضل الأخ نوري من خلال التعريف نتاعو في بداية البرنامج، من أنه المفاهيم فيما يتعلق بهذا الموضوع مختلفة، وجهة النظر أيضا مختلفة، فيه من ينسبوا إلى شخص معين، فيه من ينسبوا إلى قرن معين إلى غير ذلك، والأمور ما زالت إلى اليوم ما زالت محل جدل. تفضل الأخ نوري. إذن نردين نقطة ما أرجوك. الاخ نوري كان يكتب لي، وعذرا اخ نوري ما كنتش نقرا واش كنت تكتب، ولكن قريت اخر سؤال، ما هو البديل للحداثه؟ وجبت الاخ نوري ربي يحفظك. انا قبل ما نفكر حاجه ما هو البديل، قبل ما نوجد حل لازم اجد مشكل قبل الحل. مستحيل اجد حلا دون مشكل، هكذا الترتيب الاكاديمي لاستعمال العقل. اين هي الاشكاليه؟ جيب لي البروبليماتيك بعد ذلك نوجد لنا حل. الحدث حل لماذا؟ يعني لأي شيء الحدث هي حل لأي شيء. وأصلا راني غير نقول حدث وكل واحد فينا راه يقول حدث، وين الآن ما عندهاش تعريف، ما راناش متفقين على تعريف. أخ سامي أو هما ما راهمش متفقين على تعريف. أصبرني أنت قلت لك أنا راك كاينه بعض الأمور راك تسرع فيها، وكاين بعض الأمور ربما ما عندكش إلمام بها. شوف، لازمك تعرف خاصة في فرنسا، لأنه المرتبط بالموضوع هذا مرتبط يعني تقدر تقول بشكل كبير منه بفرنسا. فرنسا يا الأخ سمير هو أنها راها مرت بحروب، وكانت هذه المسألة كانت مرتبطة بالدين. ولعل الأمر هذا موش غير في فرنسا، راه موجود في بريطانيا، موجود في بحيث أن الناس استعملوا الدين المسيحي تحديدا، بحيث أنه صاروا يبيعوا كما يقولوا في سكوك الغفران إلى غير ذلك. درك لما جات هذه الثورة الفرنسية، أولا بداتها في البداية ثورة فكرية، بحيث أنه عندهم ناس أدباء وعندهم ناس مفكرين وعندهم ناس شعراء وكذا وكذا وكذا، وهذا جاء نتيجة نتاع سقوط الأندلس. هذه الأمور ثانية أيضا ثانية راه مرتبط بها، بحيث أنه كاين أشياء اللي تسرقت من الأندلس وراحت مشات البلدان واحد أخرى، منها من تم ترجمة نتاعو عن طريق ناس أخذوا أثمان. والمهم هما ذركا يسميوا هذه المسائل هذه، منهم اللي يسميها هو بالعصر نتاع التنوير، منهم اللي يسميها هو بالعصر نتاع الحداثة إلى غير ذلك، وبدأت تظهر تيارات فكرية. دوك المشكلة هو أنه كاين الناس مسلمين يستعملوا في هذا الشيء اللي هو صار في فرنسا واللي هو خاص بفرنسا وخاص بالديانة المسيحية تحديدا، صاروا يستعملوا فيها بنفس كما نقولوا الكيفية ضد الإسلام، وهذا خطأ كبير، لأنه احنا في الإسلام ما كانش ناس اللي راهم هما درك قال أرواح إن نعطي لك المكان تاعك في الجنة، ما كانش. إذا كان راهو يستعمل فيها واحد، راهو يستعمل فيها من أجل تضليل الناس ومن أجل الأخذ نتاع الأثمان. صحيح هو أنه كاين الناس اللي راهم يتجروا بالدين، يعني يستعمل هو في العباء نتاع الإسلام على جل باش يغلط الناس، ولكن الإسلام ما عندناش احنا هذه المسائل هذه. وحتى الديانة المسيحية الحقة
هي راها خارجة من صلب واحد. حتى اليهودية احنا رانا مسلمين ورانا نؤمن بالديانات الأخرى السماوية وراها شرط من شروط الإيمان. ولما راني نتكلم معك الأخ سمير راني نتكلم مع الناس اللي راهم يسمعوا فيها، احنا رانا مسلمين ورانا نؤمنوا بالديانات الأخرى، فهمتني؟ دونك كاين إشكال، كاين إشكال، كاين خلل. كاين الإنسان اللي راه عنده خلل في العقيدة نتاعو، لازم هو يبحث، يبحث يروح يسقسي يشوف الإشكال وين راهو. إذا كان مستحيل هو أن ربي يغلط، مستحيل، لو كان يكون يغلط ما يوليش رب، ما يوليش إله. ومستحيل هو أنه يجيب ديانة مسيحية وديانة يهودية وديانة واسمه إسلامية ويدير صراع بيناتهم ويدير حروب بيناتهم، مستحيل. كاين إشكال، كاين خلل. الإنسان المحق، الإنسان المنطقي، الإنسان اللي عنده عقل واللي يفكر، هو يستعمل العقل نتاعو على جال باش هو يمشي ويبحث ويطالع ويشوف الخلل وين راهو متعلق بهذا الموضوع نتاعنا نتاع الحداثة، أو يروح يبحث في مسائل نتاع عقيدة وراهو رايح يلقاه فيما بعد، راهو رايح يلقاه هو الخلل. إذن الأخ سمير تأكد باللي الكلام اللي راني نقول لك فيه ما راهوش غير هكذا برك، يعني رانا نطلقوا في كلام من أجل كلام. حبيت نقول لك نور الدين، صح لك معلومة، الأمر هذا الموضوع الحداثة ما تعلقش بفرنسا، لأنه قبل ما تفطم فرنسا بشكل كبير كان، معليش نقول لك، أنا نعطيك نيكولو ميكافيلي. ميكافيلي هو أول، في علمي أنا هو أول واحد اللي كان يناظر وكان يسعى إلى النهضة والتحرر من سطوة الكنيسة، وهذا إيطالي عاش في 1400-1500. هذا واش حبيت نقول لك، هو الأول اللي كان يناظر حول استقلالية الكنيسة والتحرر منها، ولكن بطريقة يعني في وقته كان شديد. الكنيسة كان بطريقة كما يقولوا سلسة، ما كانش قاسية كما في الوقت اللي جاء من بعد، من حتى طلقوا يعني السياسة كامل وعزلوا وفصل الدين عن الدولة. نعم. باش نمشي على حساب تطور الفكر الإنساني. نعم. هذا واش حبيت. شكرا الأخ سمير. تفضل الأخ نوري، حدد لنا الخلل وين راه. نعم، أولا فقط يعني عندي ملاحظة بسيطة ربما أنا نقدر يعني نضيفها بالنسبة للأخ سمير. نعم. مع احتراماتي طبعا لكل يعني لرأيه ولتصوراته وأفكاره، هو بالنسبة لهذا المفهوم الحداثة هناك تعريف، هناك مفهوم، ليس كما كان يقول غير موجود بتعريف، لا هناك. أي واحد الآن يبحث يطلع كتب، دكتورات، رسالات في هذا المجال، هناك تعريف، ولكن هناك تعريف عديدة. هذا هو الفرق، لا نستطيع أكاديميا أن نقول لا يوجد هناك تعريف، لأننا نصبح نخالف المنهاج الأكاديمي. هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية، أي باحث أكاديمي إذا تكلمنا بالأكاديمية، إذا أراد أن يتطرق إلى مفهوم معين ووجد تعاريف مختلفة عند المفكرين الفلانيين، عند العلماء الفلانيين، عند كذا، فأكاديميا لازم أن يذكر على الأقل بعض التعاريف الموجودة، ولا يجوز له أن يأخذ فقط التعريف الذي يناسبه ويميل إليه ويبني عليه التصورات ويقول هذا هو التعريف وهكذا الأمر. هذا خطأ أكاديمي. لا، حتى وأنك لو درست رسالة دكتورة أو رسالة في آخر المطاف سوف لا تقبل منك. إذن هذا من ناحية العلمية، من ناحية المنهجية العلمية. إذن احنا قلنا هناك تعريف، هناك مفاهيم مختلفة، ولكن يعني تختلف كل واحد حسب المنظور نتاعو، وهذه المفاهيم، هذه الاختلافات موجودة في مفاهيم أخرى غير الحداثة. كل يعني هناك مفاهيم تختلف فيها الأنظار والتصورات والمفاهيم، وهذا شيء طبيعي وعادي في العلم والفكر ومعترف به وشيء جميل كذلك. لكن كنت أشرت أن أي إنسان الآن يجتهد سنة أو سنتين في المفهوم نتاع الحداثة هذا، ويتطرق إلى كل المفاهيم الموجودة، ويمشي يطرح أي سؤال على الناس هذوك اللي عطوا التعاريف، يقول له هل يمكن إزاحة العقل
من هذا المفهوم يقول لك لا. إذن هناك شيء مشترك هو العقل متفقين عليه. إذن أنا أهتم بالعقل، هذا هو الشيء اللي يهمني، هذا الشيء اللي نبني عليه الذي هو يتفق عليه كل إجماع. إذن هذا من جهة. ثم ربما هناك خلط بالنسبة للمجتمع الحداثة، ربما هناك ناس ربما ما يعجبهمش هذا المصطلح نتاع الحداثة لأنه يرونه أنه مترجم من مصطلح غربي. طبعا نحن نتفق معك، ما عجبكش ماهوش مشكل، نسموه التجديد، تتفق معنا؟ إذا سميناه التجديد، يعني التجديد موجود حتى في الدين، يقول لك جدد النية، جدد التوبة. إذا ما كاش اتفقتوش معنا في التجديد، إذن أنتما يعني عندكم غلو وتشدد إلى أقصى درجة. قلنا لكم الاجتهاد ما بغيتوش، قلنا لكم التجديد ما بغيتوش، قلنا لكم نسميوها سيدي واش نسميوها، نسميوها كما حبيتوا أنتما، أعطيوه أسمية أنتما اختاروها، ماهوش حداثة، ولكن هو موجود، موجود عندنا في الدين الإسلامي. إذن لما قلنا المفاهيم كانت ترتبط كل واحد من حقبة إلى أخرى، ما احنا ذكرنا بعض الحقب ولم نذكر كلها. منهم من كان يردها الى الفلسفه اليونانيه، منهم من يردها الى العصر العباسي، منهم من يردها مثلا الى العصر الاموي، الى فيه كثير من الامور في هذا الجانب. وبالتالي هذا المنظور نتاع الحداثه بين قوسين، التجديد، الاجتهاد، التنوير، كيفاش حبيتوا تسموه، موجود في الاسلام وعند المسلمين، موجود. وإلا ما كيفاش تطور هاد المسلمين؟ تطوروا بالكسل وبالنوم وبالخذلان، كيفاش وصلوا لهذيك الاكتشافات وهذيك الإبداعات؟ بالتجديد، بالحداثة، بالنظر إلى الأمور، بالنقد إلى الأمور، بهذه الأمور وصلوا. وهو ما حدث الآن هو العكس، هو الخمول. هم هاد الناس اللي باغين العقل نتاع الإنسان يبقى دائم تبعية، قال فلان تبع فلان، ما تبعش فلان انت خارج عن الملة، انت فيك شكوك، انت كذا، انت تبقى في الجهة المعينة، انت كذا. وهكذا وصلنا الى الخمول، ولينا ما نقدرش ننتجو حتى ملعقة. اذا هذا هو الواقع، الارهاب الواقع الان، هذه داعش. هناك مفكرين الان يقولون باللي مصدر الفكر نتاع داعش هو جامعة الازهر، هو الفتاوى اللي كانت تصدر من عند كثير من الأئمة من هناك وكانوا يعتمدون عليها. إذن الواحد ما يغطيش الشمس بالغربال، الواقع هذا هو، تاخذه كما هو، والله 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 رحت نعس، ما كانش شيء آخر. إذن ما تقدرش تحلل الأمور بي 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 بأمور ما موجوداش في الواقع، يعني تصور واقع أنت خاص بك وتبقى تبغي تجد حلول لهذا الواقع. خذ الواقع كما هو، المسلمين في ورطة، في تخلف، في تدهور، في انحلال، بغينا ولا كرهنا. اللي بغى يقول له دي المسلمين راهم في تطور وراهم في إحسان وراهم ما شاء الله، هذا إما راه إنسان نائم يعني ما إلى نوم مش عارف، ولا إنسان ما بغاش يفهم الواقع، بغي يتجاهل الواقع. وبالتالي هذا هو الخلل الموجود عندنا في الفكر، لأن الفكر هو كل شيء، هو اللي يخرج منه، تخرج منه السياسة، تخرج منه المعاملات، تخرج منه الفن، يخرج منه الاقتصاد، يخرج منه كل شيء. فإذا كانت هناك اتجاهات لا تريد التجديد وتبقى الأمور كما هي كانت موجودة من شعرة من قرون، وهذا هو الشيء اللي يبقى ويعامل به ولازم نمشيو به، فهذا ماذا يريد؟ أن في المقابل لا ننسى أن هناك إنتاج، هناك معارف تجي، هناك علوم، حبيت ولا كرهت، انت حبس وبقى في الغرفه نتاعك وغلق على روحك بالمعارف نتاعك القديمه، ولكن الواقع راه ينتج، انت تحب ولا تكره. هناك امور، ادوات جديده، هناك فكر جديد، هناك علم جديد، هناك معارف جديده، هناك مناهج جديده، هناك امور تصدر كل يوم. اذا انت الا كان ما خديتهاش وتعاملت معها هذه الامور التجديد التي تحدث من خلال التجديد، وحوشت كيفاش تأقلمها وتدرجها وتدمجها في الواقع المعاشر خاص بك، فسوف ترمى إلى المزبلة. هذا هو الشيء اللي غادي يوقع عليك، وتبقى في التخلف والتدهور حتى تلقى روحك صاي سيتروطار عادة، وتبقى من جديد ترجع تبني وترجع لهذا الكلام وتقول إيه وكان وكان ولكان درت ولكان درت. إذن الأمر لازم الإنسان ينظر له بكما هو، كما هو واقع. الآن الإنسان يجي يقول لك إحنا المسلمين كذا، انظروا وين راهم المسلمين، وين وصلوا،
وصل يعني بالقشابية البيضاء وبتطويل اللحية ويمشوا يعمروا المساجد يوم الجمعة وانتهى الأمر. هذا هو يعني الإسلام في نظرهم، وهذا هو كل شيء. يعني ورانا ملاح ورانا متطورين، نسينا باللي الدين معاملة، نسينا باللي تلقى المعاملات نتاعنا كلها فيها الغش، فيها التزوير، فيها التضليل، فيها مينش عارف التعدي، فيها الاحتقار، فيها كل هذه الأمور. والله يجي واحد يقول لك هذا الشيء ما كانش، ولا كان يعني أمور هاك موجودين. شرب بول البعير موجود وفي انتشار وفي تناثر، حبينا ولا كرهنا. السحر والشعوذة موجود وفي انتشار وهو متكاثر، فكتشوفوا المقابر واش راه يوجدوا فيها. إذن هذه الأمور ما نجمش نغلقوا علينا عينها، لأن إذا غلقنا عينها تصبح تراكمات وتزيد وتزيد حتى نوصلوا ما نلقاو في الدين الإسلام تاعنا، مش الدين غير الشرويطة نتاعو فقط، ولا الشرويطة وما شادينهاش. إذن أنا أرى بالنسبة لي أن هذا هو الأمر. إذا كان ما كانش هناك تجديد، تجديد في الفكر، تجديد في المفاهيم، تجديد في المعرفة، تجديد في التصورات، تجديد في فهمنا لكثير من الأمور، حتى في فهمنا لما فهموا الناس الذي سبقونا في التفسير للقرآن. خذ كل المفسرين الذي سبقونا مع احتراماتي لهم، هم علماء اجتهدوا حسب الأدوات اللي كانت موجودة عندهم، وحسب المعارف التي كانت موجودة، وحسب المفاهيم التي كانت تسود في ذلك الوقت. ولكن الآن هذه المفاهيم تطورت، والمعارف تكاثرت، والعلوم زادت. بالتالي ما نقدرش أنا نبقى محصور في المفهوم للنصوص، بعض النصوص القرآنية حتى لا أحجج، كما فهمها ذلك المفسر. هذا هو الشيء اللي وقع، هذا هو الشيء اللي راحنا فيه، هذه هي الطامة الكبرى بكل صراحة. إذن هذا العقل الموجود عندنا لازم نخدموه كيفاش نفهمه بعض الأمور. وهناك الآن ربما راكم شفتوا في الفيديوهات على اليوتيوب، هناك مشايخ، هناك منهم الآن في 2016 فيه شيخ يدعي أنه شيخ يقول لك الشمس هي التي تدور على الأرض. واش راح تقول له انت؟ كان يقول لك لا هذا واحد، هذا راه شيخ، راه يدعي الإسلام، هذا راه يهلك ناس، راه يدي معه أمم، كيفاش غادي نسكت عليه وتقول لا غير حالة كذا؟ كيف انت الإنسان لما يوصل بهذا الفكر نتاعو الجمودي المنغلق المنحط، الفكر اللي هو يدغي التخلف والوراء، واش بقى نزيد نقول له؟ يعني نقول له زيد راك مليح ونتبعوه ولا كيفاش؟ قلنا الاخوه الكرام، انا اظن انه نحن الان لما ندعو الى العقل، وندعو الى الحداثه او التجديد او الاجتهاد، نحن لا ندعو الى هدم الدين، والله هدم الموروث، والله 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 هدم التفاسير القرانيه، والله العلماء، لا بالعكس، نحن نريد تصحيح، تجديد، تعديل، وهذا شيء وارد. فإن لم تصحح وتعدل وتفعل ذلك فماذا تنتظر؟ ما تنتظر إلى الهلاك، يعني ما تنتظرش حاجة أخرى، تلقى روحك في في في, في يعني في 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 دي في ديل السفينة، يعني في الوراء الوخر، وراء إلى الوراء. وبالتالي أنا أرى الخلل يكمن بالدرجة الأولى، هو كيفية تجديد فكرنا. الآن مثلا نتكلم على المجتمع الجزائري، ما عندناش مدرسة فكرية، نكونوا صريحين، ما كانش هناك مدرسة معروفة، أي مدرسة كانت فكرية عندها مناهج معينة، عندها علماء معينين في كل المجالات، تقوم بدراسة العلم في كل المجالات، تقوم بدراسة الإنتاج الفكري، الكتب، كل هذه الأمور، وتسير الأمر فيه. ما كانش. إذن هذا هو الخلل. وإذا ما موجودش هذا، الناس واش راح تدير؟ هتولي تستورد كل ما هب ودب. وبالتالي إذا كانت الناس تستورد وكل واحد يمشي في جانب معين ويأخذ من هب ودب، ونوقع فيما نقع، ما تجيش تلومه وتقوله لا وكذا وكذا. الخلل موجود هنا. الناس، المجتمع اللي ما عندوش مفكرين تاعو، ما عندوش مدرسة فكرية خاصة به، هي التي تسير، هي التي يعني تدرس، تحلل، تنقب، تحلل، تزيح، ما تعتبروش مجتمع، اعتبروا تابع لمجتمعات أخرى، حبينا أم كرهنا، سواء كان ذلك في المجال الفكري أو الثقافي، في المجال الديني، في كل شيء. إذن إلا بغينا احنا نطور أنفسنا فعلا ونحاول كيفاش نعالج هذه القضايا المطروحة التي أدت بنا إلى ما يحمد عقباه،
فلازم أنه نعتني بهذا الجانب، ما كانش حل آخر. اللي عنده العصا الصحية وقال غدوة ساي غادي يولي كل شيء يتقدم يقول الناس دي. هذا ما كان، أنا أراه هكذا، هذا ما لدي أن أقوله. شكرا الأخ نوري. الأخ سمير باش نزيدو شوية نهرجوك شوية. شوف أنت تقبل الحدث نتاعنا، اسمع تقبل الحدث نتاعنا ورا الحدث نتاع أدونيس والأداء نتاع اسمها فلعبابسة ولا زهوانية، واش هي الحدث اللي تقبلها أنت؟ بارك الله فيك الأخ نور الدين، إن شاء الله تكونوا يعني وسعتوا خاطركم معايا لا لا جاوبني جاوبني الحدث، اسمع الحدث اللي نحكيو لك عليها احنا ولا الحدث نتاع عموما نتاع الغرب هذه ونتاع وسو توجيه الحدث اللي تقبلها. انا ساتحفظ عن استعمال المصطلح ولكن ساقول المعنى. لا 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 لا, لا هذوك نجيب لك مصطلح، كي تجاوبني نجيب لك مصطلح واحد اخر. انا واش نحب انت لا لا انت جواب نعم ولا لا، اسكو تقبل الحداثه اللي احنا رانا نحكيو عليها بالتعريف نتاعنا هنا بالفهم نتاعنا هنا، والله الحدث اللي راهم يدعيوه ليها هما الحدثه واحده اخرى. انا اصلا يا نور الدين مانيش موافقكم على اللي راكم تقولوا فيها، انا لا ارى ان الحداثه كاين ايجابيه وسلبيه، انا فقط من تعريفات الناس اللي خلقوا الحداثه شفت تعريفاتهم فيها خير وفيها شر، انا ننحي هذاك الشر. انا واش نقول راسي واش يقول لي، ربما اني غلط، كل حاجه فيها صلاح. هل كاين تعبير اكثر من هكذا؟ كل حاجه، كل يعني حاجه تشمل كل حاجه، كل حاجه فيها صلاح للانسانيه. واش ما هو الصلاح؟ واحد يقول لي شنو هو الصلاح؟ هو نجلب الخير وادفع الشر. ايوا حاجه تردي ربي سبحانه مرحبا بها، بل هي المطلوبة، ماشي قالها تكون لا ديرها ديرها، بل هي المطلوبة لازم يديرها الإنسان. هذا واش نحب جاوبتك نور الدين. هذا الشيء اللي احنا رانا نقوموا به. دونك انت مثلا تاخذ مثلا مصطلح واحد اخر، راك تسمع فيا؟ راك تسمع فيا الاخ سمير؟ نعم. تأخذ مصطلح واحد آخر مثلا الديمقراطية، ديمقراطية درك إذا أنت مثلا تهز أنت مثلا المصطلح أنت الديمقراطية هذا وتروح أنت تسقط على ما هو موجود في الجزائر، تحب أنت درك مثلا عن طريق الديمقراطية هذه أنها تكون حريات وهو أن يكون تنافس، وأنت راك مقتنع وراك على بالك بالشعب الجزائري هذا وشكون هو. المشكلة مشكلة في الديمقراطية، مشكلة في الاستخدام نتاعها. نفس الشيء بالنسبة للحدث هذه دركا، كاين اللي راهو يستخدم درك هذا التطور هذا يستخدمه فيما ينفع الناس، وكاين اللي راهو يستخدمه فيما يضر الناس. حنا نحوسوا على الاستخدام نتاعو فيما ينفع الناس. قضية نتاع ذوك المفاهيم الأخرى هو أنه كيفاش يستخدموه الناس فيما يضر الناس، حنا ماناش مسؤولين عليهم، حنا مسؤولين على الحدث اللي رانا نأمنوا بها حنا، واللي احنا نحوسه هو انها تساهم في تطور المجتمع الجزائري وتساهم في النهضه نتاعو. قضيه نتاع الحدث هذوك اللي راهم ينظروا ليها هما بالنوع هذاك اللي كنت تحكي عليها راه مردوده عليهم، هذيك حنا ما تعنيناش. ولكن المعنى اللي كنت تقول انت لا يسمى حداثه، هذا واش راني نهضر ودندن من الصباح، راني نقول لك هذيك ليست حداثه. تطور نعم، ازدهار نعم، نمو نعم، في كل النواحي حتى في نمو العقل نعم ما شاء الله. هذا النمو اللي نسميه التطور لا يسمى حداثة. هذا واش راني نقول يا نور الدين، هنا وجه الاختلاف. احنا مختلفين مديبي من المبدا تاعنا من التعريف، هذا ما كان. فانا مشيت الحوار يعني انت اللي مشيتو ربي يجازيك باش نورو الناس باللي الحمد لله يقدر يمشي حوار وين تكون فكرتين هكا وحدة يعني تزاحم في الأخرى. أنتوا ما مشيتوه بالمفهوم تاعكم وأنا مشيتوه بواش أنا نقول. بعد خلوا الناس يسمعوا. أخ سمير نعم نرد قلت لكم من بعد الناس راهم يسمعوا
والفكرة اللي اقتنعوا بها مرحبا بها. الله يبارك فيك، هذا هو مليح كي تكون تنوع كما قلت لك. كان عندي خلاص السؤال تاعك نورديك، سؤال حول الخلل. لا 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 لا، انا ما كانش عندي تدخل حول الخلل، انا جاوبت عليه مع الاول. انا فقط يعني الاخ نوري احيانا يذكرها كمواضيع ربما يحاول انه يوقع امثله، ولكن انا نشوفها غير مطابقه فاستدعيني انني ندخل. لا اله الا الله. الاخ نوري مثلا، الاخ مثلا قضيه بول البعير انت ذكرتها على سبيل انك تنفيها، ما شاء الله انا اثبتها لانها مذكوره في حديث صحيح في البخاري. انت او اي واحد اللي ينكرها ينكرها لانها مقززه، لانها تضحك. انا نقول هاد الناس اللي ينكرونها قل لهم سمير ومستعد انه يكفر بها. كيف؟ نستعمل عقلنا فقط. حديث بول البعير انهم جاءوا ناس يسلمون، قبيله جت تسلم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وهما قعدوا ايام فقط بعد ما قبلوا الاسلام، قعدوا ايام فاذا بهم مرضوا، جاهم مرض. هذاك المرض لي سيمبتوم تاعو، خلينا نهضروا باللغه تاع دوكا، الاعراض تاعو وموصوفه في الحديث. قالوا له يا رسول الله شوف وسرنا، هوش ولنا، هوش عندنا، وش عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قعدوا في بلاصتكم ما تحتكوش مع الناس، وهاوليك خرجوا في البلاصه الفلانيه قعدوا تماك، تما كاين الابل ترعى، اقعدوا شربوا، ما على باليش شحال نسيت الحديث، اقعدوا شربوا من ابوال البعير. داروا واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ براو وجاوا للمدينه، راح لهم هذوك لي سيمبتومز كامل، ما شاء الله. انا نقول انا مستعد انني نكفر ونقول صح البخاري خرطي كامل. الناس هذو اللي يقول لك ما كاش منها والسنه ما كاش منها، فقط يستعملوا عقلهم، هما العاقلين يستعملوا عقلهم، يروحوا يشوفوا لي دكتور ولا في هذا الزمان العلم الطب في هذا الزمان، يشوفوا هذوك لي سيمبتومز يعني تنطبق على اي مرض، ويسموا هذاك المرض، ومن بعد تيك ياخذوا بول البعير المخبر يشوفوا اسكو بول البعير يقضي على هذاك الفيروس ولا البكتيريا اللي هي خلات هذاك المرض يكون في هذوك الناس. واذا لقاو باللي بول البعير ما يدير والو خرطي برك، نقولوا ما هذا حديث ضعيف، لا ما نشوفوا السند الزهري ولا نقولوا ارواح سفيان بن عيينه ولا ما كان لها، نقولوا حديث ضعيف خرطي يا البخاري تاك غير تخرط علينا. علاش ما تستعملوش عقولكم؟ علاش تنكروا حاجه تسرعوا تنكروا؟ لماذا يا عباد الله؟ هذا وحي، هذا وحي يا سيدي. شك عندك الحق، شك يا سيدي، تشكك في ربي وتقول هذا ربي موجود ولا لا؟ لا اسمع الاخ سمير، اصبر شويه في النقطه هذه وندخلوها في الموضوع تاعنا تاع الحداثه. علاش هذو درك مثلا، هذو درك نتاع الغرب في امريكا في فرنسا في المانيا في استراليا في اسبانيا في ايطاليا في دول كبيره، وين انه راها مستشفيات كبيره واطباء كبار، راهم هما يعالجوا في بعض الامراض بالسموم، بالسموم، وهذه يشوفها الخاص والعام. ايضا يعني في امريكا تحديدا، ولعل الفيديو نشرته على الصفحه نتاعي في الفيسبوك، لعل بعض الاخوه راهم شافوه وراه منشور. يعني هذا انا ما جبتوش من راسي، صوروه هما، كان منشور اعتقد في البي بي سي الله اعلم، وين انه يجي واحد يعني مواطن امريكي ويجي دايرين دي طوالات حاشاكم، ويجي هو للطوالات ويتبرع يوميا، يجي يتبرع بالبراز نتاعو هذاك حاشاكم الخرا نتاعو، يتبرع به، وهذاك البراز هذاك يداويو به هما نوع من الامراض. درك انت بدل من انه هذو دوك المسلمين هذو، احنا نتحدثوا عن الحداثه،
بدل من أنه يقولوا تشربوا بول البعير، لماذا لا يكتشفون هما من بول البعير هذا والحديث هذا اللي أنت كنت تحكي عليه، يوصلوا هو أنه من بول البعير هذا يديروا، قال ما على باليش أنا سيروم، والله يديروا ما على باليش أنا كما يقولوا برا، وهما يدووه بها هذا، والله يدووه كونسير، والله ما على باليش أنا حاجة مرض مستعصي اللي هو يعالج بدول البعير، علاش هما مازال هما يشربوا فيه، يشربوا فيه الناس. هيا تفضل، تفضل الأخ سمر. نعم الأخ نور الدين، أنا موافقك. أنا علاش لا أتريث، يعني بعقلي لماذا أتسرع؟ أنا عندي ثروة من المعلومات. حبس قبل ما نقول واش عندي، سيكوا الدين؟ الدين هاي نحو الإسلام، ماشي الإسلام. سوا ديزو حنا رانا من بني إسرائيل، ما معنى اليهودية يا عباد الله؟ ما معنى الدين هذا؟ سيكوا هي رسالة من عند الرب اللي خلق آدم، وحنا ذرية آدم. هي رسالة تقول هذا العبد المسكين اللي ربي يحبه، قال له شوف يا عبدي، حطيتك في هذا الأرض ما تعرفش بلا كيفاش تعيش، وخلق الإنسان جهولا. ربي هذا اللي عرف من رحمته وفضله على الناس كامل، بغض النظر عن فضله على المؤمنين سبيسيال، أنه يوري لهم يقولوا هاي الطريقة اللي تمشي عليها، هاو كيفاش تاكل، هاو كيفاش تشرب، باش ما يجيكش المرض في البرد، هاو واش دير، هاو واش لازم تعمل كي تكون في الحاله الفلانيه، هاو لازم. هذا هو الدين بصفه عامه، هذا هو الدين، هذه هي الشرائع. ربي ما درناش هكاك باش يتمسخر، هكاك يا امشي منا روح منا ودور منا، دور 7 مرات واسي هادي، صلي 5 مرات. هذا سي با عبث، ماشي عبث يا عباد الله. الرساله تاع ربي هكا، هذا هو معنى الدين كامل، كسوا يكون يعني الرسالة اللي نزلت كامل على الرسل. احنا من المفروض عندنا ثروة ما رناش نجيبه مع عقلنا. وشوفوا خلينا هذا الدين اللي هو ليس نتاج فكر بشري. القانون اللي داروا، أول واحد دار القانون هو حامورابي، هو أول بشر دار القانون الوضعي. الآن رجال القانون للآن حتى تخلص الساعة، إلى قيام الساعة، متيقنين أن كل القوانين فيها فراغات. لماذا؟ كامل يقولوا هما هادو من نسع القانون، يقول لك لأنه نتاج فكر بشري. يعني لما الرب الخالق العظيم اللي هو نهار يدير قانون ما يكونش فيه فراغ، ما يكونش فيه ديفو. علاه؟ لأنه ماشي فكر بشري. علاه؟ لأن البشر يعتريه النقص، يعتريه النقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا من كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كبشر، لأنه يوحى إليه، لو كان ما كانش نزل عليه الوحي هو كان يؤخذ منه ويرد. كل واحد أيده الوحي فقط على هذيك اللي كلامه يكون وحي. هذا باش نشوفوا بين الفكر البشري واش يمد للإنسانية كامل، والرب اللي خلق رب الإنسانية واش يمد لهم. فاحنا علاش نستعاملوا مع هذه النصوص سوا ديزون صح او سوا ديزون فو، هاي نمشوا بالمنطق. علاش ما ندرسوهمش يا سيدي؟ ندرسوهم ونشوفوا بعد نقول الحمد لله. قبل ما نقولوا للقور باللي هذا دواء، والله غير انا اكتشفنا باللي خرطي، هاي هذا حديث ضعيف. علاه؟ بينما يا نور الدين وشنحن ولكن لا سامحني الأخ سمير في هذا النقطة بالذات. فرق بينه هو أنك إذا كنت مثلا تطرح هذه المسألة طرح علمي وطرح أكاديمي، هو أنه تخصص لها قال مثلا مخبر، علاش أنت تنتظر باش الأمريكان هو يجي يدير لك مخبر؟ لماذا هذه السعودية، لماذا هذه مصر، لماذا هذه العراق، لماذا هذه سوريا ما يديروش هما مثلا ما يديروش هما قال مثلا مخبر في هذه المسألة؟ قال قرأوا هما حديث، حتى هما يخليوا دعاة يصوروا للناس شربوا البعير كما اللي راهو يشرب في الكوكاكولا، ولا راهو يشربوا في أورانجينا، يتسمى. فهمتني؟ نعم نور الدين، أنني معاك. أنا شوف نلخص لك هذه الفكرة تاعك في مناقشة حتى بيني وبين أخ سعودي هنا، تلاقيت به و somehow هكا مشى بينا النقاش.
حتى قال لي لا غير ما شاء الله السعودية يعني بلد متقدم، قال لي ما خصنا والو وكذا وكذا وكذا، وحقيقة الدخل قال لي ماشي محتاجين والدخل كاين ما شاء الله. قلت له اسمح لي كون على أرى ذلك، قلت له أنا نشوف نقول لكم أنتم صح متقدمين، نقول له كان ما نشوفش السعوديين يجوا يداولوا هنا في أمريكا. نهار السعودية تكون طيارة تاعها مخدومة في السعودية، نهار السعودية سلاحها يكون في السعودية، نهار البابر تاعها يكون مصنوعين في السعودية، نهار دواها يكون مصنوع في السعودية، نهار نتاج الفكري تاعها يجي من تماك وين يتبناوه دكاترة هنا في هارفارد ويقولوا قال الدكتور محمد مانيش عارف واشنو الشقيري ولا لا أدرينا أي اسم هكا قال جابنا نتاج فكري مليح، نقول تماك نقول راكم رياد راكم في هناء. اما انت يعني الغرب يصنع لك سلاحك ما تقوليش راك متقدم. هذه الفكره اللي راك حاب تقولها، انني معاك انا هذا نعم ما نعم هذا كيفاش درك الناس تصلي في صلاه الاستسقاء والمطر تصب في الماريكان؟ كيفاش الناس تقرا في الحديث هذا نتاع واسمه نتاع كذا، والناس يستعملوا فيها قال صوموا وتصحوا مثلا حديث؟ نعم ايه الناس تقرا في نعم. صبرني اسمعني الافكار اللي راني نهضر لك فيها. كيفاش الناس تقرا في الحديث نتاع صوموا وتصحوا والناس تروح تدير بالصيام هذاك تولي تستعمل فيه هي للصحه، لما يجوا يديروا واحد عملية جراحية يروح يقول له صوم؟ فهمت؟ ناس تقرأ وناس تفهم، ناس تقرأ في أشياء وناس تقرأ في قال نتاع واسمه اقتربت الساعة وانشق القمر، وناس طلعت القمر ولقات القمر منشق. فهمتني واش راني نقول لك؟ دوك الناس هاو المشكلة وين راها درك الأخ، كاين إشكال، كاين خلل يا الأخ سمير. راني معاك الأخ نور الدين، أنا صدقني نهار كانوا يديروا مثال فقط صغير وعليه المقاس، نهار كانوا يديروا في صالة الاستسقاء في الجزائر، أنا كنت نكتب أنا في الفيسبوك نقول يا جماعة كيف تصب عليكم الشتاء ونلقى مرأة ناقدة مع دراريها برا، اقسم بالله لو كان يصلوا رسل يجوا الجزائر ويصلوا الاستسقاء بالك ما تصبش الشتاء على بالي بلي تزيريين وين الزوالي، يقول لك زوالي وفي رمضان وين تطلع اسعار كامل مواد غذائيه وياكلوا كامل اللحم وتخلوا ناس يرقدوا في الطرطوار، تحبوا ربي تجيب لكم الشتاء؟ السر ماشي غير صاله الاستسقاء، السر في المعامله، السر في الحسنة. شفنا عندنا في ديننا أن المجرد أن الواحد يدير حسنة تتفاصى ذنوبه كامل، ما متكون هذه اللي دارت حسنة وشنو هي؟ شربت كلب فقط، وكان العمل اللي ديروا أنها مومسة يعني الخدمة تاعها غير البغاء، ربي سقط لها كامل الذنوب تاعها مجرد أنها سقط كلب. ولكن الكلب ذكره في الجزائر راهم يعايروا به يا راجل، هذاك الرجل اللي قاعد يأذي في الحيوان في هذاك الفوكس الثعلب اللي كلاله ولات ستايل هذه دولة مسلمة، واحد يضرب الحمار على خطش الحمار ما نش عارف واش هرس له ولا يضرب فيه للراس. لكن نهار نشوف في واحد يضرب في الجمل بالطوموبيل تاعو، هذه الجمل اللي احنا نقراو فيه في الآية هو قال ربي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قادر واحد ذوك يجي لك واحد من هذو من أعداء الدين يقول لك شوف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، فهمت؟ يجيبها لك ويحاجك بالقرآن تاعك، لأنه نعم كاين الناس راه تشوه في الدين وتشوه في الإسلام وتشوه فيه بالأفعال. شوف لو يدرك الغرب هذه الأسرار اللي ربي سبحانه خزنها بين يعني كلمات الوحي، والله العظيم غير يهربوا علينا، احنا وفي يدنا سبحان الله. كما قلت انت نستناو حتى يلقاو حاجه نقولوا ايه هذه عندنا في القران، وحتى هذه فيها كلام يعني ما خلينا بعد كنهضروا عليها. احنا رانا بعاد كل البعد، احنا ما البوصله تاعنا مخربطه كامل، ما عندناش بوصله، عندنا حقبه رانا نمشوا بها. رانا مبحرين يا نور الدين، ما راناش مكونين يا نور الدين. نختموا البرنامج، نزيد
نزيد نقول فكره، نقول فكره للناس اللي يضحكوا على بول البعير. انا شوف اقسم بالله هذا غيب ما نحلفش عليه، بصح هاد الناس بالذات لو كان امريكا تكتشف في بول البعير حاجه وتحطوا دواء والله العظيم غير يسكتوا. وعلاش ما يقولوش دوك الامريكان؟ اسمع، لو كان واحد يكون مريض عنده الكونسر ويقول له راه ما عندك حتى دواء الا شرب بول البعير، يشربوا ولا ما يشربوش؟ يشربوا يا نور الدين، يديروا له اسبع يقطعوا اسمه ويديروا له ديغوت كل يوم، يديروا له قطره على خنفه. يا نور الدين، يا قلتها انت هذيك القصه اللي قلتها، ونزيد كل هذا واحد من هذ الناس اللي راه من دار النار كامل وهم مستعملين هذه المساله هذه، كون شوف كون والله يولي يقطروا له. انا يا نور الدين والله خطره كتبت، قلت خساره ان الامه الاسلاميه تضحك على حديث صحيح هكا بلا ما تدرسوا بلا ما تحللوا. قلت لأنهم فعلوا هذا الشيء ابتلاهم الله عز وجل، كما كنا نحضر ونناظر أن المواد الغذائية جينا من عند القور، رانا ما لا نأكل واش يحط الخنزير وما على بالناش كامل، رانا نأكل واش يواسي الخنزير، المسك منين، العسل منين، ما هو أصل العسل يا من تتلذذ بالعسل، منين يجي العسل، وروح قول سكوا العسل، المسك منين يجي، ماشي هو براز الغزال ولا براز العنبر الحوت العنبر، وعلاش تديروا هكا وتقول الريحه ما شاء الله اني معبق نفسي في سبحان الله، علاش نحجروا على نفوسنا، خلينا نكونوا منفتحين، خلينا ما نتسرعوش الى اطلاق الاحكام، خلوا العقل يخدم، خلوا الراس هذا اللي البرين الماده الدماغيه اللي عندنا خليها تخدم. بين قوسين على المادة الدماغية، أوباما في العام اللي فات وقيل أو هذا العام نسيت حدد ميزانية، دار ميزانية، هو أول أظن أول سبقات اليابان في الحرب العالمية الثانية، ما كان لها نخوض لها التجربة، حدد ميزانية كبيرة يدرسوا العلماء ويبحثوا في الدماغ، واش كاين داخل الدماغ، كيفاش يفونكسيوني، كيفاش الألم، كيفاش كلش ما يتعلق بالدماغ، باش ما نقولوش راهم هما غير في الفضاء والمشتري، راهم ما يطلقوا حتى حاجه لو كان يلقاو هذا. وسمحوا لي وبارك الله فيكم، وشكرا كي وسعتوا خاطركم معي. شكرا الاخ سمير. الاخ نوري دير مداخله اخيره، كش ما تقترح حلول فيما يتعلق بالحداثه، وش هي الحداثه المطلوبه في الجزائر؟ تفضل الاخ نور. نعم، انا اظن ان الاخ سمير جاوب نفسه بنفسه، يعني في نهايه المطاف هو أعطى التعريف تاع الحداثة وأعطى الخلل وأعطى كل شيء بالمثل تاع شرب بول البعير، وهذا المثل الإنسان كي يتمعن فيه يلقى كل شيء موجود فيه. فأنا أطرح سؤال الأخ سمير مثلا، مع احتراماتي ليه، يعني أنت لما يمرض لك الإبن تاعك بالمرض اللي مرضوا به الناس هذوك القوم هذوك اللي مذكورين في الحديث، تديه للمستشفى ولا تشربه بول البعير؟ إذن هذا هو اللغز، هذا هو المفهوم اللي رانا نقصدوه. ما ناش ضد الأحاديث ولا ضد السنة، السنة على رأسنا. إحنا نحوسو، كان بعض الأمور ما نحوسش يستهزئوا بنا بعض الأئمة، يقول لك يجمد الحداثة، يجمد التجديد، الاكتشافات من بعد كي تمرض يقول لك شرب بول البعير. إذن علاش أنت ما وصلت بالأموال اللي عندك بالوقت هذا اللي مر 14 قرن ما وصلت تكتشف مثلا هذا الأمر إذا كان صحيح، والله حديث موضوع داروه الإسرائيليين ويكتبوا علينا، باش إذا كان صحيح فعلا يديروه كاشيات، يديروه سيرو، يديروه ما إنش عارفوش يديروه ويشربوه الناس ويداووا به، ولكن غير أكاديب دخلته وداروه أحاديث موضوعة نبقى لهم الحساب وتهنى الأمر منتهى الأمر. إذن أنا نظن باللي جاوبت نفسك على نفسك هذا الأمر، وهذا هو الحداثة. الحداثة هو أنك، أو التجديد هو أنك كيفاش تتعامل بالأمور بالشكل المعاصر. إذا كان أنت موجود الآن مستشفيات عند السكانر من آخر طراز، عند يعني الأدوات اللي راك تشوفها اللي وصلوا لها الآن، وأنت وناس مازال يقولوا كي مرض بحد المرض ما يقولوا مروحوا شربوا البول البعير، اسمها استهزاء بالبشر، موش استهزاء بالسنة ولا استهزاء بذاك القوم. هذاك القوم لو كان نفرض هذا الحديث صحيح
كانوا في الصحراء خالية، ما عندهم لا علم لا فهم لا أدوات لا مستشفيات، هذا هو الحل، ما عندهم شي حاجة أخرى، يشرب البول باري الموت. ولكن الآن لا، هار عندنا سبحان الله علم، عندنا أموال، عندنا مستشفيات، عندنا أطباء، عندنا خبراء، عندنا أدوات. لا يصح الإنسان يقول هذا الكلام، وإذا قاله راه يستهزئ بالبشر. هذا هو يعني مقصد الكلام. لو نأخذ مثال برك الأخ نوري. نعم كمثال يعني. مثال برك على قضية نتاع مثلا السم. السم راه يداويو به. السم يداويو به. استعملوه من أجل التخدير ولا من أجل كذا. لو مثلا قال يجي واحد من هذ الناس اللي عندهم فهم سطحي والله عنده تخلف، نقدر نقوله تخلف ذهني، يقول لك ما دام راه السم راه يعالجوا به، يروح يجيب واحد يجيب له حنش والله يحط له عقرب قدامه، بدل من انه يدير له في السمو نتاع التخدير هذيك عمليه جراحيه، يحط له حنش يلدغوا ثم والله وانتهى الامر. هذا الامر موجود حاليا الان في المجتمع الجزائري في بعض المناطق، ان العقرب لما تلسع انسان يقولوا عند بعض الجهات يدقها ويحك بها المكان اللي ساعته فيه، موجود ربما كان الإنسان اللي يسمع بهذا الكلام. ولكن هل يبقى سائل المفعول؟ الآن مثلا فيه إبر خاصة بهذه الأمور، يعني هذا هو معنى التجديد، هذا هو معنى الحداثة، كما هو موجود في الطب، موجود في الفكر، موجود في الثقافة، موجود في الاقتصاد، موجود في السياسة، كل هذه الأمور يدخل فيها هذا المعنى التجديد ومعنى الحداثة. إحنا هذا هو الشيء اللي نقصده. نعم. لا نقصد يعني مهاجمة. نختم البرنامج جدير مداخلة أخيرة، وش ما تقترح حلول هكذا فيما يتعلق بالحداثة في الجزائر باش نختم إن شاء الله البرنامج. هو يعني في نهاية المطاف كما ذكرت من قبل حتى يعني إلى أوتيل الكلام، أنا أرى أنه من الضروري وضع مدرسة فكرية خاصة بمجتمعنا الجزائر. نعم تقدر تكون يعني عندها احتكاك بالمجتمعات الأخرى، أو تكون يعني مشتركة مع مجتمعات يعني تناسبنا، ولكن يكون عندها مدرسة. هذا شيء يعني مدرسة هي كما يقول المادة الخام التي منها ينتج كل شيء. وبالتالي إذا ما كانش عندنا احنا مدرسة فكرية في هذا الأمر تنتج الأفكار، تساهم في يعني في كل الأمور يعني التي تصدر، تنقحها وتعالجها وتجددها ويعني وتحدثها، فنبقى يعني جامدين، نبقاو جامدين ما نديرو أي شيء، نبقاو دائما نرجعو نعالجو الأمور بالأمور التي كانوا يعالجونها 14 قرن من قبل، يعني وكأنه هذه 14 قرن مصدر فيها أي شيء، لا علم لا معرفة لا تجديد لهم يحزنون. هذا هو حسب رأيي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ نوري. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة هذه والنقطة نتاع الخلل، أنا نوافق الأخ نوري فيما يتعلق بنقطة نتاع عين الخلل في موضوع نتاعنا اليوم هو يتعلق بالفكر، والفكر هذا كي نقوله الفكر قادر يكون حاكم ومحكوم، بسم موش خاص قال مثلا بفئة معينة هكذا. فيما يتعلق بالموضوع نتاعنا نتاع اليوم نتاع الحداثة، قضية نتاع الحلول كما كنت قبل أن نتكلم، وبطبيعة الحال هذه عندي قناعة راسخة من أنه فيه ناس راهم دركوا ما يستخدموا في هذه القضية من أجل ضرب المجتمعات ومن أجل ضرب الاستقرار تاعها، من أجل ضرب العقيدة نتاعها إلى غير ذلك. وفي المقابل فيه ناس اللي راهم هما درك يستعملوا في هذا التطور وفي هذا التجديد بين قوسين، لأنه مثلا لو تشوف مثلا درك حنا في بيان نتاع أول نوفمبر، من بين المبادئ نتاع أول نوفمبر هو بناء نتاع دولة جزائرية عصرية في إطار المبادئ الإسلامية. هذه مبدأ من المبادئ نتاع أول نوفمبر. فالجزائريين هما عليهم هو أنه يبنيوا هذه الدولة هذه اللي تحدث عليها البيان نتاع أول نوفمبر، وإحنا لما نجيبوا حاجة نديروها في إطار، لما نأخذوا الديمقراطية في إطار جزائري، لما نأخذوا الحداثة ديروها في إطار جزائري، في قالب جزائري.
وغيرها من الامور اللي درك راهم هما نجيبوا الحريات نديروها في اطار جزائري، ما لازمناش حنا نهزوا الحريات في امريكا والله في فرنسا والله في كندا والله في اي دوله ونهزوها ونطبقوها على المجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري عنده الجغرافيا نتاعو الخاصه به، عنده الثقافه خاصه به، حنا رانا مخلطين عرب وامازيغ راهم شويه وقبائل وبني مزاب وتوارق وكذا وكذا وكذا، وعندنا الاطار اللي يجمعنا كي نديروا حاجه نديروها في الاطار الجزائري، وهذا الشيء اللي حنا رانا ندعيو له وشي هذا اللي رانا نعملوا له حنايا. اما درك اذا كان حاجه هكذا بمفهوم غربي هي خاصه بهم، حنا نهزوا الشيء اللي هو ينفعنا، ينفع المجتمع نتاعنا، ينفع البلاد نتاعنا، ينفع الاسر تاعنا، ينفعنا في دينا وفي دنيانا، والشيء اللي هو شفناه احنا يتناقض مع المبادئ نتاعنا ويتناقض مع المشاعر نتاعنا ويتناقض مع الديانة نتاعنا نحطوها اكوتي، حطوها على جهة. اذن كل شيء هو اللي ينفعنا مرحبا به، والشيء اللي هو يضرنا مجتمع وافراد هذا شيء نحطوه على الهامش. هذه باختصار درك هذا الموضوع، هذا هو متعلق بالتغيير. الناس اللي راهم درك هما يطمحوا للتغيير في الجزائر، اذا كان هذه الافكار تاعهم هي راها تنمي وتساهم في تغيير نتاع الوضع في الجزائر نحو الاحسن، هذه على العين وعلى الراس. اما الناس اللي هما قال مثلا راهم دارسين في الغرب والله عندهم معتنقين هذه الافكار نتاع الغرب ويحبوا هما يضرون بالمجتمع الجزائري وبالتقاليد نتاعو وبالثقافة نتاعو، راهم يلقاو رواحهم مواجهين الحيط، لأن المجتمع الجزائري ما يجتمعش على الضلالة، راهو رايح وفيما بعد راهو رايح يقفلهم حجرة في الطريق. هذه باختصار الكلمة نتاعي. الأخ سمير إذا كانت تحب تدير مداخلة أخيرة باش نختم البرنامج، والأخ اللي دخلت معنا قبيل أيضا لازمك تسجل الحضور تاعك، ما تبقاش غير تسمع برك. تفضل الأخ سمير. نعم الاخ نورتين، ان شاء الله يعني عذر انني نسوق. انا يعني الكلمه اللي نقولها، انا انصح الشباب وكل المسلمين ماشي غير الجزائريين فقط، انهم يخدموا عقولهم، ما تحجروش عقولكم، ربي يعطيكم عقل تميز به، كما نقول لوليدي الصغير نقول له do the right thing، اعمل الشيء يعني الصائب. خدموا عقولكم، ليس كل ما ينتجه عقل أو فكر هو صحيح، ليس كل ما ينتجه المفكر هو صحيح، كما ليس كل من يلبس مئزرا طبيب ولو يكون عنده شهادة طب. فحللوا ناقشوا خدموا عقولكم، ما تجعلوش مواضيع كما هكا ساحة للعراك، لا بالعكس، النقاش والحوار فتحوا مواضيع هكذا، أدعو طرفين يعني بين قوسين، ما نحبش نستعمل هذا المصطلح حتى كي الله غالب، أدعو مثلا اليساريين واليمينيين في كل المجتمعات الإسلامية، الوطنيين منهم لأنهم المتطرفين ما رجح يتلاقوا أبدا، ولكن الوطنيين لازم يحبوا أبناء وطنهم ولو يكونوا عندهم إيديولوجيات مختلفة. أنا أدعوهم أن يتحاوروا، أن يبلوروا، أن يستخدموا عقولهم وحكمتهم وما أعطاهم الله عز وجل وتفضل عليهم من الناس أجمعين بالعلم والحكمة. تحاوروا، بلوروا هذه الأفكار وأنتجوا منها شيء مليح يستهلكه المواطن الفرد اللي انتم تحملوا يعني لواء أو وراية العلم فيه. أنيرونا، ما تخلوش المجتمع أو الأفراد الإنسان الفرد العامي تخلوه تائه، لا، أسيلوا الأحبار، فتحوا القنوات، فتحوا الحوارات في هذه المواضيع.
هاد المواضيع ماشي عيب يا الاسلامي، ماشي عيب كي تناقش واحد ولو يكون هذاك الواحد رافد مثلا فكر الشذوذ الجنسي، معليش تناقشوا وتحاوروا، اقعد معاه وعبد اقعد معاه اسمع له، والاخر كذلك ما يشوفش هذا الانسان متطرف وحش ومانيش عارف، اقعد معاه تهضر معاه عاقل مع انسان، الحوار هذا راح يجي راح يخلق جسور تعارف، جسور تقارب، لاننا مفتتين مفككين، حتى الان ما لميناش شملنا، ما لميناش فكرنا كفكر واحد، ما لميناش شملنا، فرقتنا الحدود وفرقتنا الجهات وفرقتنا العصبيات. فتحوا عقولكم، خدموا عقولكم، اقرا يا ايها الفرد، اقرا الكتب، ما تستسلمش للافكار، ما تستسلمش لاي طرح، انتقد بعلم، ادب، ارفض العلم، ارفض الاسس، ارفض الحكمه، وبها اللي تمشي، خذ من هذا وخذ من هذا، كالنحله اللي تنتقل من زهره الى زهره وتختار رحيقها. هذه هي دعوتي عينا في 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 يعني صدد ذكرنا لهذا الموضوع. نبه كذلك نقطه يعني هي الهاجس تاعي، قضيه اختراع المصطلحات، لازم كل واحد فينا يقول هذا المصطلح هل وجوده قضيه تحصيل حاصل ام ماذا؟ اذا كان الشيء موجود من قبل فلماذا يحدث له مصطلح جديد؟ لازم نخدم عقولنا. هذا واش حبيت. نعم، شكرا. بارك الله في الجميع. الاخ اللي دخلت معنا اللي ترمز للاسم نتاعك بلال، لازمك دير مداخله ولا نعاقبوك المره الجايه، ما نخليوكش تقعد معنا. تفضل في نهايه هذا البرنامج دير مداخله باش نختم البرنامج. شغل الميكروفون بالك راك مطفيه. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بلال اللي دخلت معنا من الصباح ندارك معنا تسمع، تفضل دير مداخلة في نهاية البرنامج باش نختموا البرنامج. والله راك نعسان. تفضل يا الأخ، نحن في نهاية البرنامج. إذن الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الإذاعة وطني، سواء عن طريق الإذاعة من خلال الموقع نتاعها الرسمي www.radiowatani.com أو من خلال المواقع المختلفة المرتبطة بالإذاعة، فيه مواقع كثيرة يعني على الأقل حوالي 21 موقع والله مرتبطين بالإذاعة، بالإضافة إلى البرامج والوسائط المختلفة كي مثل نتاع ويندوز ميديا وينامب إلى غير ذلك، بالإضافة إلى الإخوة اللي كانوا يتبعوا فينا على صفحة نتاع الفيسبوك ولو بعدد قليل، لأنه ظهر وأنه كان إخوة كثيرين منهم اللي ربما لما طولنا في بداية البرنامج ربما راحوا، أو ربما إخوة آخرين أيضا جو التحقوا ربما من طول البرنامج أيضا راحوا. المهم نشكركم جميعا، كل الإخوة أيضا اللي تابعوا فينا على الصفحة نتاع اليوتيوب أيضا نشكركم جميعا، ربي يبارك فيكم. الإخوة اللي ربما هذون التحقوا بينا وما قلنا لهم عيدكم مبروك، نزيدوا نعاودوا نكرروا لهم تبريكات نتاعنا بمناسبة العيد، ربي إن شاء الله يجمع بيناتنا في خير، وربي إن شاء الله يجعل هذا البرنامج هذا إن شاء الله بادرة نتاع خير، وين أنه ربما تعرفنا بإخوة آخرين من خلال الصفحة نتاع الفيسبوك، سيما من الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر، ربما عندهم صعوبات تقنية أو ربما عندهم موانع، سيما من الإخوة اللي راهم دايرين واحد لابليكاسيون هكذا فقط يقدروا يتابعوا الصفحة نتاع الفيسبوك. المهم هذا الحوار المباشر درتو على جالكم على الصفحة نتاع الفيسبوك حتى باش نمكنوا كل الإخوة والأخوات اللي راهم موجودين في الجزائر من متابعة الإذاعة نتاع وطني.
إذن نلتقي في برامج واحدة أخرى، بإمكانكم هو أن ترسلوا ملاحظات نتاعكم أو بعض الاقتراحات نتاعكم فيما يتعلق بالبرامج، وأيضا بإمكانكم هو أن تبعثوا لنا بعض التعليقات أو بعض الانتقادات البناءة الخاصة بالبرامج اللي رانا نديروها على الإذاعة بتاع وطني، أيضا على العين وعلى الرأس. شكرا لكم، شكرا للأخ نوري من إسبانيا، شكرا للأخ سمير من أمريكا، والأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بلال، وكل الإخوة اللي كانوا يتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم، من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.